مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. عشاق النادي الأهلي، النهاردة يوم جديد من أيام البيت الكبير، هتكون معنا ملفات كتيرة جدا، معنا نجوم مهمين جدا. أكيد محور حديثنا النهاردة كله على نادينا النادي الأهلي من خلال الرؤية الفنية، من خلال كمان إن شاء الله هيكون معنا ضيف مهم جدا في آخر فقراتنا، هيكلمنا عن كمان إنشاءات وتطور النادي الأهلي في جميع المجالات. قبل ما نخش طبعا في تفاصيلنا واخبارنا، برحب بيك يا سهام، مساء الخير عليك. برحب بيك يا كابتن هاني، برحب بجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. حلقه جديده من حلقات البيت الكبير، حلقه الويك اند النهارده. هيكون معانا في الفقره الحواريه الاولى في البرنامج اثنين من اسره اهلاويه معجونه زي ما بيقولوا بحب الاهلي، نادين ياسر ابو الفتوح لاعبه الفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي اللي لسه محققه مع فريقها امبارح بطوله منطقه القاهره، كنا سعداء بيها جدا، مباراة كانت قوية جدا. أخوها طبعا الصغير مازن اللي بيلعب في فريق 20 سنة واللي هو لسه متصعد دلوقتي للعب مع الفريق الأول مع كابتن أشرف توفيق النهاردة في حوار خاص جدا. ونادين تكلمنا أكتر عن استعداداتها وعملت إيه للمباراة الهامة جدا اللي كانت بتتلعب امبارح وكانت قناة النادي الأهلي بتذاعها على الهواء مباشرة. الفقرة الحوارية الثانية زي ما كابتن هاني رمزي قال فيها الدكتور محمد سراج، يمكن من امبارح واحنا بنعلن عن هذا الحوار الهام، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والدينامو الشاب النشط جدا في المجلس. هنتكلم النهارده مع دكتور محمد في نقاط مهمة جدا حوالين اللي حصل في الفترة اللي فاتت، حوالين مستقبل النادي والتطور الخدمي والإنشائي، وأيضا على المستوى الرياضي اللي بيحصل في النادي الأهلي مش بس في فرع التتش، في كل الفروع، حتى فيما يتعلق حتى فرع التجمع الخامس. أكيد ده بالظبط. خلاص الأهلي بيرفع درجة الاستعداد القصوى علشان مباراة أبو قير للأسمدة المهمة يوم السبت إن شاء الله، لأنها مباراة كاس، ومباراة كاس يا غالب يا مغلوب مفيش مجال النهاردة أو فرصة تانية إن أنت تعوض. ويمكن برضو علشان كده بنقول إن المباراة ديت في غاية الأهمية، فإن شاء الله أكيد مباراة مهمة، كل التوفيق للنادي يعني الأهلي. أكيد مباراة إن شاء الله بيستعد لها النادي الأهلي بشكل أكتر من رائع. عودة اللعيبة الدولية الحمد لله كلهم سلام، ما فيش أي إصابة، كنا قلقانين كلنا من الأسبوع اللي فات أوائل بعد طبعا مباراة المنتخب على أيمن أشرف، كنا قلقانين على ديانجا، قلقانين على علي معلول، الحمد لله كله تمام. الشكل المعنوي والشكل الفني بيتسم بالجدية في النادي الأهلي إن شاء الله استعدادا لمباراة مهمة جدا. إحنا دايما بنتكلم على الثلاثية، النادي الأهلي حقق بطولة الدوري عن جدارة، عندنا إن شاء الله يوم السبت خطوة إلى كاس مصر بإذن الله، برضو بطولة مهمة جدا، وطبعا كلنا منتظرين وكلنا بنستعد بشكل جدي جدا على مستوى احترافي لمباراة القمة، مباراة القمة التاريخية الأفريقية مع نادي الزمالك إن شاء الله يوم 27 الشهر ده. كمان مستر موسيماني كان طلب بشكل كبير جدا ان اللعيبه تركز في المباراه بتاعه يوم السبت بس، يعني دايما التشتيت انك بتفكر في ماتشين ورا بعض ممكن تخرج اللعيبه عن تركيزهم في مباراه مهمه زي مباراه الكاس. لكن زي ما قلت هم قافلين تماما ملف نادي الزمالك حاليا، بيستعدوا بشكل جدي لمباراه الكاس، وقال لهم طبعا موسيماني قال لهم ما تشتت نفسك، يعني خلي دايما ما توترش نفسك، تفكر في الزمالك وتفكر في النهائي وتبدا تعيش المباراه، ده جاي وقته امتى ان شاء الله نخلص من ملف في يوم السبت باذن الله ونفوز ونحط رجلينا كمان على الدور قبل النهائي لكاس مصر، بطوله مهمه جدا، بعد كده نفكر ونركز في المباراه ان شاء الله المهمه امام نادي الزمالك. وده عهد اللعيبه وعهد يعني الجهاز الفني، بنمشي خطوه خطوه. مباراه الزمالك مباراه في غايه الاهميه، لكن كمان عندنا عايزين نحقق ان شاء الله باذن الله الثلاثيه، دوري وكاس وكاس افريقيا باذن الله ان شاء الله. خلاص حققنا الدوري، فاضل الكاس باذنك يا رب، والبطوله الافريقيه طبعا الغايه في الاهميه زي ما كابتن هني كان بيتكلم دلوقتي. طبعا كابتن محمود الخطيب من منطلق واجباته
واجباته ودوره الكبير النهارده مع الفريق في انه يدعم اللعيبه ويحفزهم. النهارده كان حريص جدا على انه يحضر التمرين وانه يتابع ويطمن بنفسه على اللعيبه. زي ما شايفين دلوقتي في الفيديو، يمكن ده اول يعني حطت رجل لبدر بنون في النادي. النهارده كان في ترحيب من قبل كابتن محمود بنجم الفريق الجديد بدر بنون، بعد ده ظهوره الاول، يعتبر اول مره في الاهلي، وكمان كان حريص على دعم اللعيبه الشباب اللي جايين من الاعاره. احنا عارفين ان في عدد من لعيبه النادي الاهلي كانوا في اعاره، النهارده كابتن خطيب بيطالبهم انهم يغتنموا الفرصه خاصه في الفتره اللي جايه. النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها الحقيقه، وقبل ما نخش في اخبار خاصه، وانه النهارده حلقتنا يعني فيها افتكر وجبه دسمه مليئه بالملفات او النقاط المهمه جدا. النهارده بنتكلم عن فيروس كورونا يا جماعه، وانا هنا عايزه اقول لكل عشاق النادي الاهلي او جماهيره واعضائه، كل المصريين على فكره، كل المصريين الحقيقه لازم تشدد تاني في الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي كنا بنشدد بضرورة اتباعها في البدايات خالص. هذا الفيروس ما بقاش مستجد، الفيروس ده هيكمل سنة معانا خلاص في كل العالم. فإن أنت النهاردة تبعد عن التجمعات ده لازم يحصل، إن أنت تلبس الكمامة ده ضروري جدا. أهو كابتن محمود خطيب أهو كان حريص جدا على إن هو يلبس الكمامة، ده مثال يا جماعة. أنا النهاردة على فكرة كنت في المرور عشان الملصق بتاع العربيات، الملصق الإلكتروني. النهاردة ممنوع أي حد يدخل مش لابس الكمامة، ممنوع منعا باتا. المصريين لازم كلنا نحذر هذا الموضوع. النهاردة اللعيبة كمان بتاعتنا في الأهلي لازم يكون عندها الحرص ده، الحرص الشديد كمان جدا والكبير في الفترة اللي جاية بعد الإصابات الكتيرة اللي ظهرت في منتخب مصر. في اصابات كتيره ظهرت بعد مباراتين توجو، علشان كده لازم نحافظ على كل العناصر، خاصه ان الموجه الثانيه للفيروس التاجي ده، لفيروس كورونا حاليا، قويه جدا. والحقيقه في اوروبا وفي عالم الرياضه وكره القدم بالذات، يعني يمكن خلاص بقى الموضوع يعني شيء غريب جدا وشيء مسمع جدا. وعندك النهارده في الدوري الانجليزي يعني اغلبيته النهارده يعني اصابات لا حصر لها، وعندنا اثنين صلاح والنني. صحيح، يعني هو يعني الموضوع بقى جد جدا، وخاصه كمان النهارده النادي الاهلي اعلن عن اصابه محمود كهربا. محمود كهربا اتصاب، عمل مسحه وكانت المسحه ايجابيه، وعشان كده يعني ما حضرش التدريب النهارده، بس ان شاء الله هو ما عندوش اعراض، يعني هو سليم 100%، لكن طبعا موجود حامل فيروس كورونا، وبالتالي في مسحه ثانيه ان شاء الله لكهربا يوم السبت اللي جاي باذن الله. اكيد كده كده كهربا ما كانش هيلعب المباراه، يعني كهربا كان موقوف طبعا علشان عنده انذارين، وبالتالي احنا بس عايزين نطمن عليه، عايزين نطمن اولا على صحته. ان شاء الله المسحه يوم السبت تبقى سلبيه، وكمان يخش بقى ويستعد طبعا لمباراه ان شاء الله، مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. افتكر انه يلحق دي المباراه اللي محتاجينها جدا ان يكون أكيد موجود فيها. اكيد ان شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى يعني المسحه اللي جايه يوم السبت ان شاء الله تكون سلبيه، ويخش كهربا ان شاء الله في التدريبات. قبل ما نسيب طبعا النقطه دي ونروح لاخبارنا، فريق الاول بالنادي الاهلي كمان عمل رابيد تيست، يعني النهارده حتى قبل التمرين كان في رابيد تيست اللي هو يعني الاختبار السريع زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا بروتوكول، يعني 48 ساعه قبل اي مباراه رسميه بيعمل النادي الاهلي هذا التيست، الرابيد تيست ده طبقا للبروتوكول الخاص طبعا لقبل المباريات الرسميه. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيطالب تاني وتالت ورابع ان اللعيبه تلتزم بالتعليمات الطبيه والاجراءات الوقائيه، مع زي ما قلنا انتشار السريع لفيروس كورونا، وخاصه على مستوى اللاعبين، وبنتكلم وطالبهم طبعا لازم ارتداء الكمامه، الابتعاد تماما عن اي تجمعات، استخدام كل الوسائل اللي تحمي اللعيبه في الفتره اللي جايه. وزي ما قلنا الفتره اللي جايه فتره تحمل مسؤوليه، تحمل مسؤوليه من الجميع، من مسؤولين اعتقد اللجنه الطبيه، والكابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بدوره، لكن انا كمان بشدد على اللعيبه، خليكوا يا جماعه بلاش التجمعات، يبقى تدريبك الاجراءات الاحترازيه على اعلى مستوى. احنا شفنا يعني حتى على المستوى العالمي
وشفنا منتخبات ماتشاتها بتقف، وشفنا على مستوى البريمير ليج لعيبه كتيره جدا، كان صلاح والنني والنهارده كهربا، فخلينا كده ملتزمين. وسواريز طبعا قبليها، وكان قبليها كورونا مع رونالدو، فخلينا ان شاء الله باذن الله يعني حريصين جدا جدا الفتره اللي جايه، لان محتاجين كل واحد، محتاجين كل لاعب يكون في افضل حاله بدنيه ونفسيه ومعنويه ان شاء الله يوم 27 ان شاء الله. صعب جدا الموضوع ده، وفعلا جائحه، يعني فعلا هي جائحه، والموجه الثانيه افتكر ان هي اكبر حتى من الموجه الاولى خالص، يعني من صحيح. كورونا. خلينا في اخبارنا بقى في البيت، أخبار البيت الكبير. يعني اخبارنا النهارده في البيت الكبير طبعا نبداوا من مجلس اداره النادي الاهلي. النهارده بيواصل دوره المهم جدا جدا على الصعيد الخدمي والانشائي لاعضاء النادي، بيفتتح بوابه النادي الجديده الرئيسيه بمقر النادي بالجزيره، بعد طبعا انتهاء من اعمال انشائها. الحقيقه تصميم البوابه نفسه شيء اكتر من رائع، في شخصيه النادي الاهلي، لو بنتكلم على شخصيه النادي الاهلي كلاعيبه ومسؤولين كمان على مستوى الانشاءات، من خلال التركيز على اللون الاحمر، يعني شاهد مقر النادي بالجزيره طفره انشائيه غير مسبوقه خلال الفتره اللي فاتت، استكمالا طبعا للخطه الاستراتيجيه اللي وضعها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، بهدف تقديم افضل خدمه لاعضاء النادي وعلى كل المستويات. في هذا السياق طبعا شهد كمان مقر النادي الاهلي بالجزيره العديد من عمليات التطوير الانشائي والمعماري، منها تطوير البوابه الرئيسيه زي الافتتاح الرائع اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، افتتاح اكتر من رائع، تجديد كمان الاسوار الخارجيه لنادي الجزيره لفرع الجزيره، وبالتالي الصوره اللي حضراتكم شايفينها ديت ده مجهود كبير جدا قام به مجلس الاداره. كابتن محمود الخطيب حتى من يعني نرجع كده ورا شويه، كان في برنامج انتخابي على اعلى مستوى، كان في كل دوت كان مطروح في البرنامج الانتخابي بمواعيد عائله الاهلي. فكل دوت حضراتكم شايفين يعني يعني بوابه فيها شخصيه النادي الاهلي زي ما بنقول، شخصيه صحيح. النادي الاهلي اللون الاحمر مكتوب بشكل اكتر من رائع، حتى على مستوى سور فرع الجزيره تم تجميله بشكل اكتر من رائع. يعني عايز اقول على مستوى الانشاءات وعلى مستوى تطوير النادي الاهلي مش الجزيره بس، وكمان يعني فروع النادي الاهلي، بنتكلم على مدينه نصر، بنتكلم على الشيخ زايد، وان شاء الله باذن الله في المستقبل زي ما وعدونا ان شاء الله في شهر 6 اللي جاي بإذن الله. افتتاح المرحله الاولى باذن الله من التجمع الخامس، ده انجاز جديد يضاف لانجازات النادي الاهلي. والحقيقه ده برضو دي نقطه على فكره هنتكلم فيها بالتفصيل مع دكتور محمد سراج عضو مجلس الاداره، لكن اللي احنا عايزين كمان نقوله كابتن هاني في النقطه دي، ان انت صحيح انت مركز في النهائي الافريقي ومفيش حاجه شغله تفكيرك عن ده، لكن النقطه المهمه كمان ان انت يعني بتحاول تأدي دورك الخدمي لأعضاء مجلس الإدارة، ودي يمكن واحدة من الإنجازات زي ما قلنا اللي اتعملت في وقت قصير جدا، حتى في صور هنعرضها مع حضراتكم لما محمد يشرفنا دكتور محمد، صور قبل وبعد، هتلاحظوا ان الفرق رهيب جدا، يعني كان في حته وبقى او اصبح في حته تانية خالص. فان شاء الله تابعونا، افتكر ان فيها معلومات كتيره جدا وجديده. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي النهارده كان بيعقد جلسه مع لاعيبه الفريق الاول للنادي الاهلي اللي انتهت اعارتهم اللي رجعوا من الاعاره بشكل خاص، كل اللعيبه موجوده، بس كان حريص على انه يتكلم على المعارين اللي جايين خلاص للنادي الاهلي. صلاح محسن من ضمنهم، ناصر ماهر محمد شريف واكرم توفيق واحمد ياسر ريان. الحقيقه الاهلي قرر عوده الخماسي بعد ما قدموا مستويات جيده مع انديتهم او الانديه اللي تم اعارتهم ليها، والنهارده عقدوا جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني كله بقياده موسيماني، طبعا كان بياكد لهم على اهميه المرحله الجايه. النهارده كمان محمد شريف بالاخص كان بيشارك في المران، ده تقريبا دي المرة الأولى اللي يشارك فيها بعد ما انتهت إعارته لنادي إنبي. شريف النهاردة كان عنده جلسة خاصة مع الجهاز الفني، كان بيتكلموا فيها طبعا معاه عن المرحلة اللي جاية وأثنوا على مستوياته الجيدة. الحقيقة كابتن ياسر رضوان كمان امبارح كان بيشيد بمحمد شريف في الفترة اللي قدمها
مع انبي والنهارده الجهاز الفني كان بيطالبه انه يقاتل للحصول على مكانه في التشكيله وتقديم افضل ما عنده. ده صحيح، يعني كل المعارين على مستوى عالي جدا، وظهر دوت من خلال كل المنتخبات على مستوى المنتخب الاولمبي على مستوى المنتخب الاول. شفنا محمد شريف بيحرز هدف مع منتخب مصر في توجو، شفنا تألق صلاح محسن، تألق احمد ياسر ريان، بنتكلم على ناصر ماهر، كل اللعيبه على مستوى عالي جدا. وكمان عايز بنطمن النهارده كمان على نجمنا ايمن اشرف. طبعا النهارده ايمن اشرف زي ما قلت لحضراتكم بيشارك في المران الجماعي بشكل جيد جدا، الحمد لله ما عندوش اي اصابه. احنا عارفين انه كان طلع من مباراه المنتخب امام توجو، يعني اقيمت مؤخرا في التصفيات المؤهله لافريقيا 22 بالكاميرون، بعد ما كان عنده اصابه بسيطه. كمان المالي اللي كنا قلقانين عليه جدا جدا آلو ديانج بيشارك كمان بقوه في تدريبات الفريق النهارده بعد الظهر بعد انتظامه في التدريب. وكان انتوا عارفين ان هو كان عنده مباراه مع منتخب بلاده امام ناميبيا، كان خرج برضه باصابه بس اصابه بسيطه جدا، وهو كمان طمنا وطمن جماهير النادي الاهلي. النهارده بطمنكم تاني ان خلاص الحمد لله زي ما قلت لكم ايمن اشرف خلاص، يعني ما فيش اي اصابه. ديانج موجود في التمرين زي ما انتم شايفين، كل اللعيبه على مستوى عالي جدا جدا. يمكن اجاي هو اللي يمكن معانا خبر ليه برضه عنده شويه اصابه، اتصاب امبارح في التمرين يعني. بس النهارده يعني خبر بيطمن جماهير النادي الاهلي الحقيقه. بالنسبه لي كمان جيرالدو وعلي معلول، يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ كشف موعد انتظام ثنائي الفريقين خلاص للانتظام في التدريبات الجماعيه باذن الله. علي معلول طبعا انتظم خلاص وهينتظم بشكل كبير هو وجيرالدو في المران الجماعي بكره ان شاء الله الجمعه، ده وفقا للموعد اللي كان متفق عليه مع الجهاز الفني بعد ما انتهت مهمتهم الاثنين مع منتخب بلادهم. اما بقى علي معلول فان شاء الله هيرجع للتدريب يوم السبت بعد ما انتهت خلاص مشاركته في معسكر منتخب تونس، وخاض مباراتين في تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي جاي ان شاء الله. صحيح، يعني يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. يعني دي اخبارنا وطمنا الحمد لله. اكتر حاجه كانت قلقانه هي الاصابات، والحمد لله طمنا بشكل كبير جدا على اولادنا كلهم الحمد لله بخير وبسلام. نروح بقى لاخبارنا العالميه، هنبدا يعني من المان سيتي الانجليزي بيجدد عقد مدربه طبعا جوارديولا لمده سنتين. العقد الجديد لجوارديولا هينتهي ان شاء الله في 2023. الاجواء وصدى هذا التعاقد كان في ارتياح بالنسبه لجماهير المان سيتي. احنا عارفين جوارديولا يعني توج بثمان بطولات مع المان سيتي، لكن كان في بطوله ما زالت هذه البطوله هي المعضله الاساسيه لجماهير المان سيتي مع جوارديولا، وهي الشامبيونز ليج. احنا عارفين جوارديولا عنده تاريخ كبير جدا خاصه مع برشلونه، فاز في 4 سنين مع برشلونه ب 14 بطوله 14 بطوله مع برشلونه، منها اكيد 2 تشامبيونز ليج. كمان على مستوى البايرن في خلال 3 سنين حقق 8 ألقاب. يعني جوارديولا عنده يعني خلال مسيرته حقق 28 او 29 بطوله، عدد كبير جدا جدا، ولكن لا تزال التشامبيونز ليج هي المعضله الكبيره لجوارديولا في المان سيتي. نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. Hi, I'm Pep, and I'm more than delighted to feel that still we'll be 2 more years together, and I'm looking forward to be together again in the stadium, and hopefully it's going to happen soon. أعلن نادي مانشستر سيتي عن تمديد تعاقد بيب جوارديولا مدرب الفريق بشكل رسمي حتى صيف عام 2023. جوارديولا قال في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: منذ وصولي إلى مانشستر سيتي وأنا أشعر بالارتياح سواء مع اللاعبين أو الجهاز المعاون أو الإدارة، لقد حققنا معا العديد من الأهداف والنجاحات. وأضاف: الحصول على هذا النوع من الدعم هو أهم شيء بالنسبة للمدرب، أملك هنا كل ما يتمناه أي مدرب في عمله، وأتمنى مزيدا من النجاحات في الموسمين المقبلين بعد هذا الموسم. بيب أتم: التحدي بالنسبة لنا هو تواصل النجاحات والتطور، وأنا آمل أن أساعد مانشستر سيتي على ذلك. وفاز بيب مع مانشستر سيتي حتى الآن ب8 ألقاب، واقع بطولتين للدوري وبطولة للكأس و3 بطولات لكأس الرابطة وبطولتين لكأس الدرع الخيرية.
ورغم تحقيق كافة الألقاب المحلية الممكنة، ولكن ما زال هدف بيب الأكبر رفقة مانشستر سيتي هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا المستعصي على الفريق. إجراءات الحد من انتشار كورونا هتفرض نفسها على أولمبياد طوكيو أكيد، يعني يمكن هيتم النهاردة تقليل الأعداد في طوابير العرض اللي هي تعتبر تقليد تاريخي جدا في الألعاب الأولمبية تحديدا. النهاردة المدير التنفيذي لألعاب طوكيو توشيرا موتو قال إنه ترتيبات مكافحة تفشي فيروس كورونا مش هتكتمل في شكلها النهائي، يعني مش بنسبة 100%، وإنه العمل جاري النهاردة لاستكمالها بنهاية شهر ديسمبر اللي جاي. ده أكيد طبعا، ولسه طبعا مع أخبارنا مع كورونا، والنهاردة كمان كان في يمكن نتيجة مسحة أجراها ثنائي ريال مدريد. إحنا لسه شايفين طبعا على الصورة دي الإجراءات وكل اللي بيحصل من خلال التجهيز لدورة طوكيو اللي كان المفروض هتتلعب السنة اللي فاتت، لكن بسبب كورونا هتتلعب إن شاء الله السنة اللي جاية. زي ما قلت لحضراتكم كمان جائحة كورونا، ريال مدريد طبعا هازارد وميليتو طبعا كان عندهم مسحة إيجابية، رجعوا النهاردة الاثنين للتدريبات بشكل سليم جدا. هازارد إحنا عارفين كان في الحجر الصحي قعد 12 يوم، ميليتو طبعا قعد 17 يوم من العزل. يعني يمكن النهارده ريال مدريد بيعلن او اعلن امبارح تعافي كمان، وكان معانا الخبر هنا كاسيميرو طبعا نجم المنتخب البرازيلي ونجم ريال مدريد عودته للتدريبات الجماعيه. فزي ما بنقول كمان خلاص، يعني احنا شايفين الجائحه على مستوى حتى لعيبه كره القدم على مستوى العالم، لكن الحمد لله ما بتقعدش كتير، يعني بيكون التعافي سريعا، وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع ان شاء الله باذن الله. طبعا موريسيو بوكيتينو ده المدرب او المدير الفني السابق لتوتنهام الانجليزي النهارده كان بيقول انه بيرحب جدا انه يدرب برشلونه لو اتعرض عليه الامر. في تقارير صحفيه في انجلترا النهارده بتكشف انه بوكيتينو فعلا بعد ما رفض برشلونه مرتين موافق النهارده لو اتعرض عليه مره ثالثه انه يدرب النادي الكتالوني. معروف انه بوكيتينيو يمكن منتمي لنادي اسبانيول وده نادي ضد برشلونه، فموافقته النهارده المنافس التقليدي لبرشلونه، يعني موافقته النهارده غريبه. هو طبعا كان في بعض التقارير، يعني هو بوكيتينيو من المدربين الكبار قعد فتره طويله طور من اداء توتنهام، لكن هو كان في وقت من الاوقات اتعرض عليه برشلونه وقال ان هو عنده مشروع مع توتنهام. هو ماشي في مشروع ومدرب ارجنتيني كبير جدا، ولكن مع طبعا اخبار يعني بعض الناس قال ان كومان مش هيكون متواجد، وخاصه يعني بعد رحيل رئيس النادي. لكن بوكيتينو النهارده بيقول لا، انا مستعد ان اكون على راس القياده الفنيه لبرشلونه. هنشوف بعد كده. الأخبار خلصت دلوقتي، خلصت أخبارنا. الفقرة اللي جاية إن شاء الله هنستقبل ضيوفنا نادين أبو الفتوح وشقيقها مازن أبو الفتوح وعائلة أهلوية جدا. برحب بحضراتكم مرة تانية، والبيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم، وزي ما قلت في الانترو يمكن عائلة النهاردة معانا حياتها كلها جوه النادي الأهلي، من أول الأب كابتن ياسر أبو الفتوح اللي لعب في جيل العظماء زي ما بيقولوا، حقق يمكن مع الأهلي بطولات كتيرة جدا سواء على المستوى المحلي أو حتى الأفريقي. يمكن استلمت منه، مش يمكن أكيد بتستلم من بعده نادين النهاردة الراية، البنت الكبيرة اللي حققت مع الأهلي لحد دلوقتي 11 بطولة في 4 مواسم بس، ويمكن أخرها مبارح فوزها مع فريق السيدات ببطولة منطقة القاهرة، مباراة كانت قوية جدا ولسه مستنيين منها كتير في السنين اللي جاية إن شاء الله. بعدهم بيجي مازن الابن الوسطاني، ومتصعد دلوقتي علشان يتدرب ويلعب مع الفريق الأول، وكل المتابعين له والجماهير بتقول أنه هيكون ليه شأن كبير جدا في الفترة اللي جاية. آخر العنقود كمان مش عايزين ننساها، وصحيح مش معانا النهاردة لكن لازم نديله حقه كمان، لأنه هو مالك اللي موجود دلوقتي في معسكر المنتخب تحت 18 سنة هيلعب بطولة أفريقيا اللي هتستضيفها مصر إن شاء الله أول الشهر اللي جاي بإذن الله. فهي عائلة أهلوية خلصة مخلصة زي ما بيقولوا. برحب بيك يا نادين، مبسوطه بيكي جدا جدا يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيكي. علي صوتك. لا نادين، نادين ازمه بتواجهني، علي صوتك عشان انا انت قاعده بعيد عني. الله يبارك فيكي. ماشي، والناس تسمع.
مازن ده بنرحب بيك طبعا يا مازن. اهلا وسهلا بحضرتك طبعا في بيتكم، بيت الكبير، بيت النادي الاهلي طبعا. وزمالك السهام احنا دايما بنكون سعداء لما بيكون معانا عائله خالصه اهلاويه 100%، بدايه من الاب للابناء، كلكم على مستوى البطوله ما شاء الله. وده اكيد ده مدرسه النادي الاهلي في جميع اللعبات هي البطوله ما شاء الله. نادين بتحقق 11 بطوله في 4 سنين. شد حيلك يا بطل، انت متصعد ان شاء الله للفريق الاول الله. وكل الناس بصراحه بتتكلم عليك بشكل اكتر من رائع. ان شاء الله تكون اضافه للفريق وتحقق بطولات على المستوى الله. المستوى المحلي والمستوى الدولي، لان المستوى الدولي دلوقتي كمان مالك موجود في منتخب مصر تحت 18، عندهم بطوله كبيره. فزي ما بقول لكم احنا سعداء جدا 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 ان احنا هنا في البيت الكبير ما بنتكلمش بس على الكوره، لا، في ابطال زي اللي موجودين قدام حضراتكم دول، ابطال بيشرفوا النادي الاهلي، بيشرفوا كيان النادي الاهلي، بطولات كتيره جدا جدا، عائله اهلاويه 100%. نشوف التقرير ونرجع نعمل حوارنا الممتع ان شاء الله مع ابطالنا، ابطال النادي الاهلي. عائلة ذاخرة بحب النادي الأهلي، جميع أفرادها يعشقون الكيان الأحمر ويأملون في خدمته لأعوام عديدة وإضافة بطولات كثيرة للقلعة الحمراء. الأب هو ياسر أبو الفتوح، أحد أبرز نجوم كرة السلة المصرية والنادي الأهلي في جيل العظماء. ساهم خلال مشاركته مع النسر الأهلوي في تحقيق 9 ألقاب، بواقع 3 ألقاب لبطولة الدوري و4 ألقاب لبطولة كأس مصر. وعلى الصعيد القاري ساهم ياسر أبو الفتوح في تحقيق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، قبل أن يقرر الاعتزال والاتجاه للتدريب في قطاع الناشئين. ثم حملت نادين راية عائلة أبو الفتوح وخطفت الأنظار وهي في مرحلة الناشئات، قبل أن تتدرج في صفوف الفرق حتى تصل للفريق الأول وتحقق معه نجاحات كبيرة بحصد 11 كأسا في 4 سنوات فقط، إضافة إلى حصولها على برونزية بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري. كما أن العائلة بها أخوان سيكون لهما شأن كبير خلال الأعوام المقبلة، وهما مازن ومالك، حيث استعان بهما الكابتن أشرف توفيق للتدريب والدخول في قائمة الفريق الأول للرجال خلال هذه الفترة. مالك الأخ الأصغر في العائلة موجود حاليا رفقة منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة، استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا والتي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل والمؤهلة لبطولة العالم المقبلة. برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بنادين ومالك، مشرفين ومازن. وأنا عايزة الحقيقة يمكن يمكن انت على فكرة دورك مهم جدا، يعني انت ما شاء الله عليك انت جاي. استنى انا عايزة بس ابدأ. احنا يمكن سلطنا الضوء حتى في التقرير، جابوا سيرة باباكو، ما جابوش وجابوا طبعا سيركو، بس ما جابوش سيرة مامتكو. مامتكو يمكن هي اللي ليها الدور الاكبر اكيد في صناعة طبعا. الابطال دول او النجوم دول دورها الاساسي دورها ايه بقى نادين؟ كلميني قبل ما ادخل بقى في اللي انت عملتيه. انا بجد عايزه اتكلم عن مامتك لان ما فيش حد جاب سيرتها. لا هي بصراحه ماما تعبانه معانا جدا واحنا صغيرين، يعني هي اللي كانت اولا بتزقني انا دايما، لان انا عشان يعني تلعبي اللعبه ولا وهي اللي كانت بتيجي دايما معانا، يعني هي اللي كانت بتواظب ان هي تنزلنا التمارين دايما والبرايفت وال من المدرسه من المدرسه بعد كده للتمرين طول اليوم في النادي. لا هي بصراحه اتبهدلت معانا، وبعدين مش انا بس، ده مازن ومالك يعني، وبعدين احنا الثلاثه سننا قريب، فكان احنا الثلاثه مواعيد تماريننا قريبه من بعض. دي صوره مامتك يا نادين صح؟ يعني ثلاثة وبيلعبوا، فكل واحد ليه تمرين اعتقد بقى من الصبح لبالليل بتستنى. أيوة بتوصلكم بتستناكم اللي تخلصوا تمرين حرفيا من بعد المدرسه لحد بالليل. احنا قاعدين في النادي، هوم ورك ماما في النادي، اكل وشرب في النادي. يعني بصراحه هي اتبهدلت معانا جامد. وانتوا كمان مواعيد كمان الشباب غير مواعيدك انت صح؟ بالظبط. احنا كمان سننا زي بعض، ف يعني دايما ايه الصبح تمرين نادين، في نص اليوم تمريني، بالليل تمرين مالك، فكل ده احنا طول اليوم في النادي. هي طبعا بتبقى نازله الصبح. طبعا دور الام بيبقى دور يعني دور كبير جدا، ويمكن
الواحد انا كمان لعبت يعني لعبت كوره، فالدور ده ما بنحسه لما نكبر، بنحس واحنا صغيرين ما بنحسش، ويبقى يعني الموضوع بالنسبه لنا يعني ده الطبيعي. لكن لما بنكبر صغيرين كنا بنبقى مستغربين انت ليه ماما مصممه ان احنا ننزل التمرين، خلاص يا ماما يعني نقعد في البيت النهارده. لا هي اللي بجد دلوقتي انا عرفت قيمه ده بصراحه، انها دايما زقانه لا ما نغيبش، لا نركز عشان نامي بدري عشان عندك ماتش بكره، لا قومي بس كلي كويس دلوقتي وقومي كله كويس دلوقتي عشان عندكم ماتش. فاهم ايه امتى بقى اتعلمتي ايه بقى؟ اتعلمتي ايه في اللي هي كانت بتديهولك ده وتسقهولك بالمعلقه؟ الزن انت بس الزن اللي بيجيب نتيجه. ده اللي اتعلمتيه؟ ده اللي اتعلمتيه الزن الايجابي. فادك في ايه الزن؟ فادك في ايه بقى الزن ده؟ لا وصلنا اللي احنا فيه يعني وصل مازن وملك بصراحه، يا صبرت كمان على مازن وملك جامد قوي يعني. ايه يا نادين بيني وبينك؟ كارثي بجد؟ مالك بقى بالذات يعني ده غلط. انا حاسه ان ده اللي بالذات مش هو والله مش انا خالص 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 يعني تحت لتحت. صح بنتكلم على دور الام، لكن كمان احنا يعني اكيد دور الاب بيبقى كمان دور مهم جدا، واعتقد وجود بطل يعني هو على راس العائله بيديكوا اولا حتتين، الحته الاولى حبكم للعبه وهنجيل وصلنا الاعلى في طبعا مش اي حد تاني بصراحه، حبكم للعبه بيتبني من خلال انتم وانتم صغيرين شايفين بابا ايقونه بالنسبه لكم وعايزين تعملوا حاجه زيها، وفي نفس الوقت بتبقى الموضوع هو سبورت ليكم بشكل اكتر من رائع. يعني دور بابا كمان هو ظهرنا في النادي بصراحه، يعني طبعا ليه ظهر كده في النادي طبعا. بلس انه طبعا خبره يعني فوق ما تتخيل. انت واخده من لا لا استنى شويه كده مش هتكلم مستنيها تخلص. لا وطبعا هو بابا يعني احنا يعني بس هو احنا كبرنا لان بابا في النادي وبطل وكابتن فرقه بتاع النادي الاهلي، فاحنا كل الحاجات اللي هو هو بيلعب انا اللي احنا طبعا ما لحقناهوش وهو بيلعب، بس احنا خلاص احنا عارفين هو عمل اسم، فاحنا اجباري لازم يبقى كل واحد فينا على قد مسؤوليه ان هو يبقى ابن الكابتن ياسر ابو الفتوح. بس صح. يعني دي لوحدها كبيره قوي. عايزين نوجه تحيه من البيت الكبير، تحيه خاصه جدا ولوالدتكم كمان اكيد اللي لعبت الدور الاكبر طبعا طبعا. ودي صوره باباك طبعا. طبعا كان ليه دور انك تختاروا الباسكت بول يعني طبعا، يعني دايما السؤال ليك دلوقتي في كوره للسيدات، لكن بالنسبه لك انت مازن كان ليه دور ان تبقى انت خلاص انت شايف بابا عايز ابقى زيه وعايز احقق بطولات زيه في كره السله، ولا كان ليك هوايات زي اي طفل في مصر ليه هوايات انه ممكن يبدا بكره القدم؟ كان ليك تجربه مع الكوره؟ والله هو يعني هو احنا كمان عشان بدانا لقينا نفسنا في ملعب الباسكت فخلاص فهو يعني حتى لو انت ليك هوايه ماشي العب اللي انت عايزه، يعني عايز تلعب سباحه العب سباحه، عايز تلعب كاراتيه العب كاراتيه، بس انت الباسكت دي حاجه كمان في دمك بقى اصلا اساسي يعني دي موهبتك. انا كنت العب فولي وما رضيش يخليني اكمل بالزبط. في الفولي ولا هكملي في هكملي دلوقتي بقى يعني مبسوطه ان انت على اختياره ده مبسوطه خلاص كملت بقى وطلعت فيرست تيم مضطره احب الموضوع مضطره تحب الموضوع ولا عشان معانا على التليفون فتي مضطره تحبي الموضوع؟ بحب الموضوع يا بابا بحب الموضوع يا بابا. كابتن ياسر اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم تأثير عليك والبرنامج. اهلا بيك يا فندم، بحييكم على البرنامج اللي بتجمعوا فيه عوائل النادي الاهلي كلهم، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه لينا. لا دي حاجه مشرفه لينا يا فندم بصراحه، حاجه مشرفه لينا ان كمان الابطال اللي بيعيشوا جوه النادي وبيحققوا بطولات للنادي وبنشوف اولادهم كمان على نفس الخط وعلى نفس المسيره، فده شيء بيسعدنا كجماهير النادي الاهلي ان في عندنا الاجيال بتتواصل بس مش في كره القدم في جميع الالعاب، ودليل واضح يعني حضرتك عندك ما شاء الله عندك مازن وعندك مالك ونادين على خطه ثابته، بس هي نادين كانت بتقول عايزه كانت تلعب فولي وحضرتك قلت لها لا انزل فولي. انا بنحب الباسكت فهم شربوا الباسكت بول من حضرتك اكيد يعني. بص يا كابتن هاني انت برضو احد اعلام كره القدم وحاجه مشرفه ربنا في النادي الاهلي، وانا سعيد جدا ان حضرتك موجود في البرنامج. لا كتر خيرك الشرف لينا يا فندم. شرف لينا احنا كعائله للنادي موجوده في النادي الاهلي ان موجودين في البرنامج بتاعكم. كتر خيرك يا فندم كتر خيرك. يعني عايزين اتفضل يا كابتن ياسر. كانوا بيتكلموا عن اكتر واحد شقي في البيت يا كابتن ياسر، فحضرتك بقى اللي هتقول لنا الحقيقه. الحمد لله ان هو مش موجود دلوقتي. يا مالك مالك مش انا هو مالك بصراحه
جميل جميل. لا طبعا هي الشقاوه الشقاوه الحلوه يعني بنتكلم صراحه يعني احنا هادين شويه. هو يعني انت خلي بالكم يعني الاجيال اللي طالعه وكلنا عارفين يمكن السن الصغير 16 و17 سنه صح. يعني انت عارفين السوشيال ميديا والبقى الدنيا بالنسبه لهم مفتوحه فيبقوا مهايبرين شويه صح. لكن مع وجود رياضه وخاصه هو كمان موجود في منتخب مصر هو ما شاء الله كويس جدا وصل حضرتك كمان كابتن يعني ياسر ان هو برده الشقاوه بتاعته دي هي اللي نفعاه يعني. بصراحه نفعاه عامله له كاركتر في الباسكت كمان يعني هو اللي فارد دلوقتي بصراحه عنده شخصيه بالظبط فارد شخصيته يعني بالزبط. كابتن ياسر انا عارفه ان حضرتك كنت بتدرب مازن كان بيتقبل تعليمات حضرتك بسرعه ولا كان بيبقى خلاص عشان عارف انه بابا فبيتدلع مثلا ياخد الموضوع مش على محمل الجد مضطر يستقبل المعلومه بالحذافيره لان هو يعني الحمد لله اولادي بيثقوا فيا جدا فدي حاجه كويسه من يعني ان هو انا مارست كتير في الرياضه في النادي الاهلي وكنت كابتن النادي الاهلي فهم عارفين ان انا عندي اكسبيرينس عاليه تقدر تفيدهم في الملعب بس ساعات هم ليهم طبعا انت عارف كل الاولاد بيبقى ليهم عاوزين يختصوا بنفسهم شويه شويه يسمعوا شويه ما يسمعوش بعدين يرجعوا في الاخر يسمعوا الكلام بتاعي فدي حاجه جميله يعني منهم يعني فطبيعي كمان ويمكن هسال مازن في النقطه ديت ساعات وجود الاب كبطل من ابطال النادي الاهلي واولاده بيلعبوا في النادي بتسبب شويه ضغوط على اللعيبه نفسها وبتسبب شويه لازم يقوم بمجهود اكبر عشان بعض الناس او بعض ممكن يجي له بعض الكومنت انت موجود في النادي عشان خاطر باباك ده بيحصل في كره القدم اعتقد في جميع الالعاب فبالتالي بيبقى في مسؤوليه اكبر على حضرتك انك توجه بشكل طيب جدا وهو كمان عليه دور انه يتقبل انه كان بابا ليه اسم كمان بالظبط يعني. بالظبط فاحنا لازم 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 نبقى قد الاسم اللي هو عامله ده وفعلا ساعات الناس بتقول الكلام ده طبيعي طبعا انتوا بتعملوا ايه بقى وبابا بيقول لكم ايه في النقطه دي والله هو اما كان كمان هو المدرب بتاعي السنه اللي فاتت فده طبعا كان لود عليا كبير جدا ان انا لازم افضل طول السنه بمستوى واحد حتى لو يعني خلاص انا عارف السنه دي عشان تكون بتلعب بمجهودك كمان مش عشان بابا مدرب بلعب بمجهودي وانا كويس عشان كده بلعب مش بلعب عشان خاطر انا في ضغط اكبر ان انت ابن كابتن ياسر ابو بالظبط ده غير ان هو ابن كابتن ياسر بفتوح هو المدرب بتاع الفرقه كمان بتاعي كمان عارفه فحتى في الماتشات الصعبه او في الكريتيكال تايم انت بيختار احسن لعيب اتدخل شويه معلش انا اسف اتفضل لا اتفضل يا كابتن هو انا عملت لود جامد على مازن السنه اللي فاتت لما كنت ماشي في الفرقه هو معايا انا يعني هو لعيب عندي وفي نفس الوقت ابني دي معادله صعبه جدا صحيح اضطريت طبعا مش اضطريت انا كنت مجبر ان انا ابقى في لود ان هو زي اللعيبه هو بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يبقى ملتزم وحتى لو هو تعبان هو اول واحد موجود في التمرين عشان انا خاطر هو بيتعامل زيه زي اللعيبه الموجودين بل بالعكس انا جيت على مازن كتير السنه اللي فاتت هو وانا مدربه انا بشكره ان هو استحملني لان انا صعب شويه حضرتك اللي بتشكره يا كابتن ياسر والله انا اللي بشكرك لا هو المفروض اللي يشكر حضرتك استحملني كتير لا حضرتك استحملك كتير استحملني فعلا كتير بس حضرتك ما كنت يعني اكيد كنت يعني انا عارف الموقف بيبقى صعب وخاصه على حضرتك ان اللعيبه بتبص له طب انت هتتعامل معاه ازاي طب هو يعني هتعمل له معامله خاصه او لا وبالتالي حضرتك بتحط اللود عليه انه لازم يكون اول واحد موجود التزام موجود في كل مكان فاللود دوت ما حضرتك كنت بتقول له حتى بس ما بعد التمرين مثلا معلش انا دوست عليك في الحته ديت علشان جزء دي انا هو العيب عندي لا مش كده طبعا ال 20 لعيب بيتعاملوا معامله واحده صحيح ابني اخر حاجه ممكن افكر فيها لان انا عندي اولاد هم اولادي برضو الفرقه دي اولادي انا بعتبرهم اولادي واحنا في النادي الاهلي ما بنفرقش ما بين ابن ولعيب هم كلهم لعيبه بيمثلوا النادي الاهلي لازم يكونوا على قد المسؤوليه اذا كان ابني او غير ابني او لعيب معايا في الفرقه فده دي سياسه اللي موجوده في النادي الاهلي والحمد لله احنا يعني في النادي الاهلي ما فيش تفرقه بيننا وبين اللعيبه بنحاول نبقى في عدل عشان خاطر دي رياضه
طبعا كابتن ياسر بنشكرك على مجهودك الواضح ده ومجهود طبعا والدتهم، وتحياتنا الكبيره جدا ليها، وهم مسخره النادي الاهلي من بعد حضرتك طبعا يا كابتن ياسر. والنادي الاهلي احنا فخر، النادي الاهلي فخريين ايضا برضه. اكيد اكيد. شكرا جزيلا ليك يا كابتن ياسر. شكرا جزيلا لوجود حضرتك، ونكمل بقى حوارنا مع اولاد حضرتك علشان الموضوع هيخش في الجد شويه، لان مازن كان بيتكلم على نقطه مهمه جدا كنت بتكمل فيها، ان خلاص ان بابا قال لكم انتوا عندكم البيزك اللي هو الباسكت بول، ان دوت ممكن تعمل اي رياضه ثانيه بموهبه، يعني تنمي موهبه تبقى فرعيه مش الاساسيه بتاعت حياتنا بالزبط. يعني باسكت حياتنا، يعني هو مخلي ان الباسكت فعلا بيكملي سنه بقى من سن الدراسه والاكل والنوم لا ده الرياضه قبل الدراسه كمان. اربع سنين مثلا من سن اربع سنين، اربع سنين مثلا كنا خلاص احنا في النادي، فبنروح لسه طبعا برايفت بقى انت عندك الاكاديمي والبرايفت اللي قبل ما تخش الفرقه. أوكي. تخش فرقه وانت عندك 10 سنين مثلا. اتفضل كمل. لا اتفضل يا خلاص. لا لا يا مازن والله اتفضل. يعني بدات من سن بدانا اربع سنين لغايه اما خلاص كل واحد فينا جه في سنه ان هو جه مرحله سنيه يعني يقدر يبقى في فرقه. بعد كده بقى بدانا مع المدربين طبعا، كان ساعتها كابتن طاهر رجب كان هو اللي ماسك مدير قطاع الناشئين. بس طبعا احنا من زمان كان كابتن اشرف توفيق هو اللي ماسك الفيرست تيم في الباسكت، فمن اول لما بدانا الناشئين لغايه دلوقتي لحد دلوقتي يعني كابتن لحد دلوقتي طبعا انا بوجه له الشكر، ويعني هو احد الاسباب طبعا ان انا اطلع الفيرست تيم السنه دي. مدرب كبير جدا طبعا، بنتعلم منه وبنستفاد منه كل حاجه طبعا، بين الخبرات يعني الخبره يعني دي اهم حاجه في الباسكت، وهو يعني اول مدرب يعني يبقى في مصر نلاقيه المنتال بتاعه عالي قوي كده. بس في صوره كانت وباباك على التليفون اتعرضت دلوقتي من شويه وانت ماسك كاس وواقف جنبه بتتصور، عايز اعرف حكايه الصوره دي. بس نادين امبارح عملتوا مباراه قويه جدا انا تابعتها، وانت كنت متالقه وثريا كانت متالقه وحتى كايلا جايه من محترفين طبعا من الدبليو ام بي اي الامريكيه طبعا. فكلميني بقى عن المباراه دي، استعدتي انت ليها ازاي؟ كان ايه كواليسها؟ احنا انت عارفه طبعا ان احنا نص فرقتنا مصابين دلوقتي، فاحنا يعني الحمد لله بجد انا فخوره جدا بفرقتي ومبسوطه ان احنا عملنا جيم حلو كده واحنا نص فرقتنا مصابه، العيان واللي عنده حاجه في رجليه، فالحمد لله يعني ان شاء الله بقيه السيزون بقى الفرقه تكمل وهنبقى احسن من كده كمان، انا متاكده واثقه من حاجه زي كده. بس ان شاء الله. احنا واثقين كمان من البطولات. لكن ارجع لك بقى تاني وتقول لنا كمان انت لما طلعت الفريق الاول انت يعني تصعدت امتى، السنه دي ولا السنه دي اول سنه بتصعد مع الفريق الاول؟ استقبالي يعني دايما بنتكلم ان اللعيبه يعني الدخول للفريق الاول بيبقى فيه رهبه شويه وبيبقى فيه نوع من انواع الخوف والقلق انك داخل مع الفرقه كبيره. اوصف لنا برضو شعورك مع ان خلاص بدات تتصعد النهارده للفريق الاول و البطولات اللي جايه اللي ان شاء الله هتشاركوا فيها. هو لا خالص، هو لعيبه الفيرست تيم كلهم يعني احنا بيلمونا بيحاولوا اللي هم ما يبقوش فيه، انا حتى يعني احنا بنتمرن طبعا لعيبه كبار كلهم كباتن النادي الاهلي كلهم، بس برضه هم كانوا يا نصايح في التمرين ما تخافش، لا العب انت اعتبر نفسك بتلعب في فرقتك في العشرين. طبعا بتدي احترامك للعيبه الكبيره اللي في الفيرست، وبتدي احترامك ان انت بتلعب برضو بتمثل النادي الاهلي والفريق الاول، فلا ما كانش بيبقى فيه رهبه ولا فيه اي حاجه. ايه تاني البوزيشن بتاعك ايه يعني برضو عرفنا البوزيشن؟ انا بلعب بوزيشن 4 و5. 4 و5 اللي هو انا بقى 4 و5 يعني عندنا احنا ليبرو وسيرد باك. عندكم السله ايه 4 و5؟ بيفوت. ها سنتر. تحت الباسكت اللي بيلم الكوره ده. اوكي بالظبط. الطول طبعا يعني احنا دايما بنلاحظ وهاخد رايكم في النقطه ديت، يعني انا بتفرج على ماتشات الباسكت بلاقي دايما في واحد مش بالطول دوت، واحد دايما بيبقى بلاي ميكر قصير شويه، مش يعني مش قصير يعني البلاي ميكر هو اللي ممكن ما يكونش طويل قوي. عامه ما بيكونش طويل قوي، هو بيكون سريع مش شرط، بس هو يعني بيبقى عنده حاجات ثانيه يعني سريع. انت ما شاء الله طولك كبير. طولك كام يا مازن؟ 2 متر. 2 متر الله اكبر. وانت يا نادين؟ 187. 187 ان شاء الله. احنا بنتكلم عن بلاي ميكر، كان الكابتن طارق خيري طبعا من الناس طبعا يعني مميزه بلاي ميكر النادي الاهلي يعني طبعا كابتن طارق خيري يعني مدرب كبير طبعا
كان ماسك السنه اللي فاتت اللي قبليها ماسك الفريق الاول. كان فاز برضو بطوله افريقيا، كانت غايبه بقالها فتره عن النادي، مدرب كبير طبعا بوجه له الشكر والاحترام من هنا طبعا. بيقولوا ابنه كمان طالع صاروخ. طبعا كويس قوي. برضو هو مع مالك برضو في المنتخب، منتخب مصر دلوقتي هو 18 18 سنه. 18 برضو. طب ما شاء الله. نفس البوزيشن، نفس برضو بلاي ميكر، نفس الستايل ما شاء الله. شوتر قوي برضو كمان. انت يا نادين، مين معلش سؤال لنادين برضو، احنا دايما بنسال مين المدرب اللي انت تحس بيه ان هو لا هو اللي حطك على الطريق صحيح؟ طبعا بابا من خلال تعليماته، لكن في خلال مشوارك في الناشئين لغايه ما صعدتي وبدات تحصدي بطولات، تفتكر مين من المدربين؟ هو كل مدرب انا اتمرنت معاه اكيد استفدت منه بحاجه وخبره. كم مدرب تقريبا؟ كتير مشوارك. يعني لا من اول 10 سنين. كتير قوي. كل يعني كابتن لبنى قعدت مثلا من اول 10 سنين، كابتن احمد مناع، وبعدين كابتن لبنى من اول 14 سنه لحد 18 كابتن سنين. احمد ابراهيم برده تحفه، يعني كنت مبسوطه جدا جدا معاه. وبعد كده كابتن ايهاب الالفي بقى فيرست تيم، وكابتن علي هاشم. بس في كل مدرب بتحاولي تاخدي منه حاجه ايجابيه، يعني بتطلعي. استفدت طبعا من كل مدرب فيهم اكيد. طبعا اكيد طبعا. احكي لي بقى مثلا حكايه الصوره، انت كنت رافع كاس، ده كان كاس ايه؟ ده كان بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت. بطوله الجمهوريه. كان طبعا كان كابتن ياسر هو اللي بيدربك. لا هو بقى حصل، كانت خلاص احنا كنا بدانا السنه الجديده اللي هي السنه دي اللي احنا فيها دلوقتي. بس كان في بطوله لسه ما كملناهاش. ايه الصوره دي؟ كان في بطوله لسه ما كملناهاش، فكان حصل تغيير في الجهاز، كان كابتن اسلام علي هو اللي مسكنا، وكابتن بابايا مسك. كابتن ياسر الايه كانت بطوله ايه؟ الجمهوريه. تمام. وكابتن ياسر كان مسك بقى ال 18. بس فدي كان كانت بطوله الجمهوريه. يعني بطوله كبيره طبعا، يعني اكيد طبعاً كان في صعوبات قابلتكم طبعا. احنا كمان بطوله القاهره ما توفقناش وخدنا مركز ثاني، فكانت دي بطوله مهمه جدا يعني. وطبعا يعني كانت صعبه، بس خلاص بعد ما كنتوا قاعدين في البيت. بالظبط. كانت كمان بعد الاهم يعني، اعتقد بطوله طبعا هي كانت مهمه طبعا. لا الجمهوريه طبعا اهم. طبعا الجمهوريه عشان كمان فيها فرق على مستوى اعلى. صح. اكتر من فرقه يعني. بالزبط. مثلا الزمالك، سموحه، بتلعب هليوبوليس، الاتحاد. بالزبط. الجزيره، كل دي فرق. خلي بالك هما كمان كانوا لسه جايين من الكوارنتين وقاعدين. ما لحقناش اصلا، ما لحقوش كل الفرق، ما لحقتش اصلا تأهل قبلها كتير، فهم برافو عليهم ان هم كسبوها. كابتن اسلام علي طبعا السنه دي هو المدرب بتاعي، لم الفرقه في وقت اتمرنا اسبوعين بالظبط. بس اسبوعين بس. اتمرنا اسبوعين. وكان هو كمان ما كانش المدرب معانا من اول السنه، فيا دوبك هو اسبوعين ادانا سيستم نلعب بيه. طبعا بقى في عوامل كتير اللي هو نقدر نلعب في اسبوعين الفرقه كلها. صعب قوي مازن انك قاعد فتره طويله، وانا عارف ان كمان الفتنس بتاع الباسكت مختلف شويه على الكوره، بيبقى انك ترجع في خلال اسبوعين وتبقى فت، ده عايز شغل كبير من المدير الفني ومنكم كلاعيبه. طبعا طبعا كابتن اسلام حاول، يعني هو لعب يعني كان كل الشغل اللي كان على العامل اللي هو الاساسي طبعا في اي فرقه، اللي هو الروح، تبقى الروح كويسه ما بين الفرقه، والفرقه كلها شايله بعض. مش مهم انت، مش مهم السيستم، مش مهم الخطط، مش مهم اي حاجه، المهم خلاص انت غلطت زميلك يشجعك. بس دي اهم حاجه يعني في الفرق. دايما بنتكلم عن ان العامل النفسي ده خلاص بقى، يعني بالزبط. خلاص بقت اداه او عامل لازم هو يكون اهم حاجه. اهم حاجه في اي جيم صراحه. دي حقيقة. لو احنا عندنا اوفنس كويس وديفنس كويس بس ما فيش روح، مستحيل نكسب. ما فيش روح ولو ما فيش روح مستحيل. فدايما دايما فعلا الروح، ان الواحد يبقى عنده سبيريت، الفرقه روحها حلوه مع بعض، هتكسبي اي فرقه. اللي بيعمل ده المدرب ولا انتوا كلاعبات مع بعض؟ المدرب الاول في المقام الاول، وبعد كده اللعيبه مع بعض. هو العامل الاساسي قبل الفرقه، كابتن الفرقه يعني المدرب، وبعدين كابتن الفرقه. مين كابتن الفرقه كده؟ عندنا دينا. دينا صح. دينا جت لنا صحيح. هو في مواقف صعبه بتمر كتير جدا في بطولات، عملتوا بطولات وماتشات كتير جدا. دي انت ولا سرايا؟ دي انا. فعايز اسالكم على دور المدير الفني، بيبقى في الكريتيكال مومنت، تفتكروا في لقطات كنت متاخرين مثلا فيها بشكل كبير، وكان المدرب كان ليه دور انه يرجعكم تاني بالسبيريت والتعليمات من بره، انك ترجعوا تاني للمباراه وتكسبوها؟ تفتكروا بعض المباريات اللي مرت عليكم كده؟ احنا بالنسبه لي انا، الدوري اللي احنا اخدناه بعد الكورونا، بعد ما رجعنا من الكورونا، ده بالنسبه لنا كان صعب جدا. مش كان صعب، بس كان التاهيل ليه صعب، ان احنا
قدامنا وقت قليل جدا قبل ما نبدا الماتشات ونخش المعسكر، فعشان نجهز نفسنا، خلي بالك قاعدين بقالنا كتير قوي، عشان نجهز بجد الفيتنس اللي اشتغلوا معانا كابتن علاء العشري وكابتن احمد ابراهيم اسيستنت وكابتن جاد برضو اشتغل معنا. انا بتكلم على الناس اللي اشتغلت معنا في الدوري اللي فات، دوري اللي احنا اخذناه بعد الكورونا. تعتبر اصعب دوري ده يعني. بالنسبه لي بصراحه، لان ده اللي اشتغلنا فيه فتره قليله قوي عشان توقفتوا كتير. ايوه قعدنا كتير قوي فعلا. اتدربتوا بقى قد ايه لما رجعتوا تاني؟ شهر اظن، احنا قعدنا شهر بالظبط عشان نرجع السيستم ونرجع الفتنس ونرجع ان احنا نبقى نشتغل مع بعض، يعني افتكر اصلا احنا بنلعب ازاي مع بعض. نسيتوا ها؟ كانت دي اطول فتره في حياتك تقريبا، مش هتعدي تاني الفتره دي. دايما الاوف سيزون بيبقى شهرين او شهر. ايوه طبعا. انا بقى عايز اسالك على الجزئيه ديت، يعني في تفتكر من خلال ماتشاتك حتى على قطاع الناشئين، او تفتكر انكم مباراه كنت متاخرين فيها شويه وانت جوه الملعب بتحس حتى اللعيبه بينها وبين بعض لا احنا لازم نرجع ولازم نقف على رجلينا بشكل افضل؟ ده بيبقى عامل يعني اساسي طبعا. جوه الملعب بيبقى كابتن الفرقه طبعا، والمدرب بيبقى على البنج، لان طبعا بيبقى فيه تايم اوت، فالمدرب هو اللي بيديك الانطباع. هو لو متوتر اللعيبه بتتوتر، لو هو هادي و انت بقى بتحب المدربين الهاديين ولا هو يعني هو انت... الصح يعني انا بحب الصح. هو الصح اللي هو المدرب يبقى هادي، يعني يبقى هادي. طبعا، لان كل يعني الوقت ده بالذات بتبقى اللعيبه كلها كل واحد في دماغه عايز هو اللي يكسب الفرقه. فلازم خلاص احنا الكابتن الفرقه طبعا العامل بتاعه ان هو يلم الفرقه ويبقى لا يا جماعه احنا لسه الماتش بدري، لسه فاضل ايا كان التايم ايه، هو كده كده الماتش بيخلص في اخر ثانيه. صحيح، احنا خلاص قدامنا التايم ده، لا نقدر نعوض ونكسب. بس المدرب طبعا طول ما هو هادي، طول ما احنا خلاص الانطباع ايه، لا هنشوف البورد هيتشرح عليه ايه، ننزل ننفذ خلاص. ده كسبنا خسرنا دي حاجه بتاعت ربنا، بس احنا طبعا خلاص بنبقى كده كده بنلعب اخر، يعني دايما اخر ثانيه الماتش بيخلص. طول الماتش بقى احنا بنلعب ايه، يعني هو ده الماتش بتاعنا، بنلعب ماتش بطوله. كل اي ماتش حتى الماتشات الوديه احنا متعودين نكسب، فخلاص حتى الماتشات الوديه مطلوب منكم بالظبط. احنا ساعات فريق الكوره بيقول لك لما بيكسب مثلا الشوط الاولاني 3-0 4-0 خلاص الناس بتقول المباراه انتهت. السله مختلفه، يعني حتى لما بتتقدم بعدد نقاط معقول ما اعتقدش حتى جواكم انتوا تقول خلاص كده الماتش خلص، لان مفيش اصلا حاجه زي كده في النادي الاهلي بيرجع يعني بسرعه جدا. ان احنا في النادي الاهلي دايما بالظبط ما ينفعش نخسر حتى ماتش ودي، ففعلا زي ما بيقول احنا اي ماتش عندنا بيبقى كانه ماتش بطوله، ودي بقى ضعيف صعب سهل. لا انا بتكلم على نقطه الاستريس، يعني انا لو انا بلعب كره عندنا ماتش فكسبنا الشوط الاولاني 3-0 فخلاص بحس بنوع من انواع الراحه، جيت مريح. لكن ما اعتقدش انتوا الباسكت من اول ثانيه لغايه اخر ثانيه بيبقى فيه، لازم تكون مركز قوي والتنشن قوي، لان ممكن حتى لو متقدم البوينتس بتتعود بسهوله وبسرعه. يعني ده بيأثر عليكم في المجهود، يعني ده ليه تدريب، يعني ده جزئيه دي ليها تدريب، ان في تدريب انك يعني عمليه انك تستحمل طول الوقت دوت انك بتلعب برتم واحد ورتم سرعه، ليه تدريب معين بيحصل. يعني انا بشوف ده في فرقتي بصراحه، ان احنا دايما متعودين ان احنا نحافظ على السكور اللي احنا جايبينه، يعني دايما في التايم اوت كابتن علي مثلا لسه في الماتش اللي فات احنا مثلا يا جماعه كاسبين دلوقتي 20 بونت، مش عايزه اقل عن 20 بونت دول، حتى لو احنا عارفين احنا هنكسب في الاخر. لازم الماتش ده يخلص 35، الماتش ده يخلص 30. بيقول لكم كمان رقم يعني. ده بيفرق معانا جدا ان احنا نازلين، لا يا جماعه السكور ما يقلش، مش هنخسر او هنكسب، لا السكور ما يقلش. امبارح امبارح صح خلاص الجيم كام، 22 بونت تقريبا. ايوه هو دايما بقى في اي تايم اوت جماعه السكور ما يقلش عن كذا كده، فده احنا متعودين عليه بصراحه في النادي الاهلي عموما كمان مش فرقتي بس. صحيح، انتوا شايفين المنافسه، السؤال ليكم انتوا الاثنين، المنافسه السنه دي ازاي، يعني سواء رجال او سيدات يا مازن؟ احنا السنه دي طبعا عندنا فرقه الاتحاد، فرقه طبعا محترمه، يعني فرقه قويه من افضل الفرق موجوده في مصر بالظبط. هي السنه اللي فاتت طبعا كانت المنافس بتاعنا في الدوري، فهو اكيد يعني السنه دي ان شاء الله يعني نكسب البطولات كلها، بس هي فرقه محترمه برضو لازم نعمل لها حساب ويدعموا بشكل كويس برضو، عندهم لعيبه محترفه كتير يعني بالظبط. تستعدوا لها ازاي المنافسه القويه دي مع منافس قوي زي الاتحاد؟ والله يعني بنتمرن وبنجتهد وكده، والباقي ده بتاع ربنا، يعني هو مش مهم بقى اي حاجه تاني، المهم ان انت بتتمرن وبتعمل اللي عليك بس. لكن بقيه الحاجات دي بقى اللي هي التمارين وكده
فيتنس وباسكت وطبعا الفرق. نعم بتبقى اضافيه، في تمرينات اضافيه بتعملوها قبل الماتشات المهمه؟ طبعا. ايوه طبعا. معسكرات مغلقه، معسكرات برضو قبل المباراه بيوم بتروحوا في مش بيوم بس بتالت ممكن احنا فرقتي مثلا كابتن علي دايما يعمل لنا معسكر مغلق قبل الماتشات لو فاينل او مش فاينل، لو ماتش قوي يعني قبلها بثلاث ايام ولا حاجه لازم نتمرن على الارض اللي هنلعب عليها وبنتمرن الصبح وبالليل. ما بتبقاش الموضوع سهل يعني. وبالنسبه لك انت؟ بنخش طبعا برضو قبل الفاينلز بثلاث ايام او اربع ايام، بعد كده بنتمرن مثلا يومين او يوم في الملعب اللي هنلعب عليه الماتشات. وبعد كده بتفرق اصل موضوع الملعب، احنا واخدين عندنا مثلا في الكوره في الارتفيشال، في النجيل الصناعي وفي النجيل الطبيعي وفي لما يكون مطر. انتوا بتقولوا الملعب عشان يتعود عليه، مع ان الملعب في ملاعب مختلفه، في باركيه وفي ملاعب ثانيه بتختلف بالظبط. الحلقه نفسها بتختلف. الحلقه نفسها من ملعب لملعب. ازاي يعني؟ في حلقه مثلا بيبقى يعني الكره تيجي فيه تبقى ناشفه قوي، فانت تحتاج السنس بتاعك تلعب الكره، ما تبقاش رايح الكيرف مثلا اللي هو العلو بتاع الكره ما يبقاش عالي قوي عشان الكره ما تردش بره. اوكي كده يعني. في حلقه بتبقى واسعه يعني دي تلم الكوره، مش في حاجات ده مقياسات عالميه ماشيين زي بيبقى في طبعا، بس هو هنا يعني بيوسعوا يعني ويضيعوا على حسب مع ان ده غير قانوني المفروض يعني. طبعا هو في الماتشات طبعا اللي هي الفيرست تيم وكده، لا ممكن تلاقي في الاستاد مثلا اللي هي الماتشات اللي بتتلعب اللي هي بتاعه المنتخب او كده تلاقي الحلقات مظبوطه، الارتفاع بتاعها مظبوط، اللي هي الواسعه والضيقه دي مظبوطه يعني. اوكي انا عايز اسالكم، انتوا بتتابعوا كوره؟ طبعا بتتابع. وانت يا نادين؟ لا ما شفتيش ماتش من منتخب مصر مع توجو؟ لا طبعا ما شفتش ماتش المنتخب، بس متابع اهلي يعني. ما تابعتش ماتش المنتخب. المنتخب طبعا انا شايف انه عمل نتيجه اكتر من رائعه يعني، كان عليه ضغوط كبيره جدا الفتره اللي فاتت بعد مباراه القاهره، لكن مباراه العوده امام توجو خارج الارض كسب بشكل اكتر من رائع 3-1، عمل اداء جيد جدا رغم الصعوبات ورغم بعض الاصابات المفاجاه زي ما انتم عارفين، صلاح كان عنده كورونا وبعديه النني. فمعانا دلوقتي الكابتن احمد ايوب طبعا مدرب منتخب مصر. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن هاني، تحياتي ليك وتحياتي لسهام وضيوفك طبعا الموجودين معاك في النوارين الاستوديو طبعا يعني. مبروك يا كابتن احمد. حبيبي الف مبروك. الحمد لله مبروك لمصر كلها طبعا. لا مبروك طبعا، وعايزين نبارك لك في جزئيه معينه جدا على الاداء اولا، لان الاداء كان اكتر من رائع، وكمان على النتيجه، وكمان على التشكيل اللي كان فيه بعض المفاجآت وكانت مفاجآت إيجابية جدا. وخلينا بصراحة أنا بكلمك حتى يعني بشكل فني شوية. أنا هبدأ معاك من الآخر، هي كانت مفاجأة إيجابية بعد الماتش، إنما قبل الماتش كانت مفاجأة إيجابية لناس كتير قوي. لا طبعا يعني أنت دايما كل مدير فني وليه رؤيته، ويمكن أكيد أنت برضو تابعت، أنتوا كنتوا رايحين بلود عالي جدا وكان في بعض الانتقادات، في انتقادات يا كابتن أحمد أنت عارف الانتقادات بتخرج بشكل ممكن تدي روح إيجابية وروح أو دفعة للفريق، وبيكون في بعض الناس أو بعض الانتقادات بغرض ما أو ما بيكونش هي الغرض المفروض تكون عليه. فيعني بنقول لك مبروك، ويعني إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية كمان تكون أفضل بإذن الله. يعني طبعا أنا بحييك كابتن هاني، طبعا لعيب كبير ومدرب قدير، يمكن حضرتك طبعا كنت نجم كبير في النادي الأهلي ومنتخب مصر، يمكن انا عاصرتك وكنت بعتك على طول، وانت كنت بالنسبه لي يمكن مثل برضه اعلى، يمكن فرق الله يخليك صغير سنتين ولا حاجه، ولكن طبعا انت لعيب كبير ولعيب مهم في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولما احترفت بشكل كويس وكنت مدرب في منتخب مصر، فاكيد عارف يعني عارف ومقدر فعلا المكان طبعا صحيح، وعارف قد ايه الضغوط اللي بتكون على المدرب والمدير الفني والفريق، خاصة الفترة الأخيرة يمكن كان علينا ضغوط كبيرة جدا جدا من بداية ما اشتغلنا نتيجة الغيابات والإصابات، ويمكن الناس كانت مستعجلة، ولكن احنا كان برضو عندنا هدف كبير بنشتغل عشانه، ويتخللوا أهداف صغيرة بنمر بيها، يمكن الحمد لله خدنا الغرض من المراحل اللي احنا مرينا فيها، يمكن دلوقتي متصدرين المجموعة، ولكن يمكن اتعاملنا مع ضغوط كبيره جدا، وزي ما حضرتك بتقول في ضغوط ولازم يكون في ضغوط، ولكن الواحد وفي انتقادات طبيعي ان انا كمدرب لازم اتعامل معاها واتعايش معاها. كان ايه اصعب الضغوط اللي تعرضتوا ليها
وانتوا يعني اثرتوا ان انتوا لازم اكيد كنتوا تتعاملوا ولازم اكيد كنتوا تحتوا الموقف، واكيد اكيد تابعتوا يا كابتن احمد يعني الهجوم اللي تعرض له يعني الجهاز الفني لمنتخب مصر. لا يعني طبعا اكيد بنتابع، ولكن ما بيشغلش بالنا عشان يمكن يعني المدرب اضطر يركز مع فرقته، ولو شغل باله بالانتقادات واراء الناس مش هيركز مع الفرقه، ولكن احنا كنا مركزين مع الفرقه. انا بقول ان في انتقادات يعني، ولكن زي ما بيقول كابتن هاني في انتقادات متقبله وتكون ايجابيه وبتدفعك انك تشتغل، ولكن في انتقادات يعني لمجرد انتقاد او حب او كره او في اتجاه معين او في حاجه معينه، ده اللي بيبقى صعب جدا. ولكن ايا كان ما ينفعش نفكر فيها، لان انت بتشتغل في منتخب مصر، يعني اهم حاجه مصلحه المنتخب، بيعبر عن مصر كلها، بيفرح لما بيكسب الناس كلها بتفرح، لما لا قدر الله تكون في خساره كل الناس بتزعل. ما ينفعش نفكر في اي حاجه تشغلنا عن ربنا. ولكن تعرضنا لضغوط طبعا، تعرضنا كثيره جدا جدا، ولكن قدرنا نحتويها ونتعامل معاها. يمكن الفتره الاخيره يمكن احنا بدانا يمكن المعسكر، هرجع من الاول، يمكن المعسكر الاولاني خالص كان عندنا غيابات واصابات كثيره، ولكن الحمد لله اتعاملنا. وبعد كده جت فتره كورونا، اللعيبه يعني فتره طويله ما بتلعبش، ويمكن التجمع اللي كان في شهر 10 قلنا لا الدوري يكمل. واضح ان ده كان في مصلحه المنتخب، لان كان في لعيبه جهزت بشكل كبير وشفناها بشكل كبير وكانت موجوده معانا وبقى ليها دور. يمكن الدوري لو كان في كمل ما كانش لعيبه كتير، ممكن كان في لعيبه ما تبقاش موجوده. صحيح صحيح. فاتضح ان برضه كانت الرؤيه صائبه. لما خدنا عدد كبير وتعرضنا للانتقاد، يمكن شفنا بعض الاصابات والغيابات. احنا في الماتش الاخير يمكن السكور كان على قد اللعيبه الموجوده بالظبط، فواضح ان احنا برضه كانت رؤيتنا صح. وفي نقطه يعني كمان يا كابتن احمد برضه بشيد بيها ويمكن قلتها، ان كمان ان الكابتن حسام البدري يتنازل عن معسكر شهر اكتوبر، دي كانت اجنده دوليه، وبناء على رؤيه استكمال الدوري اللي انت طبعا بتاكد ان كان مهم جدا جدا لاعداد اللعيبه دي، انه كمان انتوا استغنيتوا عن معسكر اكتوبر لصالح الدوري المصري، يعني لصالح الدوري، وده برضه يعني حافظ على فورمه اللعيبه، وفي لعيبه يعني يمكن ادت بشكل كويس وبقت موجوده في المنتخب نتيجه استكمال الدوري، فده حاجات برضه كويسه. طبعا طبعا. يمكن الفتره الاخيره لما كنا كاملين وبدايه المعسكر وانضم لينا صلاح، طبعا صلاح قيمه وقامه كبيره لمنتخب مصر، وما كانش موجود معانا المعسكر قبل كده، وطبعا اضافه لينا قويه. يمكن احنا عملنا لحد دلوقتي حوالي 6-7 مساحات، يمكن اول مره يوم رحنا المعسكر اول ما اتجمعنا عملنا مسحه وكانت كلها سلبيه، وجئنا بالمسحه اللي هي قبل المباراه ب 48 ساعه، يعني ليله المباراه، يعني خلاص احنا صباح ثاني يوم بنلعب المباراه الاولى، فوجئنا ان صلاح مستبعد، طبعا مستبعد تم استبعاده طبعا. اكيد كانت يعني مفاجاه وصدمه كبيره جدا، اكيد فينا نفقد حد بحجم صلاح، وده لا يقلل ابدا من قيمه اللعيبه اللي كانت موجوده معانا، بشكرهم لانهم ادوا على اكمل وجه وكانوا رجاله واستحملوا ضغوط كبيره جدا. ولكن على الفور يعني الكابتن حسام عمل اجتماع مع اللعيبه واكد ان مصلحه يعني صحه اللعيبه اهم من اي حاجه، اكيد. واللي محتاج يعمل مسحه تاني، اللي حاسس باي حاجه، اللي حاسس انه تعبان محتاج يعمل حاجه زياده، لان ده احنا في المقام الاول والاخير اهم حاجه صحه اللعيبه وسلامتهم طبعا يعني. بس على الجانب الاخر كانت في لعيبه تالقت بشكل لافت كمان، يعني قفشه ظهر بشكل لافت للنظر، محمد شريف كمان يمكن اول مشاركه له مع المنتخب، فده كمان انتوا ليكوا دور فيه يا كابتن احمد عشان ما ننكروش يعني. لا طبعا طبعا، بس انا طبعا يعني بس الاحداث من بدايتها، يعني بقول الصعوبات اللي تعاملنا معاها واللعيبه كمان، ولكن اللعيبه كانوا رجاله وقالوا لا احنا يعني ان شاء الله نقدم كوره كويسه. انا بتكلم على كمان دي المكاسب يا كابتن، قبل طبعا ما ننهي وبنشكرك على مداخلتك، لكن كمان المكاسب اللي حققها المنتخب اول حاجه الست نقط، ثاني حاجه تالق بعض لعيبه كتير جدا جدا في المنتخب، زي ما حضرتك بتقول، يعني قفشه وشريف وطارق ورمضان وكل الناس، كل مش عاوز انسى حد، لان الناس كلها كانت رجاله وكانوا كويسين في مباراتين وخدنا الغرض. كمان انت يعني كابتن هاني يعني برضه ما تنساش حاجه مهمه جدا، انت في مرحله يعني تجديد دماء ودخول عناصر جديده في الفرقه، انت في كام عنصر جديد في الفرقه دخلوا وادوا بشكل كويس،
ممكن تبني عليهم الفتره الجايه زي شريف وديد. لا وكمان عندك منتخب اولمبي على اعلى مستوى كمان اعتقد ده التنسيق مع الكابتن شوقي، وانتوا عندكم ما شاء الله يعني قاعده دلوقتي بقت واسعه جدا من الاختيارات اللعيبه الصغيره في السن. شوقي في تنسيق كبير جدا جدا بينهم، بقول ان في عناصر كتير دخلت وظهرت بشكل كويس، وده برضو هدف من اهداف الكابتن حسام والمنتخب انه يبقى في عناصر جديده والفتره الجايه يتبني عليها المنتخب ان شاء الله. كابتن احمد الف الف مبروك، الله يبارك وان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق اكيد. شكرا شكرا كابتن احمد، شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. عايزاكم بقى تحكوا لي اطرف موقف حصل معاكم سواء في الدوري سواء مع المنتخب او حتى في المعسكر، تفتكري ايه اكتر لقطه كده تفتكريها لقطه يعني ما تنساهاش ابدا في حياتك؟ يا اول ما حصلت جريتي حكيتيها لبابا، يا بابا النهارده حصل كذا كذا يعني او ماما ماشي نحكي كل حاجه لبابا. لباباكي؟ تحكيش لمامتك؟ لا وماما طبعا، بس بابا بيتفق يعني هيكون فاهم اكتر لانه في اللعبة عدى بالمواقف كتير قوي في اللعبة. زي ايه؟ عندك حاجه انت؟ لا هي تحكي بقى. لا مش هقطعها طبعا، لازم احكي. بس انت اكيد عندك حاجه. لا لا انا مش عارف احكي. انت فاكر حاجه؟ قول يا مازن. هي اكيد مازن انت اكيد عندك يعني بلاوي. مش عارف اقول بلاوي. لا لا والله هو طبعا يعني في المعسكرات كثيرة احنا بتحصل حاجات كتير في المعسكرات ما تتكسفش عادي يعني. لا والله يعني من مواقف يعني اللي هي السنه اللي كان بابا ماسك فيها الفرقه فكان منبه علينا قوي ان احنا ما حدش فينا. السنه اللي فاتت منبه علينا قوي ما حدش ينزل من المعسكر عشان كنا في اسكندريه والدنيا بتمطر، فاحنا خلاص يعني احنا طبعا هنموت وننزل عادي يعني نتمشوا يعني نتمشى ونجيب حاجات ونطلع على طول. فروحنا اشترينا حاجات واحنا طبعا الفرقه كلها طبعا خايفه منه، وانا طبعا الفرقه واخداني معاهم ليه خلاص امان احنا امان هنروح ونرجع ولو حصل حاجه انت مازن اللي قلت لنا. انت اللي قلت لنا كمان انت اللي قلت لنا وانت اللي عايز الحاجات دي وانت شيل الشنط كمان عشان احنا نبقى معاك كده. بابا بقى روحنا ورجعنا بقى قافل علينا باب الفندق. الفندق جده كله كان مقفول والدنيا بتمطر علينا. عملت بنزق بقى الباب لقينا الحاجه سيبنا كلنا طبعا الحاجه وكله اخدها منهم اساسا اخدنا طبعا الحاجات طبعا كلنا كنا شاريين حاجات بتاعت الاسبوع بقى اللي احنا هنقعد فيه في المعسكر بقى. رحنا دخلنا لقيناه واقف على باب الفندق هاتوا الحاجه واطلعوا كده. وانت لم شنطتك فين؟ لا وتاني يوم الصبح لم شنطه هدومك وامشي. وفعلا انا طبعا يعني انا طبعا. ايه عندي بقى لا الم شنطه هدومي بيتكلم بجد مش عارف اروح اكلمه طبعا بابا بجد الم شنطه هدومي وعندنا بكره ماتش مع سبورتنج في سبورتنج ماتش مهم لميت طبعا شنطه هدومي كانت فاضيه بس انا كنت اللي هو يعني ايه باخد شنطه هدومي وماشي ونزلت واتمشيت شويه طبعا وانا طالع الفرقه بقى جابتك اكيد يعني طبعا الفرقه طبعا كابتن الفرقه اتصل بيا قال لي ارجع وكده بس مش انا لوحدي كنت انا وكم واحد. طب كويس عدت على خير الحمد لله عدت على خير. وانت يا نديل؟ لا مش عارفه والله المواقف كلها عادي يعني مفيش حاجه. انت هاديه كده؟ لا هم ممكن يكونوا بيبقوا مركزين قوي يعني دوري وكده احنا برضو ناشئين شويه بتبقى مركزين بس هم عندهم مصايب يعني دوري وكاس وكده. على مستوى يعني المنتخبات كمان يعني احنا ساعات كابتن جوهري كان بيبقى انت عارف حازم جدا جدا في الحاجات ديت بس كابتن جوهري كمان بقى كان بيعين واحد على البواب اللي هيخرج بعد الساعه 9 طبعا كنا مثلا متعشى الساعه 8 الساعة 9 يدينا ساعة وبعدين من الساعة 10 كله في الأوضة فبيبقى محاطط حد على طبعا على الأسانسير الأول واحد وبعدين على البوابة واحد وبعدين واحد ورا السور كمان واحد فاللي كان بيخرج كان حصل نفس الموقف كنت أنا برضو حسام حسن زهقنا فرايحين نشتري جرايد يعني الجرايد حصل برضو موقف في تاني يوم كانت مشكلة لأن هم بيخافوا أولا بيبقى مسؤولية أصلا كمان عليهم مسؤولية فده كمان علشان وخاصة أنت كمان يعني ابن المدرب فهو بالتالي ممكن يقرص عليك أنت أكتر يعني طبعا. ولاد المدرب الكبير ياسر بن فتوح وكنت بتقوله في اول الكلام ان هو مثلكم الاعلى مين على المستوى العالمي يا نديم بتحب تتابعيه مين مثلك الاعلى؟ قول لي خششني خششني احنا نسحب السؤال احسن ايوه انت يا مازن ليك يعني مين طبعا ام بي اي وكده يعني ولا عالمي على المستوى عالمي ليبرون جيمس طبعا كاير ايرفينج في مين تاني طبعا لعيبه الام بي اي كلهم يعني نفسنا نبقى زي واحد فيهم نفسك في يوم من الايام. نفسك تحترف يعني من طموحاتك انك اكيد تلعب طبعا مع الفريق الاول تحقق نجاحات
لكن مستوى الاحتراف صعب للاعيب كره الباسكت انه يحترف في دوريات اوروبيه مثلا ولا ممكن؟ هو مش صعب، هو طبعا هو ممكن لا يعني هو طبعا حلم اي لعيب في مصر ان هو طبعا يسافر بره يحترف وكده، مش بتبقى صعبه. ممكن تسافر في امريكا مثلا تلعب في دوري الجامعات وكده، دوري الجامعات بس طبعا ده بيجي طبعا عن خلال سكولرشيب بالظبط، او طبعا بيبص دايما على اللعيبه بتاعه المنتخب كده يعني. بس نتمنى التوفيق لكم بجد، شرفتونا ونورتونا ومزيد من البطولات ان شاء الله وسلمونا على مالك كمان ومالك كمان ربنا يوفقه في مهمته كمان بالتوفيق مع منتخب مصر ان شاء الله. نورتونا وشرفتونا في البطولات. شكرا لكم. شكرا لكم. طيب بعد الفاصل حوار في نقاط او ملفات كبيره جدا مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي دكتور محمد سراج الدين. الفقره الحواريه الاخيره في البيت الكبير، مشرفنا عضو نشط جدا 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 في مجلس اداره النادي الاهلي دكتور محمد سراج. هنتكلم معاه على، لو كنا بنتكلم على انجازات الكره لكن في انجازات كمان على مستوى الانشاءات، على مستوى الخدمات اللي بتقدم للجمعيه العموميه بشكل اكتر من رائع، وملفات كتيره جدا جدا هنفتحها مع طبعا نجمنا النهارده طبعا محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي. محمد دكتور محمد بنرحب بيك، اهلا بيك في البيت الكبير. اهلا بحضرتك كابتن هاني، واهلا بيك سام، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. منورنا دكتور محمد. خير ختام ليوم الخميس مشرفنا النهارده، اكيد في ملفات كتيره جدا هنفتحها مع دينامو النادي الاهلي وصوت الشباب زي ما بيتقال عليك من اول الحمله الانتخابيه. صحيح صحيح. مطلعين عليك يعني ايه صوت الشباب جه منين بقى؟ ده غير ان انت يعني صغير في السن اكيد، وفي تقرير هيعرفك بالساده المشاهدين عامه يعني بشكل عام، بس قول لي صوت الشباب ده جه منين؟ اخترت كده ليه؟ والله انا لا، مش انا اللي اخترت والله. هم اللي اخترت. يعني بالعكس انا يعني بعتز يمكن بموضوع صوت الشباب ده، ويمكن هو ده طلع في وقت الحمله زي ما انت قلتي فعلا، وقت الانتخابات طلع من الشباب اللي في النادي. يعني احنا كان الحمد لله كان معانا قطاع كبير قوي من الشباب، كانوا واقفين ورا القائمه بتاعت كابتن محمود الخطيب، وكانوا سند كبير للقائمه، وكانوا واقفين معانا بصراحه لقناعاتهم يعني ببرنامج كابتن محمود الخطيب وبالاعضاء القائمه. ففي الندوات اللي احنا فيها وبنطلع مثلا بنتكلم، كل واحد بيقول افكار المجلس والبرنامج الانتخابي بتاعنا ايه وكده، كان عندي انا شويه يمكن افكار شبابيه شويه، او يعني هنتكلم على لجنه الشباب والكذا. فده يعني يعني من الكلام وكده طلع الاسم، يعني ما كانش مترتب او ما كانش، فلقيته طلع من الشباب اللي في النادي واعتزيت بيه يعني، ولحد دلوقتي موجود يعني الحمد لله. بس ده خير يعني، خير مثال زي ما بيقولوا كده للشباب الحقيقه يعني، وخير قدوه الحقيقه. دكتور محمد سراج سي في كبير جدا، هنعرف جزء منه في التقرير ده في البيت الكبير اللي احنا محضرينه له، ونرجع تاني نكمل حوارنا في ملفات متعدده جدا. واحد من جيل الشباب الذي يحمل هم الأهلي على عاتقه، ويجري في دمائه عشق القلعة الحمراء والحرص على خدمة الكيان ورفعة شأنه والدفاع عنه بكل قوة وشراسة في أي مكان وزمان. إنه الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والدينامو النشيط والمتوهج دائما في الكثير من اللجان والمهام داخل النادي تحت إشراف مجلس إدارة الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب. ولد محمد زكريا عبيد سراج الدين في 3 يونيو عام 1986 بحي المعادي، وتخرج من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية عام 2004، وعمل معيدا بقسم هندسة الإنشاءات إلى أن أنهى رسالة الماجستير الخاصة به بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وارتقى لمنصب مدرس مساعد بالجامعة. كما حصل محمد سراج على الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة ريال مدريد عام 2016، كما نال سراج جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر ميونخ الأكاديمي الدولي عام 2018،
واختاره نادي ريال مدريد متحدثا في مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم ممثلا عن مصر وإفريقيا عام 2018، فضلا عن أنه مثل النادي الأهلي عام 2019 كمتحدث رسمي في مؤتمر ويمبلي للاستادات، وكان الأهلي النادي العربي والإفريقي الوحيد بالمؤتمر العالمي الكبير. تولى رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات عام 2019، كما تم تكليفه عقب فوزه في الانتخابات من قبل مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الشباب بالنادي، وشارك في تعديل لائحة أعضاء النادي الأهلي الجديدة. وتوالت ثقة مجلس الأهلي ومحمود الخطيب في محمد سراج، فتم اختياره رئيسا للجنة ملف تعديلات استاد الأهلي وي السلام عن مجلس الإدارة، ورئيس لجنة وضع تصور رؤية استاد النادي الأهلي الجديد، وعضوا بلجنة شركة استاد الأهلي، وكذلك رئيس للجنة متابعة جراج النادي الأهلي بمدينة نصر عن مجلس الإدارة. ولم تتوقف الثقة في محمد سراج عند حدود النادي الأهلي، بل نال ثقة مسؤولي الرياضة المصرية كلها بوجه عام حينما تم اختياره عضوا باللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة للشباب والتي أقيمت في مصر عام 2018. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، مشرفنا النهاردة الدكتور المهندس محمد سراج. طبعا ده وحاجات كثيرة جدا حصلت يمكن في فترة قصيرة جدا، لكن انت يمكن انا عايزة ابتدي باخر حاجة. انتوا راجعين النهاردة من الافتتاح البوابة الكبيرة جدا اللي شاهدناها يمكن حتى على قناة النادي الاهلي، انت لحقت تيجي الاول يعني لحقت تغير وتيجي ولا جيت كده ولا روحت ونزلت تاني وجيت؟ كلمنا عن ده محمد، ده تم في وقت قد ايه وانت بتقول ان ده كان الهدف الاول؟ تمام. مش كده؟ بالنسبه للمنشآت يعني ولا المنشآت انت عايز ابتدي باخر حاجه؟ احنا طبعا يعني برنامج القائمه الكابتن محمود الخطيب كان متضمن يعني كذا شق، وكان شغالين على محاور كتير جدا. هو برنامج عائله الاهلي كان في شق منه اللي هو الخاص بالانشاءات النادي، وفي شق خدمي طبعا الاعضاء اللي هو متضمن اللجان والخدمات بقى في النادي من المنافذ والمطاعم وخلافه، وفي طبعا الشق الخاص بالنشاط الرياضي وشق تسويقي واستثماري. فكان عندنا كذا محور ماشيين عليه يعني. يمكن المنشآت خدت دور شويه الفتره اللي فاتت، اشتغلنا عليها بشكل كبير، عملنا كذا حاجه سواء في الجزيره او في مدينه نصر او في الشيخ زايد. يمكن زي ما انت قلتي النهارده النهايه بتاعه اليوم كانت افتتاح البوابه في فرع الجزيره او في مقر الجزيره. فطبعا البوابه دي يعني ممكن ناس كتير تاخد الموضوع ان هي بوابه، تقول لك مثلا دي بوابه. ايوه في ناس تقول لك ايه يعني عاملين بوابه يعني ايه. لكن هو الموضوع ليه شق اكبر من كده بكتير. بالنسبه لبوابه النادي الاهلي انت بتتكلمي في حاجه، ده يعني الواجهه الخاصه بالنادي الاهلي، يعني دي واجهه النادي الاهلي لاي حد بيعدي من قدام النادي او اي حد بيخش النادي، او سواء من الاعضاء او غير الاعضاء او الناس اللي بتعدي من النادي او الوفود او الزيارات اللي بتجي لنا. دي واجهة النادي، ان انت تبقي عامله حاجه تليق او تعكس شخصيه النادي الاهلي من اول الباب بالظبط. يعني انت شايفه شعار النادي الاهلي موجود، النسر موجود، النادي القرن مكتوبه في اللوحه اللي جنب البوابه، اللون الاحمر طبعا اللي بيميز النادي بالزبط الاهلي بالظبط. فانت الحاجات دي كلها كانت مخطط ليها من البدايه، برضو في البرنامج القائمه لكابتن محمود كان مخطط للكلام ده كله، ان احنا نغير الشكل العام بتاع الاسوار وبتاع البوابات، واجهه النادي الاهلي في سواء في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد. وفعلا احنا في يعني في مدينه نصر عملنا الحمد لله مدينه نصر كانت رائعه برضو، لان النسر كان واخد بوابه اكتر من رائعه، بوابه جميله جدا. وزي انت ما تقول يا دكتور، هو الغرض انك الناس حتى ماشيه من بعيد تقول لك ده هناك ده النادي الاهلي، شخصيه بالزبط. النادي الاهلي، اللون، اللوجو بتاع النادي الاهلي، حاجه تليق بالكيان. وكمان عايزك لجزء كمان مهم جدا، سور نادي فرع نادي الجزيره يعني حتى دي النقطه الثانيه اللي اتكلم حضرتك فيها، ان هو احنا كان في يعني شقين. الشق الاول ان انت بتعكس شخصيه النادي وبتعمل حاجه تليق بالنادي الاهلي،
وفي مدينه نصر يمكن في النسر، وده هيبقى موجود في البوابه بتاعه المعلمين اللي هي البوابه ناحيه المستشفى المعلمين. بوابه المعلمين دي ان شاء الله هنشتغل فيها على طول برضو، يعني على طول هيبدا شغل فيها اليومين الجايين ان شاء الله. وهتبقى دي واخده شكل يعني عشان ما فيش مساحه، كان في البوابه قدام المرسى في النيل مفيش مساحه قوي ان انت كنت هتعمل النسر. مظبوط. فاحنا هنعمل النسر بالشكل المجسم ده زي ما عملناه في مدينه نصر، هنعمله في البوابه بالظبط مع نفس الديزاين بتاع البوابه بتاعت كده. ده اللي دي مدينه نصر تقريبا هتبقى كده، بس البوابه مش هتبقى واخده الكيرف ده قوي، هتبقى زي بتاعت الجزيره اللي لسه معموله النهارده، بس النسر هيكون موجود. هيتم الانتهاء من البوابه دي امتى؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنشتغل فيها على طول، ممكن على ممكن شهر فبراير او حاجه تكون باذن الله جاهزه يعني وخلصت يعني. بس الاسوار يعني الاسوار واخد الاسوار بقى دي احنا حتى قلنا نستغل الموضوع بشكل تسويقي، يعني انت الموضوع ليه يعني شقين، الاستفاده اللي احنا بنعكس شخصيه النادي، والاستفاده الثانيه ان انت ده عائد استثماري. مظبوط. وعائد تسويقي بيجي لك، يعني دي مثلا شكل البوابه قبل ما تتجدد. يعني احنا قلنا شكلها في دي قبل كنت بقول في الانترو ان احنا معانا صور يعني ده ما قبل يعني بيفور ان افتر ده متغير تماما. يعني ده شكل بقى يا ريت جواه بعد هتشوف ايه قبل ده ايه الاول ده طبعا البوابه قبل البوابه الخلفيه اللي هي عند الملاعب مش الرئيسيه. تمام. بالاسوار دي طبعا شكل الاسوار الجديد ده بعد دي احنا دخلنا في ده حاجه ثانيه، ده نادي الاقصر لا دي طبعا كلها لقطات من نادي الاقصر. لكن طبعا الاسوار والبوابات الاسوار احنا استغلناها اعلانيا وداخله من ضمن ده البوابه اهي. دي البوابه اللي بعد ما اتجددت. الاسوار احنا دخلنا حتى الاسوار في المجموعه الاقتصاديه النادي الاهلي موجوده فيها، وليها عائد سنوي النادي الاهلي بياخده من ورا الاستغلال الاعلانات اللي على الاسوار دي بنراضي بالظبط. فاحنا في نفس يعني انت استفدت حاجتين، استفدت تغيرت الشكل بشكل يليق، انت اكبر نادي في مصر وافريقيا فلازم يبقى الواجهه بتاعتك تليق بيك، ما ينفعش يبقى المنظر اللي احنا مثلا شفناه كان شكل الاسوار عامل ازاي ولا البوابه كان شكلها عامل ازاي، يعني ده ما ينفعش للنادي الاهلي. فعشان كده احنا من اول يوم من قبل ما نيجي قلنا لا ده لازم يتغير، لازم نعمله بحاجه طليق، وفي نفس الوقت نستفيد استثماريا وتسويقيا من الاسوار دي ان احنا نعمل عليها اعلانات. وفعلا دخلت من ضمن المجموعه الاقتصاديه واجنست رقم معين النادي الاهلي بياخده كل سنه. حلو. فقدرت تحقق المعادله دي الحمد لله، وقدرت بقى تنفذ. يعني اهم حاجه ان انت ما بتخطط لحاجه في البرنامج الانتخابي وبتوعد بيها الناس، التنفيذ بيبقى غير الافكار وغير يعني بيبقى مجهود اكبر بكتير. التنفيذ بيبقى صعب يا دكتور. صعب طبعا لانه انت مش يعني الناس بتبقى متخيله مثلا ان انت خلاص فكرتي كمجلس اداره فبتنفذي برضو كمجلس اداره بدون يعني جهات اخرى. لا احنا بقى في موافقات كتير جدا عشان صعبه عشان تاخد التراخيص بتاعه الكلام ده، عشان تستغل الصور دي في اعلانات دي ليها موافقات كتير صعبه، عشان تعمل البوابات دي برضو ليها موافقات مش سهله. يعني بدليل ان في يعني قبل يعني من زمان كانت الحاجات دي مفروض او يعني كان في تفكير ممكن انها تتعمل، لكن كانت صعبه شويه الموضوع. بس انتوا كنتوا حريصين في مجلس الاداره ان البرنامج الانتخابي او البرنامج اللي حطيتوه ايام الانتخابات انه يتحقق في مواعيد كمان، يعني احنا دايما بنشوف بنشوف احنا هنعمل، لكن الامور ما بتوصلش لدرجه انه الناس بتصدق بمعنى صح. فاعتقد النهارده الحاجات اللي اتعملت النهارده ملتزمين كمان بمواعيد البرنامج الانتخابي ده كان شيء مهم جدا جدا يا دكتور. بالظبط يعني يا كابتن هاني، هي كانت كل حاجه مخطط ليها ان انت بتعملها في وقتها. يعني في حاجات قلنا هنبدا فيها فورا مثلا في البرنامج، في حاجات قلنا هنبدا فيها مرحله ثانيه مرحله ثالثه وخلافه. احنا النهارده مثلا لو هنستعرض الحاجات اللي خلصت، انت في الجزيره الحمد لله خلصت البوابات الاسوار الاسوار يعني فاضلك البوابه الثانيه. ارضيه الصاله المغطاه اتغيرت طبعا، دي كانت برضو بتشكل مشكله كبيره لكل الفرق الرياضيه في النادي، دي اتغيرت الحمد لله. المدرج التتش يعني التتش طبعا اعتقد اتعمل فيه شغل كبير جدا جدا انا كنت بشوفه من زمان كنت يعني بلح يعني حاجه مختلفه خالص. كان اكيد التجهيزات اللي كانت موجوده طبعا يعني ما كانتش طليق برضو زي نفس الفكره اللي بنقولها ده حقيقي. هنا واقفين فين يا دكتور؟ ده هنا في المدرج التتش في الدور الثاني بتاعه. ده التجهيزات بقى بتاعه الدور الثاني دي ان شاء الله برضو هتبقى جاهزه. دي كانت اتبنت من اول وجديد صح؟ هيتم تجديدها دي؟ لا هي دي يعني احنا كان عندنا المنطقه دي اتبنت كلها يعني كانت موجوده يعني بس ما كانتش في اي تشطيبات ولا في اي شغل فيها ولا في كانت مهجوره يعني يعني بالظبط. فاحنا بدانا من الدور الارضي خالص، ده اللي اتعمل فيه تجهيزات الفريق الاول غرف الملابس السنه اللي فاتت
غرف الملابس بقى بالساونا بالجيم بالتجهيزات الرياضيه بالتجهيزات بكل حاجه الطبيه كل حاجه ده اتعمل حاجه كده يعني برضه بروفيشنال في الاول الدور بقى الثاني والثالث احنا بنعمله للفرق الرياضيه اليد والسله والطايره لان هم برضه ليهم الغرف الملابس بتاعتهم والمكاتب وكده برضه ناحية المدرج القديم فدي برضو يعني خلاص يعني المدرج ده أصلا المفروض إحنا المرحلة التانية الكلام ده كله هيتهد خلاص المدرج القديم اللي هو الجزء اللي هو اللي عند الجزء اللي تحت المدرج اللي تحت المدرج القديم ده كل ده كل ده خلاص كل ده هيتفور يعني كل ده هيتهد تمام إن شاء الله بلاند يعني إن إحنا نعمل كده وهنبدأ نشوف هنعمل إيه نستغل المنطقة دي إزاي بما يخدم أعضاء النادي ويكون حاجة يعني تكون إضافة للنادي الأهلي فبنجيب كل الفرق دي الناحية التانية عند المدرج الجديد تمام فالمدرج الجديد زي ما حضرتك شايف هم الثلاث ادوار عملنا دور للفريق الاول والدورين دول هيبقوا للفرق الرياضيه الاخرى فيها برضو كل التجهيزات كل برضو زي ما استعرضنا كده الغرف الملابس المكاتب الاداريه للمديرين الفنيين الكلام ده كله هيبقى جاهز يعني ان شاء الله خلال يعني شهر من دلوقتي هتلاقي خلال شهر من دلوقتي باذن الله طب كويس جدا المستوى يعني الطفرة الإنشائية اللي حصلت وانت كنت بتتكلم دلوقتي عن مدى الصعوبات اللي واجهتكم ان ده بيحصل للناس حقيقي وبيتصور كده في دقايق بس ده قبليه مجهود ووقت ويمكن صعوبات كتيرة جدا الطفرة الإنشائية دي كمان حصلت في وقت قليل قوي وانتوا يمكن عائلة برنامج الأهلي يمكن مش عارف يمكن البرنامج الوحيد اللي انتوا قدرتوا تحققوا فيه يمكن 80 او 85% تقريبا انجزتوا كم في المية من عائلة برنامج يعني الاهلي؟ انا هقول لك انا يعني استكمالا بس للموضوع التتش عشان نخلص الملف ده احنا كان عندنا في برضو حاجتين الاضواء بتاعت او الكشافات بتاعت الملعب يعني ملعب الاضاءه الاضاءه بتاعت الملعب برضو ضعيفه جدا بتاعت ملعب التتش فدي ان شاء الله برضو هتتغير بالكامل هتتعمل حاجه حديثه جدا وحاجه برضو تكون فيها اضاءه قويه عشان المباريات الوديه اللي بتتلعب للفرقه بالليل والكلام ده كله يبقى برضو تدريبات كمان بتبقى بالليل فاللعيبه بتبقى بالزبط يعني بالظبط ده برضو ده, ده 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 هيتغير المرحله اللي جايه ان شاء الله يعني برضو خدنا بيه يعني قرار مجلس اداره يمكن في الحته اللي ورا دي يعني لو هتبقى عارفها كابتن هاني الحته اللي ورا المدرج ورا المدرج الجديد ودي ليها بوابه داخل ايه يعني في شارع ضيق شارع النادي دي برده مهجوره خالص الحته دي مساحه كبيره وفي يعني برده فيها مساحه يعني مفتقده كانت مفتقده يعني. فدي احنا بالنسبه لنا المساحه دي بنجهزها برده هنوضبها جدا وهنجهزها ان هي تبقى باركنج للعيبه ده حاجه برايفت ليهم بحيث ان هم بدل ما بيركنوا مثلا بره وبيخشوا النادي في خصوصيه ليهم ده لازم حفاظا على يعني الفريق فلازم يعني هيبقى في حاجه خاصه ليهم باركينج يخشوا منه بعد كده يبداوا يخشوا بقى على الغرف الملابس بتاعتهم ده مهم حاجه مقفوله فدي بتتجهز برده الفتره اللي جايه دي موضوع الارضيه برده ده شق فني يعني ده بيطلب من يعني وانس ان هو بيطلب لسه هقول لك برده يا دكتور لان يعني ده كان شيء مهم جدا كمان كل اللي حضرتك بتتكلم عليه مهم قوي كان كمان ارضيه الملعب كمان جزء فني مهم جدا هتساعد اللعيبه وتساعد يعني وتساعد الجهاز الفني ويطبقه بشكل كويس كان بيقولوا برضو شويه اصابات بسبب الملعب لا هو بص انا هقول لحضرتك يعني هو ده يعني احنا لازم نبقى ماشيين بسيستم النادي الاهلي ان انت الكوره بتدار بشكل ليها يعني اللجنه الفنيه لكره القدم وتحت اشراف الكابتن محمود الخطيب وعندك المدير الفني طبعا والمدير الاداري يعني الكوره ليها ملف مع يعني ليها بالظبط كده فانت يعني المواضيع دي بتبقى مواضيع فنيه ان انت بالزبط. مثلا هتقول تغيير ارضيه التتش او كده ده لازم بيجي مطلب من المدير الفني والكابتن محمود واللجنه الفنيه ما بيتاخروش يعني ومجلس الاداره مش هيتاخر ان احنا لو في طلب بحاجه زي كده لان احنا يعني اوريدي دارسينها والمجلس الاداره دارسها وعندنا ليها اكتر من عرض واكتر من شكل ومدروسه لكن الوقت يعني انت يعني انت بتحتاج ان انت في الوقت المناسب اللي هتغير فيه لان انت عم تغير انت بتشتغل طول السنه تقريبا شهور فمحتاج تروح في مكان ملعب تاني خالص بالظبط فعشان تروح في ملعب تاني خالص دي برده سهله يعني تتجهز يعني من بس عايزه تحضيرات وعايزه لكن يعني هي لازم بلاني. يعني قصدي اقول ايه يعني ده بيبقى حاجه فنيه بحته طبيعي. يعني زي ما يجي مثلا مدرب يقول لك انا عايز اللعيب ده انت مش مجلس اداره اللي بيحدد اللعيب مش هو اللي بيقرر في لجنه كوره لجنه فنيه مدير الفني ده اللي بيحددوا المطالب الفنيه للفرقه فده جزء من
المطالب الفنيه. واحنا كلنا ثقه يعني كمجلس اداره بصراحه في الرؤيه اللي ماشي بيها اللجنه الفنيه لكره القدم. ويعني في تطور جامد جدا حصل في القطاع ده حقيقي. مش بس يعني في الفريق او في اللعيبه الجداد اللي بتيجي، لا انت برضو في كل القطاعات اللي بتخدم الفريق الكوره او قطاع الناشئين او هنتكلم في ملف ده اللي يخليني فده كله يعني يعني قصدي اقول ان ده جزء من الموضوع ده وان شاء الله في الوقت المناسب لما يجي بيه الطلب يعني مش هنتاخر ان احنا نعمله. دكتور هكمل يعني. بس عايز اسال كنت بسالك عن برنامج عائله الاهلي كم تم انجاز كم في الميه فيه من وقت الاعلان عنه؟ يعني انت احنا في برنامج عائله الاهلي عندنا حوالي 80% تقريبا تم انجازهم يعني. ولسه طبعا عندنا بعض الحاجات اللي احنا برضو شغالين عليها دلوقتي يعني اللي انا يعني انا حكيت في حاجات في الجزيره مثلا احنا شغالين عليها وفي حاجات مدينه نصر برضو هنشتغل هنحكي فيها والشيخ زايد فالكلام ده لما يخلص هتلاقي وهتخلص في وقت قريب تقريبا 15% هيخلص يعني لا عندنا حاجات يعني عندنا في حاجات ثانيه لسه ما بداناش فيها برضو يعني هنحكي فيها النهارده بس يعني لكن احنا بنشتغل يعني بقوه جدا ان احنا ننجز كل حاجه وعدنا بيها الناس في البرنامج بتاعنا. تعالى نروح لمدينه نصر لان كان برضو مدينه نصر شهدت انا في رايي برضو طفره كبيره جدا ويعني الخدمات اللي اتقدمت هناك. وخلينا نتكلم على جزئيه مهمه جدا كانت قلق الناس، عمليه الباركينج. البارك كان صعب جدا وعمليه الجراج ده كان من مطالب الجمعيه العموميه هناك في مدينه نصر. ايه الانشاءات المميزه اللي تمت في فرع مدينه نصر لغايه دلوقتي؟ انت اللي كنت مسؤول عن الجراج. لا المسؤول الاول عن جراج مدينه نصر عايزين على الركبه بتاعتك بالظبط. لا احنا لسه الجراج ده بيبدا يعني ان شاء الله يعني الجراج ده بيبتدي. احنا في مدينه نصر برضو خلينا نقول ان في انجازات برضو تمت قويه جدا في مدينه نصر من في الحته الانشائيه، من منطقه المطاعم اللي اتعملت جوه في النادي في الفود كورت جديد بالكامل اتعمل 12 مطعم على اعلى مستوى اتعملوا حاجه كواليتي عالي جدا. منطقه ترفيهيه برضو اتعملت بشكل كويس جدا. الموضوع الاسوار والبوابات احنا اتكلمنا فيه مظبوط حتى الاسوار برضو احنا يعني برضو داخل فيها عمليه الماركتنج انها هتتسوق طبعا طبعا كل ده لازم ده انت هتستغل الكلام ده كله خاصه انت في منطقه كمان حتى اسوار اللي على طريق النصر دلوقتي شغالين فيها دلوقتي وهتتعمل حاجه محترمه جدا يعني. حلو قوي ويعني شغالين برضو في نفس الوقت كده زي ما سهام بتقول في موضوع الجراج يعني احنا خلصنا يعني الحاجات اللي بحكيها دي حاجات خلصت. يمكن اللي شغال دلوقتي موضوع الاسوار اللي في طريق النصر ده اللي شغالين فيه حاليا مع الجراج. الجراج ده طبعا كان طول الوقت هو مطلب يعني من زمان طبعا مدينه نصر بصراحه انا برضو حابب يعني اثني برضو في احنا بنشوف اللقطات دي مستشار الهندسي للنادي الاهلي مهندس سامح علي كامل. راجل بصراحه يعني هو اللي يعني بيتابع وبيشرف على ملف الانشاءات دي كلها من مجلس الاداره وفي الفروع المختلفه للنادي. عنده طبعا يعني فريق عمل بيتابع حد في الجزيره حد في مدينه نصر حد في الشيخ زايد فاحنا بنجري في كل حته في نفس الوقت لان احنا الحمد لله منظمين العمليه دي. مجلس الاداره منظمها بشكل ان احنا بشغالين كله في توقيت واحد فده برضو انا حابب استغل الفرصه دي ان انا اشكره يعني على مجهوداته معانا الفتره اللي فاتت دي في كل الملفات الانشائيه. على المستوى ثلاث فروع يا دكتور طبعا طبعا يعني هو مستشار هندسي مجلس الاداره. انا في ملف الجراج انا متولي مكلف من المجلس ومعايا المستشار سامح علي كامل في اللجنه والعميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي. فدي اللجنه اللي هي قائمه على متابعه الملف الجراج. عندنا الحمد لله قدرنا يعني ناخد موافقات على 30,000 متر او 33,000 متر بالظبط اللي هي المنطقة اللي كانت ورا عند حمام السباحة في ورا صالة حمام السباحة مجمع حمام السباحة دي كانت ألعاب منطقة كانت ألعاب القوة وكان فيها ملعب خماسي. فاحنا عملنا بلان ان احنا هننقل بس ملعب الخماسي دي للمنطقة الرياضية اللي ورا اللي عند الملاعب الطايرة واليد عملتوا ملاعب الأكاديمية كمان دلوقتي بالظبط. ما اللي عايز أقوله بقى وأوضحه برضو لأعضاء مدينة نصر ان احنا على طول خلاص يعني الملاعب دي شغالة من امبارح يعني خدنا ملعب كبير من الملاعب الاكاديميه اللي هي برضو جزء من الانشاءات اللي تمت واتطورت في مدينه نصر. خدنا ملعب كبير واتقسم ثلاث ملاعب زي بالظبط ما كان في ثلاث ملاعب الخماسي والثلاث ملاعب دول جاهزين اعضاء يستخدموهم في اي وقت لحد ما يتم نقل الملاعب الخماسي دي للمنطقه اللي هي هتبقى هنعملها بقى منطقه رياضيه كامله اللي هي فيها اليد فيها اليد والطايره والسله وهتتنقل فيها ملعب الخماسي
وان شاء الله مستقبلا المرحله الثانيه يبقى في السكواش والجمباز برضو زي ما عندنا الناس في مدينه نصر. فالمنطقه دي كلها اللي هي عند الجامع ورا دي كلها هتبقى منطقه رياضيه جميع الالعاب تقريبا بالظبط. والجراج هيجي على مساحه 33000 متر هيسعي حوالي 1000 سياره فده يعني ده احنا برضو لما الدراسه عملناها في مدينه نصر الماكسيمم يعني لما بيبقى الدنيا هناك زحمه جدا بره وجوه بيبقى حوالي مثلا 1200 عربيه 1000 فانت محكوم برضو بمساحه طبعا يعني هو ال 30000 دول اخرك هناك يعني. فاحنا ويعني عشان الديزاين بتاع الجراج فال 30000 دول يشيلوا تقريبا 1000 عربيه كتير على هو على دور على دور مسطح واحد اوكي. انت برضو يعني عملت ده برضو لان انت عشان هتعمل كذا دور وتنزل تحت ارض دي هتبقى 10 اضعاف صحيح. هو الجراج دورين يعني لا دور واحد فهيخدم يعني انت بتخدمي الاعضاء بافضل سعه ممكنه واقل تكلفه برضو ممكنه على النادي الاهلي لان احنا لو عملنا مثلا دوار تحت ب 10 اضعاف الرقم اللي احنا صحيح حطيتوه بالظبط. فاحنا انا برضو يعني عشان في حته الموافقات دي انا بتك عليها كتير وبقولها كتير يعني بصراحه كابتن محمود الخطيب يعني عمل في لا يعني عمل بصراحه في في الملف ده بالذات يعني مش ملف الجراش يعني في ملف الموافقات ده حاجات التصريح يعني يا دكتور يعني بتقصد ايه الموافقات موافقات التصريح بقى الهندسيه وموافقات من جهات معنيه يبقى في موافقات من جهات معنيه كتير عشان ان تاخدي موافقه ان انت تبني جراج جديد او تغيري البوابات او تغيري الاسوار او تعملي الحاجات دي كلها جوه النادي ما بتبقاش بسهوله يعني. الناس ممكن تبقى متخيله اللي هو طب يلا نخش نبني كذا الناس كنت متخيل انه في يوم وليله عشان جوه النادي فهنبني لا 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 في موافقات وفي حاجات بتبقى صعبه بدليل ان هو الجراج احنا من سنه 95 فعلا سنه 95 يعني هو مطلب يعني ده جماهيري يعني طبعا 25 كان سنه كان صعب قوي فعلا شوف من 95 لدلوقتي أيوة. زدنا كام التعداد السكاني كام النهارده وده مش تقصير ابدا من مجالس السابقه بالعكس كله كان بيسعى انه يعمله وكله كان بيسعى انه الموافقات دي لكن هو بصراحه الحمد لله يعني انه كان التوفيق معانا ان احنا قدرنا نخلص الموافقات دي ويعني حابب فعلا اشكر كابتن محمود ان هو بيشرف على الكلام ده كله بنفسه بيتابع الحاجات دي كلها بنفسه ف يعني بصراحه ده يعتبر انجاز كويس جدا للمجلس موضوع الجراج وباذن الله يعني في خلال 6 شهور من دلوقتي ان شاء الله شهر مايو ان شاء الله الجراج ده جاهز والناس تقدر تستخدمه في 5 اللي جاي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. فكره كمان جديده جدا مش جديده يعني بس برضو فكره من الافكار اللي بتدر اكيد ربح مادي على النادي الاهلي بشكل عام فكره وجود 3 فروع لبنوك داخل فرع الشيخ زايد. كلمني بقى عن الفكره برضو جت منين ايه الاستفاده الماديه اللي النادي الاهلي هيحصل عليها من خلال وجود الثلاث افرع دول. طبعا في استفاده ماديه كبيره وده اللي انا برضو حابب اتكلم فيه انه احنا لما بنيجي نقول مثلا انشاءات او بنيجي نقول ده ملف انشاءات احنا ملفات النادي كلها متداخله في بعض يعني مفيش حاجه اسمها مثلا شق انشاءات وشق رياضي مش حاجه منفصله ليه بقى لان هم بيصبوا في بعض بدليل مثلا احنا بنيجي نتكلم عن الانشاءات من شويه اتكلمنا على مدرج التتش بيخدم الفريق الاول بيخدم الفرقه الرياضيه في النادي ده منشات صح لكن بيصب فين في الاخر اكيد فنيا للفرقه الرياضيه لما بنيجي نعمل مثلا مجمع زي مجمع البنوك ده في الشيخ زايد المجمع ده 3 بنوك اتعملوا على مساحه ما كانتش كبيره 600 متر 200 مليون جنيه للنادي الاهلي منهم فدي حاجه انت بالظبط حاجه بتفيدك جدا انت كل ما بتزود في منشات النادي كل ما بتعمل صالات رياضيه جديده زي الشيخ زايد مجمع البنوك في صاله جمباز بتتعمل دلوقتي تحت الانشاء حالا صاله كاراتيه سكواش ان شاء الله مع مطلع العام القادم في الكوارتر الاولاني يعني في شهر 3 او 4 هيكون الصالات دي باذن الله جاهزه كلها دي بتزود اشتراكات النادي يعني انت بتيجي تعمل صالات وتوزع فبالتالي انت يعني انتوا عاملين ارتباط كامل طبعًا. انت طبعا انت بتبني ومجرد البناء ومجرد تبني وتدفع فلوس لا انت كمان انت بتخدم الاعضاء طبعا يعني بتعمل خدمات للاعضاء يعني ده حقهم يعني ده واجب المجلس الاداره تجاه اعضاء النادي فده حق الاعضاء انت توفر لهم كل سبل الراحه وكل السبل الخدميه والرياضيه لابنائهم وليهم في النادي الاهلي فده دورك كمجلس اداره فده احنا بنجري فيه على طول طول الوقت وفي نفس الوقت انت ده بيجيب لك عائد استثماري العائد ده ما هو بيفيد النادي الاهلي وبيفيد الفرقه الرياضيه وبيفيد فريق الكوره يعني فاهم قصدي يعني انت بيبقى عندك النادي الاهلي مدخل احنا في الفتره بتاعتنا مدخلين اشتراكات فوق المليار يعني مليار و200 مليون في فتره قد ايه يا دكتور؟ ثلاث سنين ثلاث سنين فانت عامله يعني ما هو ده بيجي برضو من ايه؟ ان بيجي ان في
تطوير في النادي. يعني من وجود من وقت وجود مجلس الاداره الحالي. بالظبط. في تطوير النادي بيتم في الجزيره في مدينه نصر في الشيخ زايد. في فرع جديد بيتعمل في تجمع. طب والبنيه التحتيه بتاعته خلصت الحمد لله بالكامل. هنروح له لان ده كمان مهم جدا في ده هيدور ان شاء الله مبالغ برضو على المستوى التسويقي رائعه. وكنا متابعين المشروع ده دكتور من فتره واحنا عرفنا فعلا يمكن المرحله الاولى تقريبا 85% منها انتهت وفي شهر 6 اعتقد شهر 6 هيتم افتتاحها يعني ان شاء الله يا كابتن هاني. يعني احنا البنيه التحتيه بالكامل خلصت بالكامل لكامل الارض بقى مش حتى المرحله الاولى لكامل الارض اللي هي ال 50 فدان كلها خلصت. بتتكلم دلوقتي في ان انت شغال على المرحله الاولى اللي هي حوالي 30 فدان من ال 50 ده هيبقى فيهم طبعا مبنى اجتماعي وهيبقى فيهم مبنى اداري وهيبقى فيهم ملاعب الاكاديميات وملاعب خماسي ويعني تخدم الاعضاء يعني. والمرحله دي باذن الله زي ما انت قلت يعني ان شاء الله شهر 6 البلان ان احنا نكون يعني يكون تم الانتهاء منه. بدانا المرحله الاولى وهيبقى في مرحله ثانيه طبعا كمان في التجمع الخامس يعني بحيث يبقى نادي متكامل في كل حاجه يعني. فده طبعا برضو من الحاجات اللي يعني وده استكمالا للتجمع للانجازات المجالس كلها. بص كمان احنا عايزين كل يعني طبعا لسه في كمان كلام عندنا كتير لكن في كانت نقطه موقفاني جدا رغم الظروف الصعبه اللي العالم كله بيمر بيها وازمات على مستوى الانديه على مستوى العالم كله لكن بصراحه النادي الاهلي هو النادي اعتقد الوحيد في العالم اللي يمكن ما خصمش من العمال او جه على العمال صحيح. او قلل مثلا عقود اللعيبه او صحيح. كل ده يحسب لان انت كنت واقف على ارض صلبه يعني اعتقد ده من الانجازات المهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله كابتن فعلا دي في ظل الظروف الصعبه بتاعه الكورونا في انديه عالميه قللت مرتبات اللاعبين والرياضيين والعاملين في الانديه ده كتير حضرتك يعني مطلع على الانديه بره كلها وعارف ده. النادي الاهلي الحمد لله ما جيناش على اي عقد لاي لاعب او لاعيبه في النادي او اي حد من الموظفين. كان عندنا اصلا في يعني لمساس يعني بالموظفين والعاملين في النادي يعني احنا حتى ما كانتش ايه في الاوبشنز بالنسبه لنا ما كانش في فكره اصلا يعني ما كانش في فكره اصلا ان انتوا احنا نقلل من الموظفين او العمال او خالص. وعلى فكره ولو يعني كنتوا عملتوا كده ما كانش يعني المفروض يعني ما كانش حد ممكن يتكلم قوي لان الدنيا كانت على الكل يعني. بص يا سامي يعني انا برضو يعني استغل برضو النقطه دي ان انا يعني اوجه فيها الشكر زي ما وجهت بوجه الشكر للمهندس سامح لكل يعني المنظومه دي او الانشاءات دي لما بتخرج او بتطلع غير انه عمل مجلس اداره يعني ده زي ما بقول لك كله بيبقى متداخل يعني حتى احنا كلنا بنعمل مع بعض يعني جهه واحده ما فيش حاجه اسمها مثلا ده مسؤول عن ده وده مسؤول عن ده لا كلنا بنشتغل مع بعض مفيش ملفات منفصله عن بعض لا احنا كلنا مجلس اداره بنشتغل مع بعض في كل حاجه في كل الملفات كله بيفيد وكله بيقول وجهه نظره وكله يعني والحمد لله المجلس فيه من الخبرات الناس الكبار اللي تقول ده وفيه من الناس الشباب الكوادر المميزه جدا برضو اللي تقول ده. ففي النهايه اللي انا بقوله لك انه عشان تطلع الصوره دي كده احنا مش بنشكر بقى لا المجلس والمستشار الهندسي لا احنا نبدا من تحت يعني العاملين وعمال الاضافه والموظفين العمال افراد الامن في النادي طبعا النهار قاعدين على خدمه النادي كل القطاعات الاداره التنفيذيه كلها اللي في النادي الاهلي بصراحه يعني انا حابب اوجه لهم الشكر ان الناس دي يعني الكلام ده مش هيطلع يعني بالذات موضوع الانشاءات ده مش بس مجرد مهندسين شغالين فيه لا الموضوع ده انت بتلاقي عامل بيساعد وبتلاقي الامن سهران عليه وبتلاقي توجيهات في من المدير التنفيذي للناس في الشغل وبتلاقي متابعه وبتلاقي تقارير لينا في مجلس الاداره وبتلاقي السايكل ماشي سريع فانت في النهايه ده مش عمل ابدا قطاع واحد او اداره واحده اكيد لا كل العاملين في النادي وكل الموظفين في النادي ومن اصغر واحد لحد رئيس نادي الاهلي كله مشترك في النجاح ده وكله شاهد على ده وكله فعلا كله اشترك فيه فده انا حابب اشكرهم يعني من هنا ان هم اللي ساعدوا في ظهور الشكل ده وان شاء الله المشروعات اللي احنا شغالين عليها تخلص في توقيتاتها المحدده ان شاء الله يعني المشروعات اللي لسه هنتكلم على يمكن فيه كمان طفره وحاجات عندك نادي الاقصر كمان عندنا مش عايزين نغفل دي نادي الاقصر دي فكره هايله دي برده كانت من ضمن المجموعه الاقتصاديه اللي اتعملت مع شركه السادات فنادي الاقصر انا شايفه فكره عظيمه جدا ان انت تبدا طبعا. ان نادي الاهلي يتواجد في المحافظات طبعا يعني ده دي حاجه مهمه خاصه الصعيد يا دكتور وخاصه طبعا. الصعيد طبعا برده النادي مساحته مش صغيره يعني برده حوالي 13 فدان تقريبا مساحه النادي في الاقصر وهو مجهز يعني هو في ملعب كوره وفي صاله مغطاه وفي حمام سباحه مجمع حمام سباحه وبيتبني عليه مرحله ثانيه
واتفتح فيه عضويات واشترك فيه ناس، وان شاء الله يبقى افتتاحه بالنسبه لنا قريب يعني، اتمنى يعني ان شاء الله. هو ده اللي قدامنا ده فرع، دي صور النادي الاهلي يعني صور من حاجه محترمه برضو، دي حاجه كويسه. واحنا احنا في كمجلس برضو ك ك ك استراتيجيه مجلس اداره ان احنا مهتمين بان انت تفتح في محافظات اخرى. ده وفي حاجات يعني تحت النظر كتير، سواء في اسكندريه في المنصوره يعني تحت الدراسه. حلو الملف ده برضو مع زميلي وصديقي العزيز محمد الجرحي، هو يعني متولي ملف المحافظات. محافظات يعني فاستغل برضو فرصه دي نهنيه بالفوز في مجلس الشعب. صحيح النائب صديقي واخويا العزيز يعني. فزي ما بقول لك احنا بنشتغل كلنا يعني في حاجه مع حاجة بعض كتيم واحد يعني. احنا بس معانا فاصل هنطلعه، بس في حاجه مهمه جدا جدا اللي هو حلم جماهير النادي الاهلي. حلم جماهير النادي الاهلي نتكلم على طبعا الطفره الانشائيه لسه ما خلصناش منها، ولكن كمان حلم جماهير النادي الاهلي واستاد النادي الاهلي يعني هنتكلم فيه بس بعد الفصل. رجعنا مع حضراتكم، فقره مميزه جدا جدا مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي الدكتور محمد سراج. دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل على حلم، مش حلم جماهير النادي الاهلي بس هنا في مصر، لكن حلم جماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في العالم كله استاد النادي الاهلي. طبعا يعني اكيد ده حلم يعني ملايين جماهير النادي الاهلي، واحنا برضو موضوع الاستاد ده كان من ضمن البرنامج الانتخابي بتاع عائله النادي الاهلي، واقدر اقول ان احنا شغالين عليه يعني شغالين عليه بشكل قوي الفتره اللي فاتت، اشتغلنا عليه وما زلنا شغالين عليه. لكن احنا هنقول برضو حاجه، ان احنا زي ما كنا بنتكلم في موضوع الجراج وان احنا كان حلم قعد سنين متاخر. صحيح. مع ان هو ممكن يبان انه بسيط يعني مش مشروع ضخم يعني، لكن كان واقف بسبب يعني موافقات وجهات معنيه بتجيب منها موافقات وخلافه. الاستاد برضو نفس القصه يعني، احنا برضو الاستاد بالنسبه لنا يعني عشان نستعرض الموضوع من البدايه، كابتن محمود الخطيب حطه في الاولويات، ولما جينا حتى عملنا قصه استاد السلام فاحنا عملناها. خطوه حلوه برضو يا دكتور، كانت خطوه حلوه. كنت عضو اللجنه اللي كانت بتشرف على تجديدات استاد السلام. عايز اقول حاجه بس هنا قبل ما تكمل يا دكتور، ان انت يعني مش محمد سراج بيتكلم في ملف الاستادات، انت واحد من الناس اللي كان يمكن موضوع او ليك علاقه بال يعني انت درست حاجه زي كده يعني، وكم ليك يعني حتى موضوع دراسه الماجستير اللي انت عملتها عن عمليه انشاء الملاعب بشكل امن، ويمكن تطرقت في موضوع الرسالة دي ازاي تكلفتها الانشائية بتتم بالزبط. ازاي تدر كمان عائد مادي مختلف بالزبط. صح؟ أنا كنت يعني مش لا كنت عامل موديل ده اللي خدت عليه الجائزة في المانيا، انا كنت عامل زي موديل كده انت بتدخلي، ده كان وقت استاد السلام دي عمل استاد السلام الموديل اللي كنت عامله ده كان يعني قعدت فيه طبعا شغال فيه سنه تقريبا. كنت انت بتدخلي الانفورميشن او الحاجات اللي هي البيزك انفو بتاعت اي استاد في العالم، يعني مثلا الساعه بتاعت الاستاد ايه، الكواليتي اللي انت عايزاه ايه، في خدمات تجاريه مفهوش في روف ولا لا، حطي البلد اللي هي اللي فيها الاستاد، كان الموديل ده شغال على 56 دوله تقريبا. فانا كان في شويه انبوتس كده بحطها في الموديل ده، ومربوطه بقى بالاف الايكويشنز جوه الموديل، كانت بتطلع لنا في الاخر الاوتبوت بتاعنا التكلفه بتاعت الاستاد بالارباح، لان كان محطوط لكل بلد الافريج بتاع التذكره، النيمنج رايتس بتاع اللي هو بيتحط على حقوق التسميه يعني، الفي اي بي بوكسز، السيتس، التذاكر الموسميه، كان محطوط كل الارباح اللي ممكن تجيك من الاستاد، ومحطوط كل التكلفه التكلفه الانشائيه اللي ممكن يكلفها الاستاد بالكواليتي اللي هو اي وبي وسي ودي ب 56 دوله. فده كان حلو. ولما جينا بقى عملنا تشيك عليه بال هو قد ايه الصلاحيه بتاعته او قد ايه، كانت 97% من لما جيت قيسته بحالات موجوده اوريدي يعني باستادات موجوده. زي ايه؟ اليانز ارينا عملنا عليه عملنا على اليانز وعلى اليوفنتوس وعلى كذا استاد، انه حطينا الموديل بتاعنا يعني كاننا بنحط الانفو بتاعت اليانز مثلا ارينا، فبيجي لنا التكلفه وبيجي لنا الارباح بتاعته، فطلعت مطابقه للحقيقه بنسبه 97%. حلو قوي. فالموديل ده كان مفيد جدا، وهو ده يمكن يعني انا يمكن قعدت كمان قبل كده مع دكتور اشرف صبحي واهديت يعني الموديل ده وزاره الشباب والرياضه في مصر يعني من حوالي سنه تقريبا، وهو كان شكرني عليه جدا واستفادوا منه في حاجات الحمد لله، وقال لي يعني الكلام ده، دي حاجه برضو اسعدتني يعني. بالنسبه لي طبعا في النادي الاهلي هو حلمنا كلنا من سنين،
اشتغلنا على الملف ده من قبل ما نبدا الانتخابات، يعني من قبل ما احنا نكون موجودين في النادي الاهلي كنا حضرنا ورحنا، ويمكن سافرت انا ومهندس خالد مرتجي بتكليف من كابتن محمود الخطيب لانجلترا لمقابله شركات هناك في موضوع الاستادات، متخصصه بموضوع الاستادات بالظبط. بعدها عشان كان في ويمبلي وكان لا مش في ويمبلي، يعني قابلنا شركات مسؤوله عن الاستادات اللي هي ممكن بتجيب تمويل للاستادات وخلافه، وجبناهم مصر هنا يعني. بس عشان ابقى ماشي بس بسيكونس مظبوط ونفهم الناس اللي حصل في الملف ده، اتعمل لجنه كانت برؤوسها ومعايا المهندس سامح علي كامل مستشار هندسي، ودكتور سعد شلبي قامه كبيره جدا مستشار التسويق للنادي بصراحه، يعني راجل برضو عمل يعني شغل كبير جدا مع النادي في الفتره الاخيره في الملف التسويقي، والعميد محمد مرجان. اللجنه دي يمكن حطينا تصور كامل للاستاد بالفيجن بتاعته بشكله بالتكلفه بالارباح المتوقعه منه، زي ما اتكلمنا كده النيمنج رايتس ايه والفي اي بي سيتس والبوكس اللي هي مش مجرد تذاكر بس، يعني انت لا حطينا مصادر ربح اكتر من 12 مصدر زي ايه لك ارباح للاستاد زي انت استادات العالم كلها بتعتمد على ده. احنا لسه في مصر هنا ما اشتغلناش بيه يعني. ما عندناش اي يعني عندنا حوالي 25 استاد في مصر ما فيش ولا استاد، يعني يمكن بدات التجربه في السلام بره بيبقى فيها ريستورانت وفيها ستورز بيبيع لا كمان النيمنج رايتس يمكن بدات في التجربه في استاد السلام انها بتتعمل، لكن انت عايز بقى تعملها بسكوب اكبر، تتصمم من البدايه صح، تعمل بقى استاد بالاكسسبيليتي بتاعه الدخول والخروج سهل، عدد بوابات كافي عشان الناس ما تقعدش داخله في 3 4 ساعات الاستاد زي بره تخش في نص ساعه صحيح. لان هي ليها حسبه وليها افريج معين، عدد الكاباسيتي بتاع المدرجات بتاع الكراسي والمدرجات مع عدد الابواب ده ليه حسبه معينه، مش ما ينفعش يبقى استاد 70 80 الف وليه 10 بوابات مثلا، دي حاجه بوابات صغيره دي حاجه تهريج يعني ما ينفعش يعني لا. فانت في النهايه يعني لازم بتعمل الديزاين بتاعك، فده كل ده شغالين عليه، ان الديزاين بتاعنا من البدايه يبقى امن، يبقى ملائم للنادي الاهلي، يبقى فيه خدمات تجاريه، يبقى فيه مصادر ربح مختلفه سواء من التذاكر او من الفي اي بي بوكسز دي اللي بتتباع بارقام بره. احنا عاملين في التصميم بتاعنا حوالي 50 في اي بي بوكس 50 ده عدد كبير بيتباعوا لشركات سنويا برقم كل واحد طبعا. يعني انت بيجي لك مصادر، يعني عشان الناس تقول مثلا طب ما فيش جمهور، ما احنا حاطين مصادر غير التذاكر الجمهور، عندنا مصادر سبونسرز رعاه، عندنا نيمنج رايتس، ومش بقول لك بقى مجرد يعني اللجنه دي عملت ايه، حطت التصور تمام وحطت حللت دراسه الجدوى بكل ارقامها بكل تفاصيلها بكل حاجه تتخيلها، والحته الهندسيه مع المهندس سامح علي كامل عملنا الشكل الهندسي والدنيا، واتكلمنا مع شركات كبيره جدا برضو في الحته المعماريه توب يعني في العالم في الحته دي، مجهزين شغلنا كله في الكلام ده. الخطوه اللي عملناها بعد كده ان احنا نبدا نحط تايم لاين، هنبدا الكلام ده امتى، هنشتغل مع مين، بدانا نقعد برضو مع شركات كبيره سبونسرز يعني رعاه عالميين مش مصريين بس. ده بداتوا فيه ولا لسه ده؟ بدانا فيه يعني قاطعين اشواط مع ناس، يعني انا مش يعني انا اتعودت وتعلمت ده من الكابتن محمود ان هو ما بحبش اتكلم في حاجه غير لما تخلص او تتم يعني هو دايما يقول لنا كده، فعشان كده يمكن انا الملف ده ما اتكلمتش فيه قبل كده، او مع ان هو فيه كتير وعايز له حلقات لوحده، لكن احنا ان شاء الله في الوقت المناسب باذن الله هنتكلم فيه باستفاضه عن كل حاجه اكيد في الوقت المناسب لما باذن الله نوصل للريتش اللي احنا عايزينه يعني ان شاء الله. لكن احنا حاليا اللجنه دي اشتغلت على الدراسات، اشتغلت على الكلام ده كله، قابلنا الشركات العالميه في السبونسر ده على مستوى الرايت نيم نفسه، على مستوى النيمنج رايتس، على مستوى السبونسرز اللي جوه جالنا عروض اصلا من شركات ان هم يمولوا الاستاد وكذا وخلافه، لكن من كذا شركه برضو. طب كويس. لكن احنا بصي يعني احنا عملنا دراسات حاله لاكثر من 18 استاد حوالين العالم جوه برضو اللجنه دي. من ضمن الدراسات الحاله بتاعتنا او الاستادات اللي احنا يعني مميزه ممكن نقول اليوفنتوس مثلا، اولمبيك ليون، استاد توتنهام الجديد، خلاص انت كل استاد بكل طبيعه دوله مختلفه. صحيح. يعني استادات اوروبا اصلا بتتعمل بسهوله ليه؟ لان هي بسهوله جدا انت كل استادات اوروبا معظمها يعني بتعتمد على القروض، يعني هو بياخد كارد، يعني يوفي نص التمويل بتاع الاستاد بتاعه من قروض والباقي نيمنج رايتس وسبونسرز وكده. توتنهام 600 مليون استرليني 400 منهم قروض. اولمبيك ليون يمكن هو اللي كان ليه تجربه مختلفه شويه ودي اللي احنا قريبين منها اكتر وماشيين فيها، اللي هي شركات المساهمه. احنا القروض عندنا بتبقى صعبه ليه؟ لان انت طبيعه البنوك غير بره. صحيح. انت بره بتاخد كارد
على 1% ولا 0.5% ولا كذا، فانت استعداده سهل. يعني انا ريال مدريد لما روحنا زرناهم عشان كنا بنتكلم برضو في كذا حاجه، شرحوا لنا تجربه ان هم بيطوروا سانتياغو برنابيو وبتكلفه 400 مليون يورو، يعني كانه بيعملوا استاد جديد، رقم كبير جدا. بيعملوا مناطق، لان هو استاد قديم فما فيش اي برضو خدمات تجاريه حواليه، بيعملوا كانوا بيبداوا من اول وجديد لا بيطوروا هو على نفس بيطوروا من افهم بس كانها بدايه بالزبط. من الاول بالزبط. يعني بيزودوا 5-6000 مقعد جداد على الاستاد، وبيعملوا خدمات تجاريه واداريه حواليه عشان تجيب لهم عائد، ده اللي احنا بقى بانيينه اصلا من البدايه في النادي الاهلي، يعني ان احنا بانيين كل ده في الحسبان انه يبقى استاد عالمي ان شاء الله. اولمبيك ليون هو اللي اقرب، يعني لان هو بقى اولمبيك ليون، يعني ريال مدريد برضو يعني لما عمل الحسبه دي 400 مليون يورو، هو قال لك احنا الموضوع سهل جدا، احنا خدنا كارد من البنك على 25 سنه تسدد على 25 سنه، واحنا البلان بتاعتنا ان احنا هنسدد في حوالي 6-7 سنين. بالظبط، يعني حتى الدنيا سهله هنا، ده تجربه صعبه ان انت تعملي القروض دي، لان طبيعه البلد وطبيعه القروض والبنوك لا، يعني هتخش فيها بقى 15% 20% حاجات مش هتع... يعني العائد اللي هيجي لك هيعمل لك مشكله، فمش هتحط النادي في الريسك ده، فبالتالي بتبدا تدور على حلول ثانيه اللي هي يبقى شركات المساهمه مثلا. وده مثال ناجح في بعض الانديه برضو بره، زي في تركيا في فرنسا بدات تمشي وماشيه بشكل كويس. اوروبا يمكن ما بتعتمدش عليه قوي، يعني ما رجعش، يعني في اسبانيا وانجلترا مثلا مش هتلاقي ان هو مصدر تمويل كبير لشركات الكوره او الاستاد من البورصه او من الاسهم، لكن في مصر هتمشي، لان طبيعه الشغف بتاع الناس بالكوره والحلم المنتظر زي ما انت قلت يا كابتن هاني، انه هو بالنسبه لهم الاستادات هناك بره سهله، يعني انت كل في كل نادي عنده استاد وكل يوم بيعمل استاد جديد من الممتاز لغايه الدرجه الثالثه. فالدنيا هناك ان انت تيجي تجرب في مصر وتقول له شارك مثلا في حاجه زي كده، يقول لك ما هم مش محتاجين ده، يعني هم عندهم البنوك فاحنا هنا فكرنا طب ايه، هنعتمد على مصادر بقى اخرى، فالمصادر دي بالنسبه لنا هي الشركه والحقوق بقى التسميه والرعاه والحاجات دي كلها، بس احنا زي ما بنقول ان احنا بس نبدا نعدي الفتره اللي هي بتاعت، يعني عشان نبقى بنشتغل صح، احنا ماشيين الحمد لله في البروسس بتاعت الموافقات والكلام ده كله، تخلص بس على خير، يعني ان شاء الله تبقى يعني في الشيخ زايد، احنا البنيين الحلم ده في الشيخ زايد، فالبروسس دي بس تخلص وان شاء الله يعني ممكن خلال السنه دي تبان الموضوع ده بمناسبه الشيخ زايد، ونبدا ان احنا بعديها يعني نبقى جاهزين لكل الشغل بتاعنا في الملف ده، بس نكون خلصنا المرحله بتاعه الموافقات عشان ما نسبقش الاحداث. احنا مش عايزين ان احنا نقول نخلص حاجه نقولها، نخلص حاجه نقولها، لكن انا بشرح بس اللي تم قبل كده، واللي تم دلوقتي اللي هو موضوع الشركات بقى، انه بدا قرار مجلس اداره ورؤيه من الكابتن محمود الخطيب ان احنا نعمل 3 شركات، ده بقى تمشي تزامنا ومع التعاصر بقى شركه السياحه وشركه الكوره وشركه استاد الاهلي وشركه استاد الاهلي، ده طبقا لقانون الرياضه الجديد وللائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، ان انت تاسس شركات مساهمه تبدا تنمي مواردك بقى بشكل متطور شويه عن الشكل التقليدي العادي اللي هم الرعاه والخلاف واللي احنا دايما بنعتمد عليه. بدأنا احنا نعمل ده في تنميه موارد بشكل مختلف في الملف التسويقي، يعني بعيد عن الرعاه، بنحاول ان احنا نطور ونجيب عائد للنادي من مداخل كتيره، فهيبقى الشركات دي يعني هتنقل النادي نقله ثانيه خالص حقيقي، خصوصا مع نادي جماهيري زي النادي الاهلي. انت بتتكلم على قاعده جماهيريه، يعني ده الجذب، يعني ده بقى اللي يعني مع احترامي لاي انديه خاصه وانديه شركات، ده اللي يفرق. ده يعني انت يعني مش هتيجي هتلاقي مثلا حد من جمهور او كده حابب، او حتى من مستثمرين يساهم في شركه مساهمه لنادي مالوش جمهور، صعبه. لكن انت النادي الاهلي اكبر قاعده جماهيريه في افريقيا وفي مصر، فبالتالي انت بتنشن صح في الحته دي وبتدرس، يعني احنا دلوقتي ان شاء الله في مجلس اداره 1 ديسمبر باذن الله هنقدم التقارير، احنا 3 شركات، في شركه الكوره بيترأسها المهندس خالد مرتجي مع استاذ طارق انديل ومحمد ضماطي، عندك الشركه بتاعه السياحه بيترأسها استاذ ابراهيم الكفراوي ودكتور مهند مجدي دكتور راني علواني كابتن جوار نبيل، كله بيشتغل بقى يعني اجتماعات على طول دوريه، بيشتغلوا بشكل مكثف انه يتقدم افضل تصور لشكل الشركات دي. وشركه استاد الاهلي انت عضو فيها؟ استاد الاهلي طبعا استاذ خالد الدرندلي امين الصندوق هو رئيس اللجنه ومحمد الجرحي وانا، يعني دي اللجنه بتاعتنا. الثلاث شركات هتقدم تصورها في اول ديسمبر ان شاء الله. في اول ديسمبر تصورها لتاسيس شكل الشركات ده هيبقى عامل ازاي، يعني تاسيس الشركات نفسها. تمام. بالظبط. في اول ديسمبر ان شاء الله، ومع موافقه مجلس اداره اولا نبدا، عشان كده بقول ايه
مش بنسبة الأحداث، لكن اللي احنا عملناه في الجمعية العمومية ان احنا حاطين الثلاث شركات دول بإذن الله يعني حاطينهم في جدول الأعمال الرئيسي بتاعنا في الجمعية العمومية 23-24، مجرد ان شاء الله يعني ما ناخد تصديق عليهم خلاص يبقى ده قرار يعني نفضل بقى ان احنا نقدر نشتغل عليه، لكن مش هنقدر نشتغل عليه من دلوقتي ما خدتوش لسه قرار لان هو طبقا لقانون الرياضه ولائحه النظام الاساسي للنادي انت لازم تاخد موافقه الجمعيه العموميه على اي شركات جديده. مظبوط. فبالتالي ده احنا حطيناه، دي كده الخطوه الاولى، حاطين في حته الاستاد ان احنا شركه مساهمه وان النادي الاهلي يخش بحصه عينيه 60 فدان من ارض الشيخ زايد. ده القرار الموجود في الجمعيه العموميه، لان انت في النهايه الفكره ايه؟ ان انت عايز بتمول الاستاد بتاعك. طيب هتموله ازاي؟ هتتاسس شركه، انت بيبقى يعني المينيمم بتاعك 51% برضه عشان تحفظ حق النادي وهويه النادي الاهلي، ودي تحط عليها مليون خط ان انت كنا في اللحظه. مفيش حد يقول لك انا مثلا هدفع كتير ويبقى انا حسيتي ما اللي بقى اللي هو لغه المال اللي درجه دي اللي هي غير خاص بقى ولا رجال اعمال ولا السكه دي بالظبط ما تبقاش لغه مال غير يعني غير مدروسه. فاحنا لا، هي لائحه النظام الاساسي بتقول ان 51% النادي الاهلي، ممكن تبقى 60 ممكن تبقى 7 على حسب بقى اللي هيحدده مجلس الاداره والشكل اللي هيحدده النادي، لكن ده المينيمم بتاعك. فده الحصه النادي هيخش بايه؟ هيبقى داخل بالحصه العينيه بتاعه الارض، بحيث احنا ما نكلفش النادي الاهلي اي يعني الاستاد ده محتاج طبعا 4 مليار 4 مليار الدراسه بتاعته عشان تعمل بقى استاد بشكل طب محترم. 4 مليار للاستاد ولا حتى الخدمات اللي بره؟ لان لا لكل خدمات يعني لا مناطق ترفيهيه و بالظبط يعني اللي انت تعمل بقى كل حاجه بالشكل العالمي اللي احنا بنحلم بيه ده، فتكلفته دراسه الجدوى برقم كبير. فانت في النهايه لا، النادي الاهلي باسمه يقدر يجيب الرقم ده. انا بقى انا يعني كل واحد يتمنى دلوقتي انت لو نزلت بكره قلت هساهم يعني بالظبط يعني انت النادي الاهلي بالظبط. فانت بقى هتبدا بقى ايه يعني هتشوف بقى شكل الشركه دي، ده هيحدده بقى اللجنه ومع مجلس الاداره. والله الشركه دي هتتفتح مثلا لشركاء، يعني شركات مثلا تخش معاك كشركاء أخرى في الشركه، تبقى مثلا شركه 2 3 داخلين معاك بنسب بيمولوا مع النادي الاهلي وليهم عائد بيكسبوا. هم مش بيمول، مش هو داخل محب يعني، لا ده مشروع ودي مشروع مربح ومعمول دراسته وارباحه موجوده كل سنه، فانت اللي داخل ده بيحط فلوس بيجيله فلوس خيالي بيجيله نسبه تمام. لكن انت بتعمل ايه؟ انت كنادي اهلي انت داخل بالارض بتاعتك، الارض دي قيمتها كبيره اكيد، والارض دي مش هنقول ده من زمان، والارض دي مخصصه ان هي تبقى استاد من ايام المجلس كابتن حسن حمدي. مش كده احنا بنقول دايما في مجالس الادارات بتكمل بعض، يعني الفكره كانت من المجلس من 10 سنين وجي برضو مهندس محمود طاهر اشتغلوا عليها وعملوا دراسات، وجي دلوقتي كابتن محمود الخطيب بيسابق الزمن في حته الموافقات اللي هي انا بقول الناس دي هي اصعب اهم حاجه، لان انا ده لمسته اما دخلت جوه ومش بسهوله بتطلع، بدليل ان هي زي ما بقول لك يعني في السنين اللي فاتت ما طلعتش، ما كانتش سهله انها تطلع، ما طلعتش في الجراج، الحمد لله طلعت دلوقتي. ده اللي بيخلينا نتفائل ان شاء الله ان هي باذن الله مع التكثيف اللي بيحصل في الملف ده ان هي ان شاء الله يعني نحصل عليها قريبا، ونقدر بقى الدراسات اللي حققناها والتعب السنين اللي فاتت اللي عملناه في الملف ده نترجمه على ارض الواقع يعني. ممكن يكون في خلال قد ايه يا دكتور؟ هي بص يا سلام يعني وانس يعني ان شاء الله ملف الشكل الموافقات دي والدراسه اللي احنا هنقدمها دي في ديسمبر، ممكن يعني في نهايه السنه دي يبقى في شكل واضح للخطه الزمنيه بتاعتنا في الموضوع ده. فتبتدي تقول امتى ممكن يكون موجود الاستاد؟ هنبدا بقى ساعتها، لان احنا دارسين ده مش لسه هندرس يعني فاهمه، هنبدا بقى ساعتها ناخد خطوات سريعه. خلاص الدراسه موجوده يعني هناخد خطوات سريعه تنفيذية. بس يبقى احنا ماشيين صح يعني تمام. مش احنا مش بنبني يعني ما اقدرش ان انا اروح مثلا اتفق مع حد ولا مع شركه ولا مع وانا لسه ما خلصتش موافقاتي، فاحنا بنمشي صح لكن وفي نفس الوقت ما بنتاخرش، يعني مش قاعدين مثلا مستنيين الموافقات ونايمين، لا احنا شغالين من نار في الموضوع ده، لكن وانس ان احنا بناخد الموافقات دي بنشتغل على طول وان شاء الله انا يعني متوسم خير باذن الله مجلس الاداره يقدر يحقق حلم جماهير النادي الاهلي. طب بس يعني انا عندي استفسار صغير دكتور، شركه النادي الاهلي هيبقى فيها جزء انت حضرتك قلت فيها هيبقى فيه شركات بتبقى شركات بتخش معاك مشاركه او بجزء من الربح، يعني هتدفع فلوس ويجي لها فلوس نتيجه دراسه جدوى معينه طبعا. في اسهم هتطرح يعني ممكن جماهير النادي الاهلي، انا عارف وده بيوصل لجماهير النادي الاهلي نفسها تحس انها بتساهم يعني حاجه بتاعتها يعني ده في اسهم هتتعرض لجماهير النادي الاهلي. بص كابتن هاني كل ده يعني ان شاء الله هيكون شكله مقدم من اللجنه، يعني مش انا اللي هقوله،
ده اللجنه هي اللي هتحدده وتقدمه لمجلس الاداره. لكن كل يعني الاوبشنز دي مطروحه، ان انت عندك، عشان كده قلت لك في الاول، يا اما هتفتحوا مثلا لشركات ولا تفتحوا لاعضاء النادي وجمهور النادي. ده اللي موجود، عندكم التصور يا ده دكتور. موجود انتوا اللي عندكم التصور، هو ده اللي هيتقدم في 1 ديسمبر. عشان كده انا ما صرحش ليه ان انا اقوله دلوقتي، لكن ده كله احنا شغالين عليه. وفي 1 ديسمبر هيتم تقديم التقرير ده للنادي للمجلس الاداره، ان انت تشوف بقى تشتغل ازاي. لكن كله في الحسبان، ان انت تقدر تفتح اسهم وتحط اسهم والجمهور يشارك والاعضاء تشارك وكل ده، ما هي دي شركه مساهمه. صحيح. فانت تقدر تعمل ده يعني. فانت هتشوف الانسب ليك ايه كنادي، ان انت تشتغل بالشق الاولاني، يبقى معاك مشاركه من شركات ويبقى الموضوع مقفول على شركات، ولا هتفتح الموضوع لاعضاء وجمهور. ان شاء الله انت في الحالتين هتقدر تمول الاستاد بتاعك باذن الله. اكيد ان شاء الله. مع كمان يعني الشغل اللي اتعمل في الملف ده مع مفاوضه مع شركات عالميه كبيره، وبرده يتم ان شاء الله الكلام في ده او الاعلان او التصريح عن الاسامي الشركات دي وقت يعني وقت ما نكون خلصنا الموافقات دي، ووقت اللزوم الكلام ده يتقال، يعني مش هيتقال دلوقتي. لكن انا بطمن الناس، يعني بطمنهم انه الملف ده ما هوش معلق وما هوش يعني اون هولد زي ما بيطلع كلام كتير وخلاص. يعني النادي الاهلي مثلا اكتفى بالتجربه استاد السلام، فبالتالي مش في كلام يعني بيطلع ده هو ده في كلام بيطلع. لكن بالعكس، هو كابتن محمود قالها في الافتتاح بتاع استاد السلام، قال ده لا يمنع ان احنا ماضيين على حلمنا الكبير وشغالين كلنا كمجلس اداره عليه وشغالين بقوه عليه. فبالتالي احنا شغالين عليه ومش هنهدى ومش هنسكت غير لما ان شاء الله المشروع ده يرى النور باذن الله. وهتكون البدايه من النادي الاهلي، اول تجربه رائده ان شاء الله، استاد عالمي ان شاء الله. لا بص، اهم حاجه اي حاجه انا بقتنع بيها، يعني انا يعني في الحته الاكاديمي شويه، فانا بقتنع بالدراسات العلميه جدا. فطالما احنا الموضوع اتدرس صح، معلش يعني هو خد وقت لكن مفيش تقاعس، يعني هو خد وقت الاسباب، يعني خد وقت ان انت واقفه. انا يعني في مؤتمر مؤتمرات مثلا قابلت الناس بتوع توتنهام، دول واخدين احسن استاد في العالم السنه اللي فاتت. توتنهام على سبيل المثال قبل ما يبدا كابتن هاني تجربته، الناس اللي قائمين عليه يعني هم اصدقاء ليا، قال لك قعدوا كام سنه في الحلم ده، يعني الحلم ده، لان توتنهام كان عنده استاد قديم هو استاد بيلعب عليه. 35,000 متفرج، وبعدين عمل استاد جديد 60,000، بس عمل حاجه يعني عالميه فعلا يعني، وفيها كل الخدمات التجاريه والاداريه حواليها. عدد ايه؟ بالظبط. الحلم لوحده من قبل ما يبتدوا 12 سنه. ياه. ده توتنهام يعني بيحلموا بس 12 سنه ان هو يعني يعني زي ما احنا كده اللي هو الحلم بقى، وبيحاولوا بيشوفوا الارض وبيشوفوا الموافقات ايه وبيشوفوا التمويل هيجي منين وبيظبطوا الدنيا يعني بالرغم هناك اسهل. ايوه، لكن يعني انت في النهايه يعني الموضوع ما هوش سهل. فانت في النادي الاهلي ان شاء الله، يعني عشان كده الموضوع الاستاد ده انت بقاله من 10 سنين تقريبا. بالظبط. من 2010 الفكره بتاعته طلعت، عشان كده ان شاء الله يعني باذن الله مع نهايه السنه دي يبقى في حاجه جديده في الملف ده ان شاء الله. ان شاء الله. ده مهم جدا، مهم جدا. طيب يعني احنا عندنا فاصل، ناخد فاصل وبعد الفاصل بقى يعني ان شاء الله ملف كره القدم، لان كمان مهم جدا جدا نتكلم عليه ان شاء الله. فاصل في البيت الكبير ونرجع مره ثانيه. اتفضل. ويكون مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود ابراهيم الخطيب رئيس. في غضون أقل من 3 سنوات، وتحديداً منذ الأول من ديسمبر 2017، حينما نجح محمود الخطيب وقائمته في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي تحقيق الكثير من الوعود التي قدمها لأعضاء النادي. إذا كانت الأعضاء انتخبونا فانتخبونا لأنهم كلهم عندهم ثقة فينا، ويجب أن احنا نكون أهل لهذه الثقة. وحدثت طفرة لافتة على كافة المستويات الخدمية والرياضية والإنشائية في القلعة الحمراء، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها المجلس، لكن الربان الناجح للسفينة الحمراء الأسطورة محمود الخطيب ورجاله الأوفياء أعضاء مجلس الإدارة ما زالوا يتحدون الصعاب ويحققون نجاحات لافتة في كل المجالات. فعلى الصعيد الإنشائي، حقق مجلس الإدارة طفرة ملموسة في إنشاءات النادي على كافة المستويات، بما يخدم أعضاء القلعة الحمراء بالشكل الذي يليق بهم ويؤسس لمستقبل مشرق وأكثر استقراراً لأبناء القلعة الحمراء، وبما يضمن أن يكون النادي في الصدارة دائماً
كما اعتادت جماهيره الوفية وأعضاؤه المحترمون. وشهدت السنوات الثلاث الماضية عدة أعمال إنشائية ضخمة في فروع النادي الثلاثة، كما يقترب المجلس من تحقيق حلم جماهير النادي ببناء الاستاد الجديد الذي يشرف على ملف إنشائه الدكتور محمد سراج الخبير في المنشآت الرياضية. كما وضع النادي خطة محددة الوقت من أجل خروج فرع النادي الرابع في القاهرة الجديدة إلى النور، وهو مشروع عملاق وحلم جديد لجماهير الأهلي، ويعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية. على الصعيد الرياضي واجه مجلس إدارة النادي الكثير من التحديات، خاصة على صعيد فريق الكرة الذي كان له الكثيرون بالمرصاد بسبب نجاحاته المتكررة وسيطرته على الكرة المصرية والإفريقية، لكن الفريق كان على قدر التحدي ونجح في التتويج ببطولة الدوري والحفاظ على اللقب في موسم صعب ضرب فيه فيروس كورونا المستجد العالم كله. كما تأهل الفريق للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في إطار سعي مجلس الإدارة لتحقيق حلم الجماهير بالتتويج باللقب الغالي الذي لم يفز به النادي منذ عام 2013. كما حققت فرق النادي الأهلي الرياضية الأخرى نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ولم يقتصر ما حققته من إنجازات على صعيد المنافسات المحلية، وإنما امتد لتحقيق ألقاب قارية ودولية ساهمت في تعزيز مكانة النادي وتشريف الرياضة المصرية في مختلف المحافل، في الوقت الذي لم يتأخر فيه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن دعم الأجهزة الفنية لكل الفرق، وكان حريصا على تكريم أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات إقليمية ودولية بقميص النادي أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب. وبعيدا عن كل ذلك، حقق المجلس نجاحات لافتة في السنة المالية السابقة لأزمة كورونا على صعيد الطفرة المالية في ميزانية النادي، رغم التدعيمات الكثيرة في كل الفرق الرياضية والصفقات من العيار الثقيل، ورغم سلسلة الإنشاءات المستمرة أيضا في كل فروع النادي. ومن أجل المستقبل، ناقش المجلس مؤخرا الرؤية المقدمة من محمود الخطيب نحو مستقبل النادي الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، وذلك في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية، حيث يستهدف الأهلي خلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة. ومن أجل ذلك تم الاتفاق على إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم وتأسيس شركة استاد النادي الأهلي، وأخيرا شركة الأهلي للسياحة والخدمات. لقد قاتل مجلس إدارة النادي الأهلي بكل صدق وشراسة من أجل تحقيق ما وعد به أعضاء النادي وجماهيره في برنامجهم الانتخابي المميز عائلة الأهلي. النادي الأهلي خيره على أي حد، علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحة بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي لازم تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الأهلي خلال سنتين ونص اللي فاتوا أمر يعني يجب أن احنا جميعا نفخر به. ولن ينسى أعضاء النادي كلمات الأسطورة محمود الخطيب الرنانة، وهو يردد مع كل إنجاز جديد: علينا أن نفخر بنادينا العريق، لا سيما بعد النقلة الكبيرة التي تحققت مؤخرة، والفترة المقبلة ستشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي، لأن الأهلي وجماهيره وأعضاءه يستحقون أكثر من ذلك. رجعنا مع حضراتكم، وطبعا الدكتور محمد سراج، آخر سنتين لازم كلنا نكون فخورين بما أنجز للنادي الأهلي. كلمة الكابتن محمود الخطيب بتدل على دلالة كبيرة جدا جدا ان احنا
فعلا الفترة الأخيرة، ويمكن زي ما أنت بتقول أجيال بتسلم أجيال، مجالس إدارة بتسلم مجالس إدارة، لكن ما تحقق خلال السنتين ونص اللي فاتوا يعني شيء يدعو للفخر بصراحة. الحمد لله يعني، ونعم بلمسه يعني من الناس اللي في النادي والأعضاء النادي، ويعني دايما بيبقوا شايفين في طفرة كبيرة اتعملت في وقت قصير. صحيح. وهم يعني احنا ما يعني أبدا يعني ما فيش أي تقاعس أو تكاسل ناحية خدمة أعضاء النادي الأهلي وجماهيره، وفعلا يعني زي ما كابتن محمود بيقول اتعمل انجازات كبيره في خلال فتره قصيره، يعني كله بيشتغل محدش بيريح محدش، هو كابتن محمود اولنا رغم يعني الام اللي بتتناوبه في اوقات كتير، الراجل بينزل وبيشتغل حاجه بنفسه وبيلف وبيروح ومسخر كل وقته للنادي الاهلي، ف يعني يا رب ان شاء الله ده يبقى يعني بالخير علينا باذن الله، ونسعد جماهير الاهلي ونسعد اعضاء النادي الاهلي، ده هدفنا الاول والاخير يعني. يمكن يمكن الحاجه اللي يمكن لمست الناس سواء جماهير او اعضاء جمعيه عموميه، التطور الكبير والطفره اللي حصلت حتى في النشاط الرياضي والدعم الحاصل من قبل المجلس بالرغم من جائحه كورونا والظروف الاقتصاديه طبعا اللي اثرت على النواحي الرياضيه بشكل كبير جدا، يعني عالم الرياضه يعني حتى في العالم كله، كنا لسه حتى بنتكلم في الانترو، لمست ده ازاي يعني، او مجلس الاداره كمان قدر يتغلب على الظروف دي ازاي، والنشاط الرياضي يعني يكون تقريبا يعني في افضل حالاته تقريبا في الوقت الحالي؟ والله النشاط الرياضي الحمد لله، برضو انا عايز اقول حاجه مهمه في الملف ده، انه برضو مجلس الاداره يعني كان يعني مدي كل الدعم للالعاب الرياضيه كلها، جميع اللعبات مش بس الكوره، يعني كل الالعاب واخده دعم كبير من مجلس اداره النادي الاهلي، في اهتمام كبير جدا ان انت النادي الاهلي فانت لازم تبقى رقم واحد دايما، لازم ده هدفنا ان احنا ما ننزلش عن رقم واحد، فبالتالي بنخطط في كل الالعاب بقى سواء جماعيه او فرديه، اتعمل دعم للفرق الرياضيه في النادي او للالعاب الجماعيه غير مسبوق يعني في تاريخ النادي الاهلي، دعم غير مسبوق للالعاب الجماعيه في النادي سواء في السله سواء في اليد سواء في الطايره، بيجيبوا محترفين كمان يا دكتور، ما كناش بنشوف الكلام ده يعني، انا لسه بكلم حضرتك واحنا بنتفرج على التقرير من سنوات طويله ما شفناش ان في لعيبه محترفه من الكلاس ايه في الباسكت بول، بتتكلم في الطايره، فده كمان بيدي انطباع ان مجلس الاداره لا يعني كمان شغال في ملف بعيد عن حتى كره القدم، لا اللعبات الاخرى ليها يعني حقها بالظبط يعني، انت لا اللعبات الاخرى فيها دعم كبير جدا، انت جايب صفقات في الالعاب يعني في السنه الاخيره دي بحوالي 25 مليون، ده رقم كبير للالعاب الجماعيه يعني، لكن انت برضو بتجيب دلوقتي الكواليتي زي ما انت بتقول يا كابتن هاني، الكواليتي وكلاس ايه تمام يعني، خلاص ده الكواليتي بتاعك اللي انت يعني ماشي عليه عشان تحقق البطولات، مش بس دوري لا انت بتتارجت كمان افريقيا. افريقيا بالظبط. يعني احنا سبيل مثال مثلا السله سيدات مثلا، ده فريق ما الحمد لله كان دايما محليا بيكسب، افريقيا ما كانش بيشارك قوي قبل كده في السنين اللي فاتت يعني، كانت اول مشاركه ليه افريقيا من سنه، كان كله متوقع انه هيبقى بعيد خالص لان في بقى الفرق بتاعت انجولا وفي موزمبيق كمان قويه جدا في اللعبه دي، صدر المشهد خسروا في السيمي فاينال بفرق نقطه واحده من بطل انجولا اللي هو اقوى فرقه في يعني فرق بوينت واحده، كانوا قريبين جدا يعني انه ممكن يكسبوا، ممكن ياخدوا انجاز هايل، وده بقى برده من قرارات المجلس، انت بتدعم بقى الفرق بتديهم الثقه بتديهم الفرصه ان هم يشاركوا لان هم ما كانوش بيشاركوا قبل كده في البطولات يعني، كان يقول لك لا بلاش عشان هم مثلا بعيد، بالظبط مثلا بطوله عربيه بلاش الافريقيه، بدات ان انت لا بتاهل فرقك فبتدعمها طبعا اكيد فنيا واداريا وكل حاجه ان هي تبقى جاهزه للمنافسات دي وتبقى زيها زي الفرق الكبيره بقى في افريقيا في الالعاب دي، عشان ممكن يبقى احنا بعيد عنها شويه في الفترات السنين اللي فاتت، على سبيل المثال اللي حضرتك بتقوله مثلا احنا في محترفه جبناها في البطوله دي والمحترفه دي كايلا لا مش السنه يعني قبلها السنه دي في البطوله بتاعه افريقيا اللي احنا شاركنا فيها طلعنا ثالث اوكي، احنا قبل ما يعني كنا هنتعاقد مع السنه دي وكانت باتفاق مع النادي الاهلي ما جبنا كايلا لان هي راحت يعني اللعيبه دي راحت ريال مدريد اوكي النادي الاهلي كان اللي احنا جبناها لعبت معنا بطوله الطايره بطوله الباسكت اللي فاتت فبنختار التوب يعني راحت ريال مدريد يعني هي البنت يعني خلاص يعني ما كانت قريبه من النادي الاهلي وجالها عرض من ريال مدريد فراحت النادي، فانت دي بدات ان انت خلاص بتجيب التوب فعلا بتجيب لعيبه كواليتي عاليه جدا في الباسكت برضو رجال، بالتالي احنا يعني دعمنا الفرقه بشكل كبير جدا بكل الصفقات الممكنه يعني
الفرقه من سنتين طلعت تقريبا رابع دوري، السنه اللي فاتت الثاني، وصلوا الفاينل مع الاتحاد. السنه دي احنا لا بنترجت انت بطل. الاول، لان انت يعني دعمت كمان السنه دي، فانت ماشي بخطوات. السله برضو كانت بعيده شويه رجال، فانت بتقربها بتدعمها بشكل قوي، فلا في دعم غير مسبوق حصل في الفتره بتاعت مجلس الاداره لكل الالعاب، ومش بس الصفقات الجديده، العقود بتاعت اللعيبه نفسها الحاليه اختلفت كمان، اتغيرت خالص يعني، بقت ارقام يا دكتور. يعني كان في عقود مثلا 60,000 و80,000 وحاجات كده، لا العقود دلوقتي وصلت ل 200 و300 بقى. في عقود يعني للالعاب الجماعيه، يعني برضو المجلس لما جه عدل عقود وزود عقود وجاب صفقات جديده محترمه للنشاط الرياضي، دعم بشكل قوي، لان انت الهدف بتاعك واضح. طب بتيجي تقعد كمجلس اداره استراتيجيتك مع المدير النشاط الرياضي ان انت تارجت رقم واحد في افريقيا ومصر، فبالتالي خلاص يبقى انت هتشتغل على ده. لو احنا مش ده التارجت بتاعنا خلاص مش هندعم بالشكل ده، صحيح. لكن ده التارجت بتاعنا، حتى في الالعاب اللي هي زي ما بقول لك مثلا تاريخيا في النادي ممكن ما تبقاش بتشارك في افريقيا زي السله سيدات، او لا احنا عايزينها تشارك وعايزينها تكسب وعايزينها تفوز وهنديها الثقه دي وهنديها الدعم ده، فبالتالي انت بتدعم في هذا الاطار. السله رجال برضو ممكن الاتحاد تاريخيا يبقى متفوق عليك، لا احنا عايزين نبدا نشتغل على الملف ده ونبدا نخش بقوه وتوصل افريقيا، ودعمت جبت احسن لعيبه في مصر عندك دلوقتي في الباسكت، مدرب مدير فني محترم كابتن اشرف توفيق يعني. فانت لا يعني في اليد كان فيها مشاكل 3 سنين اللي فاتوا ولا 4 سنين اللي فاتوا من لعيبه، لا دعمت بشكل قوي قوي السنه دي، فان انت برضو تبدا ترجع تاني للهيبه بتاعتك. انت عايز تبقى متواجد على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، يعني ده التارجت ان الاهلي الاول في مصر وفي افريقيا. بالظبط بالظبط، ده في كل حاجه زي ما احنا في الكوره كده. والحمد لله الطايره برضو متصدره المشهد ده دايما يعني محليا وكوريا، بصراحه الفرق الجماعيه اللي احنا بنثني عليها في النادي وبتشرفنا دايما، رجال وسيدات بيحققوا دايما البطولات، يعني حققوا كل البطولات شاركوا فيها السنه دي، رجال وسيدات، بطوله عربيه، دوري، كاس، حققوا كل البطولات. افريقيا اتلغت عشان كورونا، لكن هم طول عمرهم كانوا بياخدوها، خدوها السنه اللي فاتت واللي قبلها وكده. ف الحمد لله يعني على مستوى السباحه عندنا وعلى مستوى السكواش العاب يعني حتى احنا محققين انجازات، يعني احنا شايف التقرير ده يمكن احنا ايه يعني جايبينه لاول مره هو معانا النهارده، لسه ده التقرير الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 27/28 تقرير مجلس الاداره. بالظبط، ده تقرير مجلس الاداره، وده كان بيشرف عليه في التقرير بتاعه استاذ طارق قنديل عن المجلس، اللي قدم التقرير للمجلس الاداره ده ان شاء الله يوم جمعيه العموميه 23/24. فده باذن الله ده في كل حاجه، يعني كل الاتشيفمنتس والانجازات اللي حصلت، في كل الانجازات بتاعت النشاط الرياضي، الالعاب اللي بيتكلم فيها طبعا كابتن هاني، سواء السباحه سواء الكاراتيه، الجمباز، التنس، الطاوله، التنس الارضي، ميار ما شاء الله. انت عامل ايه؟ تشرفت طبعا النادي الاهلي وشرفت مصر وماشيه في بطولات، يعني هي على قوه النادي الاهلي وليها عقد سنوي مع النادي، فدي برده حاجه يعني بنت النادي بتشرفنا طبعا. فلا انت بتدعم كل عندك ابطال في كل العاب الفرديه، يعني ابطال شاركوا في اولمبيات وابطال عالميين، ف دي سياستنا يعني كمجلس اداره، دعم النشاط الرياضي. زي انت كره القدم برضو، انت كره القدم دلوقتي القيمه التسويقيه للفرقه عندك في كره القدم بسبب الاستراتيجيه برضو اللي وضعتها لجنه التخطيط اللي شغاله، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، كابتن خالد بيبو، وطبعا بيترأسهم كابتن محمود الخطيب هو المفوض من مجلس الاداره باشراف على ملف الكوره. لا انت وصلت دلوقتي القيمه التسويقيه للفريق مليار جنيه باللعيبه اللي عندك، باللعيبه اللي انت بتعيرهم، يعني انت بتطلع لعيبه بقيمه كتسويقيه اقل، بيطلعوا اعارات في انديه، انت عندك مكان في القائمه بتاعتك للعيبه اخرى، واللعيبه دي قيمتها التسويقيه بتزيد، فبترجع لك بقيمه اعلى بتفيدك. وده شفناه السنه دي يعني. بالظبط، فالاستراتيجيه اللي مع تصعيد الناشئين، مع الاهتمام بقطاع الناشئين دلوقتي، والخبير الاجنبي اللي جه في قطاع الناشئين التشيكي ده، راجل بقاله 5 سنين بيشتغل مع الاتحاد التشيكي في كره القدم، ومطلعين يعني مواهب كبيره جدا هناك، فبالتالي النادي الاهلي برده جابه للحته دي مع كابتن خالد بيبو في القطاع الناشئين، عاملين برده استراتيجيه ممتازه لل 10 سنين اللي جايه، الناشئين يطلعوا يندمجوا مع الفريق الاول ازاي، والعناصر المميزه والاعراض تطلع ازاي. فانت دلوقتي القيمه التسويقيه للفريق الكوره بقت توصلت لمليار يعني، فانا شايف انه يعني ده وزن تقيل ودعم كبير للنادي، سواء في المجلس الاداره سواء للكوره او للالعاب الاخرى في النشاط الرياضي، لان اي حد بيمثل النادي الاهلي
لازم يبقى رقم واحد. يعني ده لازم. ده الهدف. بالظبط طبعا. يعني ما ينفعش. ده اللي احنا تاريخيا احنا يعني متعودين عليه. فبالتالي احنا بنقول تاريخ مبادئ تطوير. فانت تاريخيا انت الاول. فما هتطور ان انت هتحافظ على ده وتعلي كمان. يعني كلمني عن المبالغ الماليه اللي تم صرفها في فريق الكوره واللي بسببها يعني شاهدنا خلاص تتويج ببطوله الدوري الممتاز مبدئيا وان شاء الله افريقيا. افريقيا اهلي ان شاء الله. ربنا يا رب ينصر الفريق باذن الله في يوم 27. وان شاء الله احنا كلنا ثقه يعني كلنا ثقه في الجهاز الفني. يعني الحمد لله كان اختيار موفق جدا. مش بس ان احنا متوسمين فيه خير في الماتش الجاي، لا احنا متوسمين فيه خير في المستقبل. يعني ده حقيقي. يعني يعني يبني استراتيجيه قويه ويبقى مشروع ناجح للنادي الاهلي في المستقبل. فده بالنسبه لنا يعني كان اختيار موفق الحمد لله. اللعيبه عندنا كامل الثقه فيهم. يعني لعيبه على اعلى مستوى، هم افضل لعيبه في مصر موجودين حاليا هم لعيبه النادي الاهلي. فبالتالي لازم يبقى عندهم الثقه والاحساس ان هم بيمثلوا نادي القرن ويمثلوا يعني اكبر قطاع جمهور في مصر وفي افريقيا، اكبر قاعده جماهيريه. ان شاء الله هيبقوا قد الحدث ده وقد الثقه دي وباذن الله يحققوا البطوله. ربنا يكرمهم يا رب. يعني ويعني التوفيق، يعني بنسال ربنا التوفيق ان شاء الله، وربنا يحفظهم من شر الاصابات. يعني وطبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل كهربا طبعا بالاصابه كورونا. ان شاء الله يتعافى سريعا ويبقى موجود في قائمه المباراه يا رب. كلنا ثقه في ده. يعني احنا طالما وثقه تاني، يعني طالما الموضوع متاسس او مترتب صح خلاص. انت عندك يعني في لجنه فنيه بتتابع، وفي رئيس النادي هو المشرف على الملف، وفي شغل كتير قوي اتعمل في السنتين اللي فاتوا في قطاع الكوره. بصراحه انت جبت فرقه كامله تقريبا وعملت تجهيزات في التتش اهي، ما هي دي تبع الكوره طبعا من رؤيه الكوره. الكلام ده كله انت هستفيد منه اللاعب. انت بتطور قطاع الناشئين بشكل اكتر يعني من رائع، بشكل احترافي. انت بتشتغل في ملف كان مهم جدا. وخليني كمان اخد منك جزئيه ان كل دوت ما ننساش ان في تحديات واجواء حول مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي. اجواء كانت صعبه جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. يعني انت بتتكلم على اجواء السوشيال ميديا ومحاولات يعني انت عارفها كويس. ده جزء. على الجزء الاخر عندك فيروس كورونا واقتصاد عالمي منهار. فان انت تشتغل في يعني الحمد لله بهذا النجاح وبهذا التطوير على مستوى الانشاءات، على مستوى كمان اللعيبه، على مستوى الكيانات نفسها، فده شيء يحسب بصراحه المجلس الاداره. الحمد لله فعلا بسبب اللي حضرتك بتقوله ده صحيح وبيحصل. ويمكن ده يعني خلينا برضو نقول ان احنا يعني بندي برضو رساله للاعلام ان احنا يعني مش كل الامور اللي بيتم تاويلها او بيتم يعني كذبا ترددها ان احنا نقعد يعني نرددها او نقعد نحط عليها السبوت او نقعد نركز عليها. المفروض دول الاعلام ان احنا يعني بنفلتر، يعني بنشوف الحاجه الكويسه بنطلعها وبنبرزها وبنظهرها، والحاجات اللي هي الهراءات بقى او الكلام اللي هو بيبقى فاضي المفروض ان احنا ما نعملش عليه فوكس. يعني وده برضو خلينا ان احنا برضو دورنا كنادي اهلي نروح لحته مهمه جدا احنا شغالين عليها حاليا في الملف العلاقات الخارجيه بتاعنا في النادي الاهلي. طبعا انه احنا برضو كنا في زياراتنا لما بنروح المدريد او المؤتمرات اللي بنروحها، يعني في ناس برضو كتير ممكن تشوف انه الزيارات الاهلي بيعمل زيارات كتير، طب ايه المردود منها؟ طب هي ايه؟ لا بيبقى ليها فوائد كبيره جدا. انت كنت يا دكتور بس عشان الناس تعرف كمان، انت كان في طبعا صناعه كره القدم كان في مؤتمر عالمي انت في ريال مدريد. في ريال مدريد انت ده مثلا معايا ده مدير اداره استاد برشلونه اوكي ستيفن ويلبرنيك. ده راجل يعني عالم في الاستادات، يعني هو اللي ماسك التطوير بتاع الكامب نو بالكامل. الراجل ده اثنى على عرض النادي الاهلي هناك. انا كنت رايح النادي الاهلي كان النادي الافريقي والعربي الوحيد اللي رايح، وبنعرض الرؤيه بتاعت الاستاد. كلمه النادي الاهلي كلمه النادي الاهلي ورؤيه الاستاد النادي الاهلي. الراجل اشاد يعني حتى بعت ودي طبعا مترجي طبعا مدريد مع المهندس خالد مرتجي اشاد بالعرض. ولحد عايز اقول لك يعني مثلا من ضمن الاستفادات في الحاجات دي، اما جه يقول لك مثلا في شركات عالميه او سبونسرز بنكلمهم. احنا مثلا يعني على سبيل المثال في مؤتمر ويمبلي الاستشاري بتاع مثلا سبونسر العالمي بتاعنا ده كان حاضر العرض بتاعنا للاستاد. انا ما اعرفش انه موجود، يعني انا ما عرفت بعد كده انه كان موجود في العرض. فبالتالي كان في فيدباك كويس جدا مظبوط افاد
في ان الناس دي برضو يعني فاهم فالحاجات دي بتجيب فوائد أكيد. يعني أكيد. الناس ما تبقاش لمساها لكن هي ممكن تجيب فوائد بشكل مباشر او غير مباشر بوجودك ان انت بتطرح انا مش بطرح محلي في الفيلد نفسه الفيلد اه يعني انا مش بطرح محلي ان انا بقول لا ده انا بطرح قدام دي كلمتك يا دكتور اه بطرح قدام برشلونه بطرح قدام توتنهام بالظبط في صوره برضو للاستاد للمسؤولين عن استاد توتنهام وهم بيستلموا جائزه احسن افضل استاد في العالم في المؤتمر ده انا كنت في هم دول ده برضو دول استاد توتنهام ده من حاجات اللي هي الكيس ستاديز اللي احنا مهتمين بيها جدا انت كنت بتتكلم عنه عاجبك اول الاستاد اه هو يعني استاد واخد احسن استاد في العالم فعلا فانت بتتكلم في حته انه لا ليها فوائد طبعا بتبقى كبيره عشان كده برضو ده من ضمن رؤيه الكابتن محمود انه دايما يقول لك احنا لازم في مسايره مع الانديه العالميه ومع المؤتمرات يطلع مهندس خالد يمثل النادي في مؤتمر يطلع انت المؤتمر مدريد اللي رحته مع مهندس خالد احنا روحناه كزياره عاديه مش كمتحدثين ده غير بتاع ويمبلي غير اوكي السنه اللي بعدها دعوا المهندس خالد انه يبقى متحدث في المؤتمر يتكلم عن النادي الاهلي يتكلم عن قد ايه النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا دي حاجه ايجابيه ماركتنج كمان حكايه المباراه الوديه اللي دعيته ليها في انها تكون بين الاهلي وريال مدريد مع ريال مدريد في الصوره اللي فاتت دي كنا رايحين بقى بنتناقش في حاجات كتير زي اللي قلت لكم من شويه الاستاد ومولوا الاستاد ازاي ويبقى في تعاون في قطاع الناشئين بيننا وبينهم فتعرض وقتها من بوتروجينيو ان احنا يبقى في مباراه بين الاهلي وريال مدريد في مدريد مباراه وديه وكنا بنخطط لده ان هي تكون في 2020 بس ده قبل كورونا طبعا يعني ما كنا بنخطط لده ان هي تبقى في العالم يعني هم عندهم حاجه اسمها سانتياجو برنابيو كاب بيلعبوها كل سنه يعني في شهر اغسطس مثلا بيختاروا فريق من اي دوله في العالم يعني بس فريق تقيل سواء من اوروبا او اسيا او افريقيا لعبوا يعني مره مع السد القطري في اسيا لعبوا مره مع فريق من كولومبيا يعني مش لازم اوروبا اوكي فكان النادي الاهلي كان هيبقى ضيف في البطوله دي في 2020 لكن طبعا الكورونا وقفت الدنيا لكن احنا لازلنا عندنا علاقات بس ده اللي بتكلم طيبة. عليه هو انك تبني هذه العلاقات ويكون متواجد على الساحه العالميه ده مهم جدا هو ده مهم يا كابتن هي ان انت زي بالظبط الماتشات الوديه زي اللي بتقول اسامه ماتش ودي ده بيبقى ايه طب فائدته مثلا هو مش رسمي احتكاك صح وعلاقات هي نفس الفكره انت برضه المؤتمرات دي والحضور والندوات دي علاقات انا ببقى فخور جدا لما اروح اسم النادي الاهلي يعني فعلا وسط الانديه دي بلاقي قد ايه احترام الناس دي للنادي الاهلي في عيونهم واخد افضل لوجو مزبوط. تقريبا في استفتاء ماركا افضل لوجو في استفتاء ماركا الاخير وبرضه ماركا علاقتنا لوجو الاهلي علاقاتنا بيهم قويه جدا طبعا. في ماركا يعني الحمد لله برضه دي الحمد لله لينا علاقات بانديه ومؤسسات كتير عالميه وده مش يعني مش شطاره مننا ده اسم النادي الاهلي هو اللي بيعمل ده يعني اسم النادي الاهلي هو اللي بنروح في اي حته احنا سوري يعني احنا راس براس مع اي نادي عالمي كبير مفيش حاجه اسمها مثلا نادي ريال مدريد او لا احنا النادي الاهلي في اعظم نادي في افريقيا واكبر نادي في افريقيا بتبقى قاعد زيك زي ده زي بيحترموك زي اي انت بتبقى رايح يعني راسك مرفوعه اللي انت بتمثل النادي فده بيبقى مهم جدا احنا كنت بتكلم بس على بروتوكول جامعه ريال مدريد جامعه ريال مدريد احنا بسبب اللي احنا بنتكلم فيه واللي حضرتك بتقوله واللي بيحصل في الوسط الرياضي ان احنا دورنا برده كنادي اهلي انه يبقى في جزء تنموي وتعليمي في الوسط الرياضي ان احنا نثقف ده هتلاقي لوجو النادي الاهلي في ماركا ده في ماركا هم محتفظين بيه يعني انا يعني بدايه في الزياره بتاعتنا كانوا هم محتفظين بيه من زياره قديمه يعني مش مثلا ده يعني اللوجو مش ده على زيارتكم يعني يعني كان زياره قبلها كان زياره لينا قبلها من سنه فانا لما رحنا الزياره الجديده دي لقينا اللوجو متعلق يعني هم يعني موجود. وسط انتر ميلان وسط انديه كبيره اعتزازهم ب هم معلقين لوجو اكبر نادي في افريقيا صحيح بتتكلم في وتكلم في جريده من اكبر يعني طبعاً. المجالات العالميه اكبر استفتاءات كمان بعدها النادي الاهلي كسب كان شعار افضل لوجو في العالم فاحنا عاملين دلوقتي دراسه البروتوكول ما بين الجامعه الامريكيه في القاهره وجامعه ريال مدريد لتقديم بقى كورسات في الاداره الرياضيه وفي التسويق الرياضي وفي القوانين الرياضيه ويبقى فيه والسبجكت دي كلها هيبقى جواها سبورتس اسكس يعني الماده اسمها الاخلاق الرياضيه دي كانت موجوده انا في دراستي في ريال مدريد يعني كانت بتبقى موجوده في كل السبجكتس يعني ازاي تعاملك مع المنافس ازاي ان انت يبقى فيه روح رياضيه ازاي يبقى فيه احترام ازاي يبقى فيه يعني احنا بنشوف حاجات للأسف. مهازل بصراحه للأسف. والله للاسف بنشوف للأسف. مهازل وبنشوف حاجات يعني لا طليق بمصر يعني واحد بيبقى حزين يعني مثلا انا سعيد جدا ان النهائي مصري انا سعيد فعلا ده جدا ان النهائي بين فريقين من مصر دي حاجه تحسسك بالفخر ان الحمد لله مصر
ما بتحصلش واول مره بتحصل وبتبقى انت يعني سعداء بيها وان شاء الله عندنا ثقه في فريقنا ان شاء الله انه ربنا يكرمهم. لكن على قد ما بتبقى سعيد ده على قد ما بتبقى حزين ان انت صوره مصر برضو اللي هي اللي انت مهتم بيها ان هي تبقى حلوه وفي النهايه تبقى حلوه للاسف بتسوق ناس بتصدر صوره سيئه لبلدك جدا. وانا بقول لك ده وانا على يقين من ده لان احنا مرتبطين بناس بره كتير بنتكلم معاهم الفيدباك بيبقى وحش. الفيدباك بيجي لك ايه وحش؟ بيبقى سخريه طبعا بيبقى تريقه يعني انا ببقى زعلان رغم ان هو بيبقى مثلا مش علينا يعني بيبقى على طرف اخر وببقى زعلان اصل في النهايه مش صوره مصر يعني. مش هيتقال بيقولوا عندكم في مصر هتيجي كده مش هيتقال اهلي وزمالك يعني زي قضيه نادي القرن بالظبط يعني على سبيل المثال قضيه نادي القرن اللي اتعملت من يعني من لا شيء عشان كده انا بلوم مثلا في الحته في عندنا في الاعلام الرياضي ناس محترمه جدا وشباب بالذات انا متحمس ليهم قوي في حته الاعلام لان في شباب طالع ان شاء الله مستقبل الاعلام الرياضي في مصر يبقى كبير جدا لان في كم من الشباب المثقف والمتعلم واللي دارس والفير جدا في الحته دي ومع قامات كبيره طبعا موجوده حاليا في الوسط الاعلامي الكبار وخبراته هيبقى ليه مستقبل. لكن موضوع الهوجه اللي في السوشيال ميديا هوجه ما هي هوجه يعني زي القضيه دي طبعا على بتتكلم في قضيه خسرانه يعني قضيه ملهاش اي يعني لا بتكلمش على النقطه طبعا النادي القرن ده بتكلم على الاجواء العامه والصورة الاعلام الرياضي في مصر بشكل عام بقالنا فترات فعلا مش على المستوى المطلوب. انت مش قلقان من الجزئيه دي تاثر علينا في المستقبل يبقى زي ما انت بتقول كده صورتنا واصله هي دي يا كابتن اللي بتكلم فيها ان انت صورتك واصله مش لطيفه يعني صورتك بره واصله يعني انت جه مثلا موضوع الماتش ده الحمد لله حسن الشكل او الصوره لكن قبلها صراعات وخناقات وحاجات من لا شيء يعني مثلا يعني مثلا يا ريت في موضوع انت عارف الموضوع بيضحك ومفيش اصلا موضوع ما يعني بالزبط. انت بتلاقي حد بينكش معاك في حاجات كلها اكاذيب وكلها كلام حاجات ما حصلتش وكلها روايات وانت كنادي اهلي اكبر من كتير من انت ترد والكابتن محمود بقى عنده حق في ده مظبوط وده اللي احيانا احنا كشباب بيبقى متحمسين وساعات عايزين لكن هو بيبقى عنده رؤيه يعني اوسع او اكبر انه يا جماعه لا ما تردوش على الناس دي لانه انت النادي اهلي واحنا فعلا مبقاش فاضيين نرد يعني انت شايف احنا بنحاول نستعرض وما قلناش يعني قلنا حاجات كده من اللي عملناها صحيح ما عندناش مثلا حتى وقت في البرنامج ان احنا نرد على حد يعني احنا بنشتغل طول الوقت في النادي وبنحاول ان احنا نلبي طموحات الجماهير الاهلي واعضاء النادي الاهلي والفكره اكبر من كده برضه يا دكتور ان انت ده. ان انت حاجه زي كده بتعطل فكره ان الجمهور يرجع تاني يعني يروح المدرجات ويشجع الفريق بتاعه احنا لسه كنا بنتكلم نادي الاهلي اكبر قاعده جماهيريه في مصر وفي الوطن العربي انت النهارده مش عارف في عوده الجمهور دي امتى النهارده بكره بسبب النهارده اللي بيحصل على السوشيال ميديا بسبب اللي بيحصل في بعض وسائل الاعلام الرياضيه صح ولا لا صح ده للاسف ده فعلا بيحصل طبعا وده بيعطل وده عشان كده انا بقول لازم الاعلام لازم يعني ده رساله يعني انه يا جماعه يبقى لينا دور انه انا مش يعني مش اي حد يعني بيطلع يقول اي كلام انا اصل الحجم ده مين اللي بيديه في الاخر ما هو انا ممكن اي واحد يطلع يتكلم في اي حاجه صح لكن ما ينفعش انا بقى كاعلام بيطلع يتكلم في اي حاجه يعني عشان سوري ابقى عايز امشي عايز ابقى امشي مع مثلا اعلي الترافيك ولا عايز امشي مع الترند ولا عايز امشي فاروح جايب حد يقول اي كلام واروح واخد كلام اسلط ضوء مثلا على تصريحات كتيره سلبيه تبدأ سلبيه تبدا تشيرها تشيرها وتنتشر ليه طب ما انا اعمل فوكس على الحاجات الايجابيه ممكن الناحيه الثانيه تلاقي في حاجه ايجابيه جدا وحد بيتكلم في مصلحته ولا حد بيجيب سيرته ما حدش بيتكلم عليه ولا حد يجيب سيرته وتلاقي مواضيع اصلا كلها ما لهاش اساس وما لهاش اصلا خيط وما لهاش اول من ما فيش اي قناعه عليها تلاقيها متاخده وبتتداول في كل يوم وقضيه يا جماعه ده موضوع اتخلق في شنك يعني اصلا انتوا بتتكلموا في ايه؟ في خمس رسائل عايزك توجههم ل يعني هنقول لك بالترتيب تمام الرساله الاولى توجهها للجمهور لا جمهور النادي الاهلي طبعا انا طول عمري بقول الكلام ده جمهور النادي الاهلي هو يعني انقى واعظم وافضل حاجه في المنظومه بتاعت النادي الاهلي نجاح وقوه ويعني الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي بتستمد من الجمهور هو السند زي ما دايما بنقول هو السند والظهر الحقيقي للنادي الاهلي وبيبان ده في الازمات جدا والازمات دي معلش هخش معاك تاني في الجزئيه دي لان انا كنت واحد من الجماهير دي وكنت قلقان شويه اولا عجبني جزئين الجزء الاولاني اللي انت بتتكلم عليه يا دكتور ان وده قاله الكابتن محمود الخطيب ان احنا ما بنتكلمش احنا بنشتغل بس والجزء الثاني التايمينج يمكن قاله كمان وهو بيفتتح استاد الاهلي والسلام ان النادي الاهلي بيرد في الوقت المناسب
ودايما بيحط قدامه مبادئ النادي الاهلي وماشي عليها. كان في وقت معين جماهير النادي الاهلي مش حابه ده بصراحه، يعني كلامك بكل امانه كانت حاسه ان لا احنا لازم نرد ولازم يبقى في اكشن بمعنى اصح. يعني بص يا كابتن، هو ده طبعا اللي حضرتك بتقوله، اه يعني في ناس كانت بتشوف ده وبتشوف انه لازم نرد عشان الناس دي طول عمرها جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، هم النادي الاهلي ده في مكانه ثانيه خالص. يعني في حته ثانيه خالص، مع احترامي والله لكل الانديه، احنا بالعكس بنحترم، والا لو ما بنحترمش المنافسين بتوعنا ما كناش هنوصل لكده. بنحترم كل المنافسين وعندنا احترام، واليوم كلهم وكله محقق بطولات وجماهير وكل حاجه، لكن انت في النهايه انت برضو يعني النادي الاهلي، فانت يعني مش كل حاجه هترد عليها، لكن اه في امور عشان انت الكبير، اه بالظبط في امور ممكن يعني بتحتاج في اوقات ان انت توضحها. يعني احنا جينا في اوقات معانا طلعنا وضحنا امور معانا، فانت في اوقات لا بتحتاج ان يعني زي اللي انا بقوله ده، يعني مثلا كذبه وبتتردد عماله تتردد، يعني في 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 يعني بقى بتتردد كتير، فانت ساكت ساكت ساكت. يعني بقى احنا تقال ان احنا مثلا في انتخاباتنا او كذا في الوقت القايمه والدعايه ومش عارف ايه جالنا دعايه ولا قايمه، مش احنا اللي دافعين الفلوس مثلا بتاعه القايمه، احنا كقايمه سكتنا ما حدش اتكلم، انت اكبر من كده صحيح ما حد، لكن قاعد الموضوع ايه عمال يتداول عمال كذا. لا يا جماعه طب ما خلاص تطلع تقول لا القايمه دي بالكامل النادي الاهلي من جيوب اعضاء القايمه هم اللي عاملين، ولو في اي حد بيعمل حاجات مثلا يجاملك بلوحه ولا باعلان ولا بتاع نص مشكوره كلها، لكن ده كله ما يجيش 5% اصلا من القايمه مثلا دفعته بنفسها كقايمه كاعضاء. يعني ما انت 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 بتسيب ده يتقال، ما هو عمال بيتقال في الاعلام والناس سايبه اللي يتكلم يتكلم سايبه اللي يقول يقول يا جماعه، واحنا عارفين ده مش حقيقي وساكتين احتراما لاسم النادي الاهلي، لكن ساعات بقى الموضوع بيقلب جد ويقلب انه بقى هو ده الايه الواقع مصدق، وبيبقى محتاج في الوقت ده انك ترد. اه يا جماعه لا وترد بثقه لان هو ده الحقيقه. لا وده عمره ما هيبه المجلس من هيبه النادي الاهلي طبعا طبعا، فانت كي. كمجلس لا لازم توضح ان في امور كده في خطوط حمراء اللي هو يعني تسيب حد يهبل شويه ويالف ويضحك وبتاع ماشي، بس هتخش بقى المرحله ان انت تتكلم في ما تمس كيان النادي اللي هو مجلس الاهلي هو بيمثل الاهلي، لا مش مسموح لك مش مسموح لك، لو وخصوصا لو ده حاجات ما حصلتش. ايوه وبعدين الحاجه الاقوى من كده او الاهم من كده ما يجي الكلام ده يتقال ويقول لك طب انت من امتى اصلا من امتى، يعني عشان الناس اللي بتقول ده مش فاهمه الف ب الاهلي وما تعرفش يعني ايه النادي الاهلي، من امتى اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي اصلا اللي بيحسم الانتخابات معايير الدعايه الاكتر او الفلوس الاكتر او ده عمره ما بيحصل في النادي الاهلي. ده حقيقي ده ليه انتخابات مثلا الناس اللي عاشتها في سنه 2000 كان ندي مثال بسيط، يعني كان كابتن صالح سليم رحمه الله عليه قدامه المهندس محمد جنيدي كان رجل اعمال يعني والقايمتين ساعتها اتعمل دعايه خرافيه من المهندس محمد جنيدي حضرتك حضرت اكيد ده كابتن صالح ما عملش ورقه اكتسح الانتخابات. هو النادي الاهلي طول عمره كده لان وعي الجمعيه العموميه هي ما فرقش معاك الكلام ده اصلا. طب رسالتك جايه للجمعيه العموميه بقى هي انا بقول ده بقى ان وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هو ده اللي بيطمننا دايما، يعني ان انت جمعية العموميه النادي الاهلي وعيها وثقتها واسلوبها في الاختيار هو ده اللي بيطمنك دايما ان هم بيختاروا المجلس المناسب في الوقت المناسب. يعني ده بيحصل على مدار الزمن بذليل ان النجاحات اللي النادي الاهلي حققها ما بيفرقش بقى معاهم معايير ثانيه، ما بتفرقش معاهم شو ولا حركات، لا لا هو ده اللي بيطمنك ان الحمد لله وان هويه النادي الاهلي دايما متحافظ عليها، لان اعضاء النادي وجمهور النادي الثقافه واحده بالعاملين في النادي بالموظفين في النادي بمجلس الاداره الثقافه واحده ان احنا عندنا النادي الاهلي ده خط احمر كلنا مظبوط، فبالتالي ايه وعندك النادي الاهلي زي ما انا عايز تشوفه احسن نادي في الدنيا واحسن محقق اكبر حاجه، ففي الاخر اهدافنا واحده، مفيش مثلا واحد عنده هدف انه حته خدميه وعايز يشوف مثلا ابنه مش عارف ايه والتاني عايز حاجه ثانيه والتالت والعامل مستني مرتبه، لا كله بيشتغل بحب، انت بتلاقي الناس في الجامعات العموميه الموظفين والعمال وكله شغال متعاون متعاون لان هو عايز الحدث ينجح مش عشان هو موظف، عشان هو بيشتغل في الاهلي فهو عايز ان الحدث ده يبقى احسن حاجه في الدنيا. ده حقيقي فده اللي بيحكم النادي الاهلي وده اللي دايما حكم الجامعه العموميه عندنا،
فانا ببقى مطمن ان هم يعني احنا حتى في انتخاباتنا الاخيره دي كان نازل قدامنا قائمه ناس كلها محترمه واحنا بنحترمهم جدا على المستوى الشخصي. مهندس محمود طاهر وكل قائمته اتعمل دعايه هنا زي ما اتعمل دعايه هنا. اتعمل ايه اللي فرق في الاخر؟ ايه ان الناس كانت شايفه ومقتنعه ان كابتن محمود الخطيب هو رجل المرحله دي. فبالتالي نجح كابتن محمود ونجح القائمه كلها معاه كابتن محمود الخطيب، لان الاعضاء الجمعيه العموميه كانت حاطه ثقتها مش بس في برنامج الانتخاب الحمد لله كان موفق من النادي الاهلي، لا لان هي شايفه ان النادي الاهلي المرحله دي مرحله كابتن محمود. رسالتك ايه لكابتن محمود والاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي؟ رسالتي ليهم طبعا انه يعني احنا الحمد لله ربنا عالم يعني احنا يعني تعرضنا لايه وضغوطات عامله ازاي. انا حاسس بيك، الثلاث سنين اللي فاتت دي ربنا اللي عالم بيها. لكن اللي انا بقول لهم يعني ان انا اتعلمت منهم كلهم وبتشرف ان انا بوجودي معاهم. هم كلهم اخواتي الكبار وكلهم ناس محترمه، من اول الوزير اللي عمرو فاروق، من بعد الكابتن الخطيب طبعا يعني مهندس استاذ خالد درنداري، مهندس خالد مرتجي، والكفراوي ورانيا وطارق انديل طبعا ده اخويا الكبير العزيز يعني، جوهر نبيل بعتز بيه جدا وليه افكار بتبقى جيده جدا جوه مجلس الاداره. اصدقائي بقى الشباب يعني ضماطي وجرحي ومهند دول حبايبي يعني، واحنا دايما متحمسين مع بعض وبنشتغل مع بعض كتير والحمد لله يعني. مهندس خالد برضو يعني ما انا قلت طبعا ايوه من الشباب. لا لا ما قصدي من الشباب، لا ده من الشباب فعلا. خالد عنده ميزه ان هو فعلا يعني الخبره يعني الخبره بقى الناس القدام في النادي تحس المجلس متقسم خبرات سته والسجلات سته بالظبط، جامع ما بين الخبرات دي ودماغه دايما متجدده وشبابيه معاكو دايما. ده احساس يعني انا بعرف الشخص يعني انا ببقى فخور بده. الناس كتير بتقول لي انت خليفه المهندس خالد وهو بيقول لي ده، انا بشوف شخصيه محترمه جدا. انا ببقى فخور بيه لان هو يعني لا وهو فكره جديد ومتحدث يعني وبيفيد النادي الاهلي في ملفات كتير قوي في عالميه. فلا انا وبقول لهم يعني دايما بيقولوا لنا الكابتن ان احنا رغم كل بقى اي يعني هجوم بيحصل واي مهاترات بتحصل بره واي خبط بيحصل بره دايما نبقى وحده واحده. ده حقيقي. بنختلف مع بعض جوه الغرفه بتاعت مجلس الاداره ده صحي. بالظبط. انت اكيد هنا في شغلكم بتختلفوا مع بعض في امور فنيه، لكن لكن احنا بره الترابيزه الاختلاف جوه الترابيزه ده مطلوب ومهم على فكره وده بيحصل عشان ما نخبي، لا بيحصل. لكن بره الحمد لله علاقاتنا في المناسبات الاجتماعيه دايما مع بعض وبنضحك مع بعض وعلاقتنا كويسه ببعض. اي كلام بيتقال انه في توترات وفي مش عارف ايه، لا ده كلام لضرب استقرار المجلس. لكن المجلس كله على واحده واحده الحمد لله، على قلب رجل واحد. ده دايما الكابتن بيطلبه مننا كرئيس النادي، وده انا باكد عليه يعني كعضو مجلس اداره النادي ان احنا دايما هنبقى واحده واحده ان شاء الله، وربنا يعني يكرم باذن الله. وفي اخر الشهر ده يكون في اخبار كويسه. كنت لعيب كوره جامد وعرفت كنت بتلعب في نادي المعادي واشول وعامل شغل جامد جدا. رسالتك لعيب كوره يعني لعيبه النادي الاهلي قبل طبعا المعترك الافريقي والمباراه التاريخيه امام نادي الزمالك. انا رسالتي طبعا للعيبه ان انا زي ما قلت من شويه ان احنا عندنا كل الثقه فيهم ان هم ان شاء الله دول احسن لعيبه موجودين في مصر. هم تحملوا الكثير برضو الفتره اللي فاتت، محققين بطوله الدوري بفارق نقاط كبير جدا جدا، فده لازم نديهم الثقه. صحيح. احنا ان شاء الله اللي بنطلبه التوفيق، وباذن الله انا شايف انه الاجواء بتاعتهم في تركيز، في اخلاص جدا في شغلهم، وفي روح يعني لقينا روح النادي الاهلي رجعت في المباراه اللي فاتت بقوه عن يعني من كام شهر فاتوا. اللي بطلبه منهم بس ان هم ما يلتفتوش لاي حاجه ثانيه. يعني لو في اي استفزازات من اي حته يعني حتى ده بقوله لينا احنا وللقناه وللجمهور النادي الاهلي انه يعني ساعات بيتبعت لي مثلا ايه ده شفت ده مش عارف قالوا ايه في القناه امبارح ده في وفاة اتعلقت. يا جماعه تقول لهم يا جماعه ما حدش يرد، ما حدش يستسيء، ومش هنخش في الجيم دي خالص خالص. احنا الجيم بتاعتنا ان احنا مركزين هدوء وتركيز هدوء وتركيز، مش هنخش مش هنرد على حد، مش هنخش في اي مهاترات مع اي حد، لعيبه كجمهور كاداره لحد ان شاء الله من يعني نفرح الناس يا رب اللي هم يستاهلوا الفرحه دي لان هم صبروا كتير جمهور النادي الاهلي. يا رب فباذن الله دي تكون من نصيبهم، وان احنا يعني في ظهر الفريق
مش هنسمح باي يعني حاجه تعكر المسيره او تعطل المسيره او احنا يعني مستمرين مستمرين لاي حاجه ان شاء الله. واحنا كنا بنشوف ده بصراحه شفناه مع كابتن خطيب في هناك في المغرب والوداد يعني كان صور اكتر من رائعه والسبورتنج وطالع طبعا باسم مجلس الاداره كله فده انا بقى يعني بيدك تماما ان ده مهم كمان للعيبه لان انا كنت لعيب فبيوصل الاحساس ده فبيديني نوع من انواع المسؤوليه وبيديني نوع من انواع الثقه كمان صحيح. ده مهم جدا صحيح. هو بيعمل ده دايما مع الفرقه بصراحه وانا لامس ده في روحهم يعني صحيح. ان شاء الله تقول ايه للعيبه يا كابتن قبل ما اسالك عن دور الاعلام ورسالتك للاعلام انت عايزك تقول لي رسالتك ايه للعيبه وانت قريب منهم اكيد لا انا ما قريب من فكرهم يعني لا يعني يعني احنا خلي بالك احنا كلاعيبه ما بنبقاش قريبين منهم لان احنا الفكره بتكلم على الدماغ انتوا شباب زي بعض لا هم انا يعني بصي اللي بقوله لك ان هم انا عندي ثقه كامله ثقه كامله ان هم اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله يعني انا شايفهم فنيا كواحد بشجع كوره وبلعب كوره شويه على قد يعني انت كنت لعيب جامد برضه يا دكتور ما كملتش لعبت لغايه كام سنه لا انا اخر مره لعبت لما دخلت المجلس يعني من ساعتها مش عارف العب حتى مع اصحابي يعني لا كنت بلعب كده هوايه يعني لكن بحب الكوره وبتفرج عليها من زمان فاللعيبه يعني. انا شايف ان هم فنيا مش بقول كده عشان اديهم ثقه لا هم فنيا شايفهم على مستوى واخلاقيا كمان قبل النهائي يقول لهم رساله قبل النهائي ما انا قبل النهائي الرساله اللي بقولها لهم ان هم يكملوا زي ما هم زي ما قلت من شويه يبعدوا عن اي مهاترات بتحصل ما يركزوش في حاجه ثانيه ما يركزوش الناس بتقول ايه على السوشيال ميديا ما يبصوش على السوشيال ميديا يعني ده اللي بطلبه منهم ان هم بلاش يبصوا على اي حاجه السوشيال ميديا الاسبوع ده لحد ما نخلص على خير يعني المباراه بس وباذن الله يعني انا واثق فيهم يعني واثق باذن الله المجلس الاداره كله واثق فيهم ان هم على قدر الهدف بتاعنا ان شاء الله طب انت من يومين ما لاحظتش ان احنا كسبنا برضو بطوله على المستوى الاعلامي قناه النادي الاهلي فازت باحسن ما انا اصلا كنت يعني عايز اهنيكم بالجائزه دي اول ما دخلت بعدين دخلنا في لا طبعا كلام كبير الكلام. لكن لا بصراحه انا عايز اهنيكم كويس ان انت كنت اتكلمت في دي لان انا عايز اقول لكم مبروك على جائزه مهرجان الفضائيات العربيه كافضل قناه رياضيه عربيه دي حاجه مشرفه جدا في وقت قصير جدا ده حقيقي ان انت تطوير القناه ده حصل برضو يعني من ضمن الملف المجموعه الاقتصاديه مزبوط. ده كان موجود مزبوط. والتوجيه اللي كان موجود في المجلس اتعمل شغل في شهور قليله رائع في تطوير وانا عارف انه لازال برضو القائمين على القناه في تطوير اكبر بيحصل عارف ان هم مش ساكتين ومستمر وشغالين لكن انت طبعا تاخد الجائزه دي في الوقت ده دي حاجه محترمه لان خلي بالك في النهايه انت القناه برضو ماشيه بسيستم النادي الاهلي صحيح بسيستم محترم وبسيستم ما بتطلعش المهاترات ما بتطلعش الكلام فارغ ما بتطلعش كلام فاضي فده اكيد ساعدها برضو ان هي تحسم الجائزه دي يعني فانا بهنيكوا عليها وببارك لكم عليها وشكرا عقبال كاس افريقيا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني باذن الله يكون في حاجه تسعد كل جمهور الاهلي وتسعدنا كلنا يعني اخر الشهر يا رب باذن الله يا رب ان شاء الله احنا بنشكرك جدا شكر وانا متشكر تقلنا عليك لا ما خالص بالعكس انا سعيد جدا بوجودي معاكم شكرا. وموفقين كده دايما وبرنامج باذن الله اكتر من رائع لا والله انا بقى بشكرك على المستوى الشخصي على الافكار الرائعه فعلا ونموذج نموذج يعني للناس اللي بتجتهد بشكل كبير جدا وسعيد كمان بالسي في الرائع اللي عندك وسعيد بحماسك لمجلس اداره النادي الاهلي وشغلك في النادي الاهلي ودي الروح اللي احنا عايزينها ودي الروح الموجوده فعلا في مجلس اداره النادي الاهلي على مستوى الشخصي انا سعيد جدا وبحييك دكتور محمد على اللقاء الجميل انا سعيد جدا بكلام حضرتك وانت كنت لعيب كبير احنا كلنا كنا بنحبك وبنشاهدك يعني وبنتفرج عليك وبنتابعك ومن المحترفين المصريين اللي كانوا بيشرفونا دايما برضه حبيبي نورتنا وشرفتنا وسعيد بوجودي معاك يا سام وان شاء الله موفقين كده شكرا جزيلا. مشاهدينا ده ختام حلقه البيت الكبير النهارده يوم الخميس يوم الاحد حلقه جديده في البيت الكبير ان شاء الله اتفضلوا